بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في استوديو الابطال. النهارده ننقل لحضراتكم مباراه كاس السوبر المصري لكره السله سيدات موسم 2021 الاهلي وسبورتنج. النادي الاهلي النهارده بيبحث عن لقبه الثاني في التاريخ. المباراه ستقام في تمام الساعه 6:05 على صاله مجمع الدكتور حسن مصطفى بمدينه 6 أكتوبر. قبل ما نتناول المباراه فنيا وتحليليا من كل الجوانب، بحب ارحب بضيوف اللي منورني النهارده في الاستوديو. ينورني في الاستوديو النهارده كابتن ريم زاهر، احد نجوم النادي الاهلي السابقين وزي ما بيقولوا نجمه الجيل الذهبي النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك كابتن، منوره قناه النادي الاهلي للمره الاولى. منوره باصحاب، ربنا يخليك يا كوتش. بنرحب للمره الاولى في استوديو ابطال كابتن داليا عرابي، احد نجوم النادي الاهلي ايضا في الجيل الذهبي والحاصله على الكثير من البطولات مع النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن داليا. اهلا يا كابتن هيثم، منوره قناه النادي الاهلي، ربنا يخليك يا رب، شرف ليا. ودائما ليديز فيرست، بس هنروح طبعا على كباتننا الكبار كابتن محمد السلعاوي نجم نجوم منتخب مصر والنادي الاهلي وكمان عضو لجنه انتقاء المواهب الحالي في نادي الاهلي. اهلا بيك كابتن سلعاوي. اهلا بيك كابتن هيثم، منورنا كابتن وليديز فيرست زي ما بيقولوا. طبعا طبعا شرف لينا طبعا، منورنا اخواتنا الاستوديو. برحب بكابتن سيد صابر نجم نجوم منتخب مصر السابق والنادي الاهلي وايضا رئيس قطاع الناشئين والناشئات بنادي الاهلي الحالي. اهلا بيك كابتن سيد. اهلا بيك يا كابتن هيثم، منورنا ومنورنا قناه النادي الاهلي المره الثانيه يا كابتن، وجمعتنا مع الكباتن الكبار دول كلهم. لا ده اللي سعيد ان انا يعني في حضره حضراتكم، وان شاء الله يعني نقدم حاجه كويسه للجمهور باذن الله. ان شاء الله. يمكن كابتن ريم يجي لحضرتك النهارده، المباراه اكيد يعني يعني خارج التوقعات زي ما بيقول. احنا أكيد عندنا مشاكل أكيد. عندنا اصابات، غياب تورايا محمد احد اهم اللاعبات في مصر مش بس في النادي الاهلي. اه طبعا. شايف المباراه النهارده ازاي؟ مباراة قوية، مباراة بطولة، بطل الكاس وبطل الدوري، فان شاء الله هنشوف ماتش يعني كويس واداء ان شاء الله للنادي الاهلي كويس، وان شاء الله يحقق البطولة الثانية ليه في تاريخه النادي الاهلي كاس السوبر ان شاء الله. طيب يعني هل سبورتنج في افضل حالاته؟ يعني اكيد حضرتك متابعة الفرقة، هل هو في افضل حالاته؟ هل في اصابات بعد الشر طبعا عن اللاعبات كلها؟ هل عنده محترف بكفاءة المحترف او المحترف اللي كانت موجودة السنة اللي فاتت؟ شايف النادي سبورتنج وضعه ايه؟ هو جهاز فني جديد، كابتن محروس اول سنة معاهم فعلا. فطبعا هي فرقة كبيرة وفرقة عريقة وفرقة بطولات، وانا سمعت ان المحترفة مصابة بس طبعا في لعيبة تقال زي كابتن هالة، زي كابتن ريم موسى، كابتن فريدة، كابتن أسرار، فطبعا دول كل دول لعيبة مؤثرين، وإن شاء الله يعني متوقع أشوف ماتش حلو إن شاء الله. يمكن كابتن داليا، يمكن سبورتنج لو صحت الأنباء عن إصابة المحترفة أكيد هو كده بيعاني أيضا من 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 مشاكل الإصابات وغياب اللاعبات بسبب الإصابة. شايف المباراة النهاردة إزاي كده؟ والله بص انا شايفه ان الاهلي اقوى، ده وجهه نظري، وحاسه ان احنا في كل البوزيشنز تغييراتنا اعلى، وان شاء الله هنبقى ادائنا افضل بكتير باذن الله. يعني طب وغياب كابتن سوريا محمد، هل يعني بتهيألي اكيد هيبقى عندنا مشكله في الناحيه التهديفيه؟ مفيش كلام، هو يعني سوريا بتبقى 20 30 بونت كل ماتش، ده اكيد. وانا برضو متفائله ان غياب سوريا يعمل حاله من المنافسه بقى الاشد، ان يبقى الفرقه عندها روح ان هو ايه التحدي بقى، كنوع من انواع التعويض. والروح دي بتفرق جامد جدا في الملعب، صحيح. ما نقدرش ننكر كده يعني، صحيح. ممكن يكون في لعيب بتقل سوريا فعلا مش موجود، بس الروح بتاعت الفرقه كلها ان شاء الله تعوض عدم وجودها، وان يعني اكيد طبعا اكيد يعني لعيبه كبيره، واكيد هيحاولوا طبعا اللاعبات يكونوا على قدر المسؤوليه. كابتن السلعاوي، طبعا نادين بنت حضرتك في الفرقه واحد نجمات الفرقه ايضا ونجمات مصر كلها، شايف مباراه النهارده ازاي في ظل ان الناحيه دي يعني لو صحت الانباء عندنا اصابات هنا وناحيه ثانيه في سبورتنج ايضا في اصابات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه احنا نتكلم على غياب سوريا. سوريا النهارده بتعمل عمليه وربنا ان شاء الله يشفيها وترجع باسرع ما ممكن، وهي طبعا قوه مؤثره في النادي بالنسبه للنادي. تاني حاجه بالنسبه للاجنبيه بتاعت سبورتنج، هي ثابته ما اتغيرتش من الموسم اللي فات. احنا غيرنا الاجنبيه بتاعتنا، صحيح. الموسم ده مباراه صعبه، مباراه خارج التوقعات، مباراه اللي هتفصل في يعني في الدقائق الاخيره او الثواني الاخيره زي ما بيقولوا. القوه متعادله بين الطرفين. اعتقد ان عدم وجود لاعيبه مؤثره هيدفع اللعيبه التانيين لبذل اقصى جهد ليهم، واعتقد كمان ان الناس هتتفرج على جمهور النادي الاهلي هيستمتع النهارده يتفرج على المباراه كويسه. وهل حضرتك سامع نفس الاخبار اللي قالتها كابتن داليا ان المحترفه
في سبورتنج مصابه ممكن ما تلعبش ولا ما عندكش اخبار؟ هي كانت ما بتتمرنش بقى فتره، بس هو اللي يزيد على سبورتنج هذا الموسم تغيير الجهاز الفني. نعم، تملي التغيير بيجيب نتائج ايجابيه بالنسبه لاي فريق، خاصه في البدايه. بيبقى لسه كل واحد عايز يثبت، كل واحد عايز يقول له لا انا هو انا اللي كويس، فكل الحاجات دي بتبقى عوامل مؤثره بالنسبه لنجاح الفرقه وخاصه في الاول. صحيح. لكن المجموعه الاساسيه بتاعت نادي سبورتنج هي زي ما هي. صحيح. كابتن سيد، اجل حضرتك يمكن بحكم منصبك وبحكم وجودك رئيس قطاع الناشئين والناشئات في نادي الاهلي، حضرتك تماريناتك بتبقى في نفس الصاله اللي بيتمرن فيها فريق السيدات، فانت متابع الفرقه عن قرب، شايف تمارينهم، شايف استعداداتهم، طمنا عن الفرقه بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم. بص، احنا اتكلمنا كلنا سرايا لعيبه مؤثره جدا، بس احنا عندنا ميزه في النادي الاهلي ان احنا كل مركز فيه اكتر من لاعب جيد. يعني سرايا كانت مؤثره جدا زي ما انت بتقول في الموضوع انها بتحط 20 و25 بونت، بس احنا ممكن نغير طريقه لعبنا وعندنا لعيبه تقدر تعملها دي. عندنا سوبر نادو نادين سلعاوي هدافه افريقيا، وعندنا في الوينج الثاني في فريده وائل لعيبه جامده جدا، لوكاس اضافه جديده، ولوكاس برضو من اللعيبه اللي بتحط كابلي ميكر ممكن بتحط لك برضو 20 25 بونت في الجيم. تحت الباسكت ما تنساش ان احنا جبنا اهم لعيبه في سبورتنج السنه دي، يعني اهم لعيبه في سبورتنج رنيم جداوي، قدر النشاط الرياضي بمجلس الاداره ان هو يوفر كل المتطلبات بتاعتها وتنتقل للنادي الاهلي، فدي قوه كبيره جدا نقصت من سبورتنج واضافت للنادي الاهلي. بالنسبه لفرقه سبورتنج طبعا يعني لو هنتكلم فرقه النادي الاهلي بيستعدوا بطريقه كويسه، والفرقه كلها واقفه على رجليها كويس، واخر تمرينتين ثلاثه اللعيبه كلها جاهزه. يمكن نهى شتا مش موجوده النهارده، برضو عندها حاجه ان شاء الله ترجع بالسلامه، لكن احنا في كل مركز زي ما بقول لك في عندنا 2 3 لعيبه. مركز 5 عندنا رنيم الجدا وعندنا نور علي طلعت، مركز 4 في عندنا ندى نافع وعندنا النجم الساطع لعيب 18 سنه جاني ايهاب الالفي من اللعيبه. ودي لقطات يا كابتن من ارض الملعب حصري دخول اللاعبات والجهاز الفني لارض الملعب صاله مجمع الدكتور حسن مصطفى. وفكر حضراتكم المباراه ستنطلق في تمام الساعه 5، يعني تقريبا بعد حوالي ساعه ل 10 دقائق على اكثر يعني تقدير. وكمان احنا يعني بوضح للساده المشاهدين ان النادي الاهلي دخل مباراه السوبر كحامل لقب كاس مصر موسم 2021، نادي سبورتنج دخل هذه البطوله او هذه المباراه كحامل لقب كاس السوبر 2021، يعني بيبقى بطل الدوري وبطل الكاس بيطلقوا في بدايه. ويمكن اتحاد السله يعني سن سنه جديده وهي مباراه كاس السوبر بتبقى قبل انطلاق الموسم الجديد، ودي يمكن نتمنى الحفاظ عليها لانها بتبقى في اي مكان. انا اسف يا كابتن قطعت حضرتك، بس دي لقطات حصر جايه يعني من كاميرتنا في ارض الملعب. فنرجع، انت سالتني عن الفريق، فبقول لك ان الفريق الحمد لله في كل مركز فيه عنصرين بيقدروا يبدلوا بعضهم، واقفين على رجليهم كويس. اتكلمنا على رنيم ونور في خمسات، ندى نافع وجانا الالفي اللي لعب 18 سنه اللي هتبقى ليها مستقبل كبير جدا في النادي الاهلي في اربعات، لوكاس في واحد وراها رضوى محمد، نادين سلعاوي في اثنين وراها هاجر علي، فريده وائل وراها ممكن برضو تلعب نادين. فالحمد لله احنا سكواد يقدر سكواد يعني الميزه بتاعتنا ان احنا البنج بتاعنا اعلى من سبورتنج. سبورتنج عنده 6 7 لعيبه جيدين جدا وممتازين، الجيم هيبقى في الملعب، اللي هيقدر يعمل روتيشن كويس وحافظ على حيويه اللعب لغايه الاخر هو اللي ان شاء الله هيتوفق في الاخر. احييك يا كابتن. طب كابتن داليا، بعد يعني الاستعراض السريع ده، يعني عايزين برضو نقول لجمهور النادي الاهلي ان المباراه يعني بالحسابات يعني ان شاء الله بنسبه كبيره ممكن تكون رايحه للنادي الاهلي، ولكن كره السله زي ما حضرتك عارفه ملهاش حسابات. ايه اللي مطلوب من النادي الاهلي النهارده؟ النهارده النادي الاهلي مطالب يعمل ايه عشان يوصل بالمباراه لبر الامان؟ يعني كابتن علي هاشم محتاج يعمل ايه؟ هو هقول لحضرتك على حاجه، انا في حاجه كده مؤمنه بيها، الفرقه اللي بتعمل ديفنس افضل هي الفرقه اللي بتكسب. يعني ما بضم صوتي طبعا صوت كابتن سيد، احنا البنش اعلى والتغييرات اعلى، فالفرصه اعلى كاتاك ان احنا نعوض، او لو حد غير موفق ممكن طبعا نلاقي له بديل فوري بنفس الكفاءه بتاعته، ودي ميزه مش صغيره. بس انا بحس ان الدفاع في الفرقه بيفرق بنسبه 90%. الفرقه اللي بتعمل ريباوند كويس، مسيطره على الباسكت تحت، بتطلع الكرة مظبوط، بتعمل ديفنس مقفله مظبوط، انا شايفه ان فرصتها اعلى ان هي بتحطم
في نفسيه مهما كان الواحد خبره وعنده لو مش عارف يخش ومش عارف يخلص وبيجلي هيهبط المستوى. فانا حاسه ان احنا محتاجين نركز في الدفاع بتاعنا كويس قوي. اختيارنا للمواقف انواع الدفاع اللي احنا بنستخدمها تبقى بنفس بقرايه ملعب مظبوطه للاتاك اللي بيحصل من الناحيه الثانيه. ما بحطش ديفنس او نوع ديفنس على اتاك مش مظبوط. يعني لو موفقين في لو نجحنا ملعب مان تو مان مش موفقين يبقى لو حد عندي موفق جدا انزل له حد من عندنا مهمه دفاعيه بحته ليه هو وبس يوقفه. وده مش غلط ان انا اخسره حتى في في الاتاك بس اكسب ان انا وقفت طبعا وقفت سكور عالي. يعني مش حاجه صغيره ان انا ممكن اضحي بحد من الستارز بتوعنا مقابل ان انا ادفع بحد طبعا دي مش حاجه صغيره. صحيح. وكابتن ريم يمكن كابتن دالي بتراهن على الدفاع. الدفاع هو مفتاح الفوز طبعاً النهارده طبعاً بشكل كبير. طب شايفه مين عندنا اللي ممكن يقدر يعني يقدر يبقى مدافع جيد او يقدر يكون قادر يعني يلبي طلبات المدير الفني الدفاعيه؟ ويمكن دي لقطات من الاحماء الفريق للساده المشاهدين. الملعب حاجه تفرح بصراحه. الملعب شكله حلو جدا بامانه. يعني تابلو جميل بصراحه. كابتن شريف جدا مشرفه جدا جدا. انا اقصد يعني انا اقصد الجمهور ان شاء الله. انا اتوقع السنه دي الدنيا بدات تفتح. شفنا امبارح في ماتش الاهلي برضو بعض الجماهير. شفنا قبليه في مباراه الدوري. يعني ان شاء الله الدنيا تفتح. بس الحقيقه التابلو حلوه كابتن. يعني يعني بصراحه يعني ان شاء الله ربنا يعني يكمل علينا النهارده بالفوز ان شاء الله. مين النهارده من لاعبات النادي الاهلي يا كابتن ريم تراهني عليه دفاعي؟ بص انا دايما بشوف ان الديفنس المهم قوي دايما تحت الباسكت. بحمل البيفوتات حمل كبير جدا. صحيح. البوكسنج اوت الريباوند مش عشان حضرتك كنت بتلعبي سنتر او حاجه. اكيد اكيد هميل طبعا للموضوع ده. اكيد هميل يا كابتن. بس هي فعلا الهجمه بتبدا من عندهم. دي حقيقه. خلي بالك كابتن ريم كانت بتدافع جامد قوي قوي. والهجمه بتبدا من البيفوتات. يعني ما تقدرش. فاطلع فاست بريك سريع لم ريباوند البلاي ميكر يظهر بسرعه للبيفوت عشان يلحق يطلع. طبعا الهلبات كلها بتبقى من البيفوتات. بس احنا قوينا عندنا تحت الحلقه زي ما كابتن سيد صابر قال. طبعا رنيم ونور. رنيم يعني من ضمامها النهارده. اكيد كانت اضافه وجايه من نادي سبورتنج. هي كانت في جامعه وبتاع بس طبعا اضافه قويه يمكن قوتنا بشكل كبير تحت الحلقه. اكيد. فهو انت برضو بتضمي صوتك لصوت كابتن داليا. الدفاع والفاست بريك هو مفتاح الفوز. وات ايفر ايه اللي حصل في الاوفنس احنا نقدر نستوعب. وعندنا سكواد بيلعب على الاطراف القويه في نادي سبورتنج. ادافع عليهم كويس زي ما كابتن داليا قالت. ويعني ان شاء الله نعمل جيم كويس وان شاء الله الاهلي يكسب يا رب. بس كابتن العوي بالسنه اللي فاتت بحكم متابعتنا لماتشات الاهلي وسبورتنج سيدات ما كانش ليها مقاييس ومعايير. في اوقات كتيره جدا سبورتنج كان لو تفتكر يا كابتن سيد كمان في ماتشات المرتبط كانوا ناقصين وكان في كورونا ونزلوا عملوا مباراه جيده جدا مع الاهلي والاهلي كسب بشق الانفس في الوقت اللي احنا كنا كاملين فيه. فمباراه الاهلي وسبورتنج الديربي ده ملوش حسابات. شايف ده ازاي؟ هو بس انا كنت عايز اضيف حاجه بسيطه هي ان مدرب جديد بتاع سبورتنج طبعا هو ومدرب النادي الاهلي لازم الانجح فيهم هو اللي هيفك شفره التاني. فكل واحد هيبقى عنده سيستمه. كل واحد هيبقى يعني انا عشان اكسب لازم افرض اسلوب لعبي على الخصم ولازم انا اوجه الخصم وقوي دفاعي واركز في الفاست بريك بتاعنا. وخاصه عندنا ناس بتشوت كويس من بره 3 بوينت. لكن خلينا برضو يا كابتن ما ننكرش دور كابتن عمرو عاشور المدير الفني السابق. استاذ كبير ومدرب عظيم. انا نفسي شرفته بالتدريب معاه. وكان ليه دور كبير في بناء هذا الفريق في سبورتنج في بناء هذا ومكسب البطولات. صحيح. يرجع لعمرو عاشور في نادي سبورتنج. هو اللي حطهم على اول الطريق ان يبقوا منافس او يبقوا بطل. او هو اللي عمل المجهود العالي. اذا الانجاز الفني الحالي انا ليه اعتراض؟ اتفضل يا كابتن. لا معلش. لا ده انت تعترض براحتك. نادي سبورتنج والنادي الاهلي طول عمرهم مدرستين كره السله في النسائيه في مصر. يعني انا شغال في كره السله النسائيه من سنه 92. مفيش فاينل غير بين الاهلي وسبورتنج. فانا ده الديربي من قديم الاهلي بالظبط كده. يعني عشان كده انا هرد على سؤالك اللي سالته للكابتن ان المباراه غير متوقعه للكابتن سلاوي. طبعا لان دول فرقتين ابطال والفرقتين عندهم روح البطوله. فالفرقه اللي عنده روح البطوله دي ما بتستسلمش حتى لو قدامها عندها ظروف صعبه. صحيح. سبورتنج زي الاهلي في كره السله النسائيه.
مره ده بيكسب ومره ده بيكسب. يعني مع الاحترام الكابتن عمرو طبعا حبيبي واخويا، لكن ما فيش حد وصل سبورتنج منصات التوتيج طول عمره على منصات توجيه سبورتنج. بس برضو يعني احنا بنقول من حته ايه كمان، ان ده بيضع عبء كمان على كابتن محروس. كابتن محروس نجم كبير بس انت عارف لما تبقى جهاز فني قادم جديد وانت على اسم كبير، كابتن محروس اسم كبير وكان لاعب كمان كبير في نادي سبورتنج سنين طويله، يعني من ابناء نادي سبورت، فبتحس ان انت محتاج في بدايه الموسم بطوله، خصوصا انك لسه واخد دوري السوبر قبليها كابتن عمرو، واخد دوري السوبر يعني فطبعا محطوط تحت ضغط. صح كابتن سعيد، يعني انت محتاج بطوله في بدايه الموسم عشان تقول انا موجود اعتقد ان محروس اول سنه شغل ليه في الدرجه الاولى السنه دي كان بره مصر. كان يعني عمل نتائج هايله في السعوديه. كان بره مصر، خد الدوري السعودي مع نادي الفتح، وخد بطوله مجلس التعاون الخليجي مع نادي الفتح، وبرضه احمد جمعه عمل نتائج كويسه. محروس من الحرس من المدربين كويسين الهايلين يعني. فطبعا هو عليه ضغط ان هو واخد فرقه عندها بطوله، واخد فرقه بطل طبعا يعني. وطبعا الضغط كبير ان لو فعلا فرقه اللعيبه المحترفه ما لعبتش معاه ما فيش حد يقدر يعوضها. صحيح. فربنا بس طبعا يعني احنا بنتمنى التوفيق للنادي. انا بتكلم ان الفرقتين طول عمرهم بيلعبوا فاينالات. صحيح. ده ممكن يكسب بونت، ده ممكن يكسب بونت. انت بتفسر سؤالي انه ليه دايما مباريات غير متوقعه؟ بالظبط. الفرقتين فيهم جينات البطوله. بالظبط كده. جينات البطوله موجوده في الفرقتين. بالظبط. ما تقدرش ابدا يعني اقرب فريق تحس ان هو في نفس مدرسه النادي الاهلي، ان هم لازم نكسب فرقه الكره النسائيه في نادي سبورت. كده بالظبط. بالظبط كده. اذا المباراه ان شاء الله جيده. كابتن دالي اجل حضرتك، يمكن النهارده يعني فريق يعني سبورتنج عنده دوافع، انا بتكلم عن الناحيه النفسيه، يمكن ما شاء الله حضراتكم يعني فنيا غطينا الموضوع كله، ولكن الدوافع النفسيه. النادي الاهلي بيحافظ على يعني تسيده كره السله النسائيه الفتره اللي فاتت، يمكن السنه اللي فاتت ما فيش غير بطوله واحده راحت منا، فالنادي الاهلي بيسعى مزيد من السيطره والحفاظ على الالقاب. نادي سبورتنج جهاز فني جديد زي ما الكابتن قالوا، حضراتكم قالوا قلتوا ان احنا في دوافع. دوافع مين النهارده اكتر، خاصه المباراه النهائيه دي بيبقى ان عامل النفسي مهم جدا فيها؟ والله انا حاسه ان الفاينل دايما الفرقتين عندهم دوافع، يعني لعيبه الاهلي شايلين اسم النادي، يعني دي مسؤوليه مش صغيره خالص، يعني ان انا انزل طبعًا الملعب وانا شايله اسم بغض النظر عن البطولات على فكره. يعني أي انا ممكن تلعبه. لا انا ممكن اكون خسرانه السيزون اللي فات كله، بس انا نازله بلعب باسم الاهلي. يعني حضرتك شايف اهم دافع هو شعار النادي الاهلي الاول، انا بلعب باسم النادي الاهلي يعني. نعم. وممكن بكره ما اكونش موجوده لمجرد ان انا تخاذلت نفسيا وما كانش عندي الروح الكافيه بان انا اشيل اسم النادي. صحيح. وانزل. نفس الكلام بيحصل مع منتخبات، يعني الفيلينج بتاع الاحساس النفسي اللي حضرتك بتتكلم عليه بتاع انك تبقى شايل اسم كبير زي النادي الاهلي مش حاجه صغيره نهائيا. يعني اذا ده دافع من الدوافع القويه جدا. طيب جداً. هل نادي سبورتنج يمتلك نفس الدوافع النفسيه؟ بص هقول لك حاجه مضحكه قوي بقى. سبورتنج زي ما قال كابتن سيد عنده دافع ان هو طبعا على طول تحت المنافسه وعلى طول اون ذا سبوت وعلى طول هو اللي بيبقى بيفنش كل البطولات وصاحب تاريخ كبير وعريق من زمان جدا من قبلنا كمان، بس برضو بيبقى عنده دافع كبير انه ينزل قدام الاهلي ويكسب الاهلي. صحيح. يعني الدافع موجود مش هيجي. يعني هو لو على فكره هو لو كان مقابل الاهلي مش في فاينل كان هيبقى عنده نفس الموتيفيشن ان هو ينزل يكسب الاهلي حتى لو مش في فاينل. صحيح. يعني بعيد عن المكسب نفسها بعيد دافع بعيد عن دافعيه البطوله برضه فيلنج انك بتلاعب الاهلي. والله مش عشان حاجه لا ده حقيقي، بس ده انا حسيته لمستيه وحضرتك في الملعب وكابتن ريم انا حسيته بس ده حقيقي فعلا. نعم. الفيلنج بتاع انك كسبت الاهلي وخدت البطوله او خدت ماتش حتى ده بيبقى دافع صغير عند اللعيبه مع تاريخه الكبير بقى. اعتقد ان لا الدوافع عاليه جدا عند الفرقتين. اذا الدوافع تكاد تكون يعني متساويه، كل الفرقه ليها دوافع وهيبان في الملعب الدوافع ايه. بس خلينا بقى نستعرض مع ساده المشاهدين. يعني ان دوافع الاهلي قد تكون اكتر المره دي، لان هو اخر بطوله سبورتنج خدها من الاهلي 3-2 لو نفتكر. بعد ما اعتقد ان دوري السوبر، فاعتقد ان هدف الجهاز الفني واللعيبه هو رد الاعتبار زائد مكسب البطوله دي، وهم كانوا لسه تقريبا كسبانين بطوله القاهره من اسبوع او 10 ايام. بس عايز اقول حاجه برضو يا كابتن، يمكن هم النادي الاهلي بدا تسخين من 5 دقائق شويه تقريبا، يعني واحنا قاعدين مش بدري شويه يا كابتن؟ يعني 4:15 والمباراه 5، احنا متعودين دايما بنسخن قبلها بنص ساعه. هل ده يمكن يعني
فلسفه جديده، هل عشان يدي وقت اطول؟ هو حسب التعود اللي عامله مدرب الاحمال في التدريب. يعني احنا عندنا النادي الاهلي على طول كابتن ايهاب دايما ما بيخشوش الملعب غير لما يكونوا شغالين بالظبط كده، لما يكونوا شغالين مثلا يا اما في التراك يا اما في الجيميزيوم، فالفتره بتاعه الاحماء لازم تساوي فتره اللي بيعملوه قبل التدريب عشان يخشوا جاهزين. هو لا. اضرب الموضوع وما فيش وقت محدد للاحماء، يعني حسب المدرسه اللي بتشتغل فيها. صح، انت كده حضرتك فسرت لي الحقيقه. طيب خلينا نستعرض بقى مع الساده المشاهدين لو امكن يا جماعه، طبعا الجهاز الفني لسله سيدات الاهلي، اتفضل يا كابتن ريم، يمكن محتاجين برده نستعرض والاسامي مع الساده المشاهدين. اتفضل يا كابتن ريم. اول صفحه جهاز الفني، الجهاز الفني معانا كابتن علي هاشم مدير فني، كابتن كريم اسماعيل مدرب عام، كابتن عليا محمود مدرب، كابتن موسى علي مدير اداري، كابتن ماجد فوزي اداري، كابتن ايهاب صلاح مخطط احمال، كابتن اكرم الشرباجي احصائي ومحلل فني، الدكتوره سالي سعيد طبيب الفريق، والدكتوره ياسمين الكيلاني علاج طبيعي. طب يعني كابتن سيد احب برضو يعني هنقول الجهاز وتعليقنا، يعني انا شايف ما شاء الله في تخصصيه في الجهاز الفني. كان زمان الجهاز الفني حضرتك طبعا ادرى يعني بتبتسم طبعا عارف، كان الجهاز الفني بيبقوا ثلاثه يعني، فدلوقتي ما شاء الله الجهاز الفني يمكن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تخصصيه. اتفضل يا كابتن. من الحاجات اللي بتميز النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت ديت قناعات النشاط الرياضي ومجلس الاداره ان لازم يبقى في كود في الجهاز الفني كل التخصصات. كان زمان المدير الفني ومعاه مساعد ودكتور وخلاص هو هادي، فدلوقتي بقى في لازم مخطط احمال. طبعا النادي موفر لك الكلام ده وعامل لك بوكسات للناس اللي انت تشغلها معاك في الجهاز، وكابتن عالي اختار الناس اللي شايفه اللي ممكن تفيده. فالنهارده ما بقى عندي 2 مدربين مساعدين، دي حاجه كويسه جدا. اما يبقى عندي 1 مخطط اعمال، دي حاجه كويسه جدا طبعا. اما يبقى عندي دكتوره واخصائيه علاج طبيعي، دي حاجه كويسه جدا. محلل اداء، يعني حتى الكابتن عالي هاشم كان بيتكلم معايا الاسبوع اللي فات ان هو برده بيحاول يعمل محلل نفسي والناس موافقين له وبيدور على حد. فطبعا ده حاجه جميله ان يبقى الجهاز بالشكل دوت جميل، بتبقى يعني خدمه لمنتخبات مصر اللي انت بتجهز كوادر. اكيد طبعا يعني أكيد. الكوادر دي بتبقى جاهزه. لا يعني هو كمان ان حاجه كويسه ان مجلس اداره بيعترف بالحاجات ديت وبيوفر لكل واحد مسؤول اي حاجه عشان ينجح فيها. النادي الاهلي دايما سابق يا كابتن. خلينا هو في نقطه بس احنا يعني حاسه ان لو بس ممكن نحط اي طبيب دعم نفسي، لان انا حاسه ما هو لسه بقول لك كده. علي 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 بيحاول يشوف برضه حد حاضر المكان النفسي، والنادي ما عندوش مشاكل يعني خطوة ما عندوش وبالذات بقى في فرق البنات والله بجد. يعني واحنا عندنا في مصر المشكله دي بننفعل عاطفيا، يعني احنا عندنا عواطفنا بتتحكم فينا. انا عايز اقول لك يا داليا ان جهاز الرجال مثلا كابتن هيثم في كمان حد بتاع تغذيه. نعم في تغذيه يعني النادي ما بيخلش على اللي بيتلب اللي بيتلب بيتنفس فيه. وفي الكريتيكال تايمز بتفرق جامد. يعني بيعلي الموتيفيشن عند الولاد. طب استاذن حضراتكم كابتن سلعاوي في بس حاجه عايز اقول بس ان اضافه عليا محمود السنه دي تعتبر من اكبر المكاسب اللي حصلت في. صحيح هيبقى ليها دور كبير جدا، لان احنا دي مدربه منتخب وكده وبنت النادي، واعتقد ان دي اضافه وده كادر ولازم البنات طبعاً تبدا تاخد ادوارها في الاجهزه بتاعه النادي الاهلي. نعم، وخلي بقى اقول لك خاصه في قطاع البنات، كينيا فريق كينيا الرجال ماسكه مدرب. ما انا بقول لك عاليه تعتبر من المكاسب بصراحه، يعني هايله. بنت بتشتغل على نفسها كويس جدا. يعني بصراحه خلي بالك هي كمان لعبت بره في امريكا، يعني عندها من العلم ومن الخبرات وعندها سيطره على الفرقه. صحيح. عندها سيطره. صحيح. على الفرقه وبيحبوها فعلا، علاقتها طيبه بيهم. صحيح كابتن داليا. طب اجي لحضرتك نستعرض الجهاز الفني لنادي سبورتنج. اتفضل يا كابتن داليا. تاني ورقه كابتن محمد محروس المدير الفني، وكابتن احمد جمعه مدرب عام، كابتن حسن غريب المدرب، كابتن الجميله جنات السباعي مدير الاداري، كابتن محمد جابر اداري واحصائي الفريق، ودكتور احمد ابراهيم مخطط الاحمال، ودكتور تيسير صيام الطبيب الفريق. كابتن سلام عندك تعليق على الجهاز الفني؟ يمكن طبعا احنا قلنا في البدايه ان هو جهاز فني جديد تولى المسؤوليه خلفا طبعا. لا هو بس رئيس الجهاز هو اعتقد هو اللي متغير. اللي هو المدير الفني الحورس ده لسه اول موسم اول بطوله ليه تعتبر البطوله دي. لكن احمد جمعه من السنه اللي فاتت من المدربين برضو الهايلين، وكابتن جانيت وبقيه الجهاز كله اعتقد زي ما هو. خلي بالك كابتن احمد جمعه اللي قاد ماتش
النشاط اللي كانت في الاسماعيليه ساعه ما كان حارس برضو كان راجع عنده كورونا وسابه ومشي. كان احمد جمعه، كان كابتن عمرو عاشور عنده كورونا، وكان كان كابتن احمد جمعه هو اللي قاد المباريات في السوبر. طب ليك تعليق على حاجه ثانيه يا كابتن شلاوي على الجهاز الفني نادي سبورتنج؟ يمكن محمد جابر اداري، انا اعرف انه من زمان معاه هو. محمد من زمان، وجانيت كابتن جانيت طبعا، والدكتور تأشير صيام من زمان. من اهم بقى الاعضاء في الجهاز دوت احمد ابراهيم، احمد ابراهيم بتاع اللي هو المخطط الاحمال ده، من احسن الموجودين في تخطيط الاحمال للبنات من فتره طويله جدا فعلا. وعايز اقول لك مثلا علي هاشم بيتكلم ان الراجل ده لازم يجي عندنا لان هو فعلا فعلا من ايام من في كان في بطوله من كان في بطوله افريقيا اللي خدناها ورحنا كاس العالم مع ولد داستي، كان جيل هاجر عامر وانا شعراوي كان هو شغال معاه، اول جيل اشتغل معاه وطور فيهم كتير جدا، ومن ساعتها من احسن الناس. برضه ايهاب عندنا، ايهاب صلاح كونجا مدرب وبيتسابق عليه برضه انديه. ده احنا جبناه في صفقه يعني، هو كان في سموحه بيتهيألي وجي بعد يعني مفاوضات وبتاع، لان هو من الناس اللي يعني انا كان نفسي اتمرن معاه بس انا ما لحقتش اتمرن معاه، بس هو من مخططين الاحمال الجيدين جدا. بيتصرف. وكمان برضه في موسى علي وماجد برضه من الناس اللي بقى لهم فتره وناس شغالين كويس طبعا. كابتن طبعا. طب كابتن سلعاوي خلينا نستعرض مع الساده المشاهدين قائمه سله سيدات الاهلي، اتفضل يا كابتن سلعاوي. هلا علي، نور علي طلعت، لوكاس الامريكيه الانجوليه الانجوليه، نادين السلعاوي، ندى نافع مرسال، دينا عمرو، حبيبه حاتم، رضوى محمد، وفريده وائل، ورنيم الجداوي، وجنى الالفي، وهاجر علي محمد. التشكيل ده في جنى الالفي تعتبر من الاولاد الصغيرين من قطاع كابتن سعيد، ليها مستقبل باهر البنت دي، هتبقى من الاعمده الاساسيه لمنتخب مصر وليس النادي. جنى الالفي، جنى الالفي وسنها صغير لسه، تحت سنه 18 او سنه 17 سنه عند حضرتك. وفي هاجر وهاله التوأم لسه طالعين برضه، لسه طالعين من 18، ودولت برضه كانوا من عند قطاع كابتن سيد، قطاع الناشئين. اللي بره النهارده نوى شتا مصابه، وايا الفقي وجنى مصطفى، وسرايا مصابه، وايا الفقي وجنى مصطفى لاسباب فنيه. وفي برضه بنت جايده خالد برضه، اعتقد ان هي من عند قطاع الكابتن سعيد، وبرضه لسه عامله عمليه، وبرضه من ضمن الناس اللي هم كان الكابتن سعيد مرشحهم، وكان الكابتن علي حاطط فوكس عليهم. يعني كده افهم من كده ان في احلال وتجديد في الفرقه كابتن سعيد. في احلال وتجديد. قطاع الناشئين عندنا بيغذي بصفه مستمره في الاولاد وفي البنات، صحيح. على طول في عمليه تواصل اجيال وتلاحق، اللي عين الرئيس قطاع او المدير الفني او اللجنه او اي حد بيشوف بيرشحه كابتن سيد للمدير الفني على طول. احلال وعلى طول يعني. يعني واضح ما شاء الله ان انت عندك دلوقتي في ناس اساسيه موجوده في الفريق من الناشئات، وكمان كله بيتجرب وياخد فرص. كله بيتجرب وياخد فرص. ده الاختيار. واحنا قلنا لهم النصيحه انك انت اللي يجيله فرصه يمسك فيها، صحيح، لان المنافسه صعب جدا في النادي الاهلي ان يجيله فرصه وما صحيح. كابتن يعني كابتن داليا، ليك تعليق على تشكيل النادي الاهلي؟ الغيابات يعني طبعا في غيابات نتيجه اختيارات فنيه للفريق قبل المباراه، وفي غيابات تانية نتيجه الاصابه سرايا ونهى مش موجودين. نهى شتا بس وسرايا. انا تعليقي الوحيد ان انا شايفه ان الفرقه كامله برضو، يعني على الرغم من حتى بالغيابات دي انا على الرغم وفعلا البنات الناشئات اللي طالعين اكثر من ممتازين. جانا الالفي يعني بنوتة يعني أثبتت نفسها، صحيح. بشكل مرعب، صحيح. بصراحة الفترة اللي فاتت وربنا يبارك فيها إن شاء الله. بتلعب في أكتر من مكان يا كابتن. يعني ده حقيقي، بتلعب في أكتر مكان، وكمان هي وهي صغيرة لعبت يعني بشوية بره، ولما كبرت طولت قوي فبقت بتلعب تحت الحلقة، فبقى لعيبة طويلة. لعيبة طويلة معاها مهارات القصيرين، ده حقيقي، فبقى صعب حد يمسكها. ميزة كويسة جدا. وجود الناشئين كمان أو تطعيم الدرجة الأولى بالناشئين، انا بشوفه ان هو بيبقى امان للنادي جدا، بغض النظر عن ان ممكن يكون احنا محتاجينها او الفريق الكبير محتاجها او هي ممكن تبقى اضافه ليه. لا، هو
وجود، لان هو بيدعم الناشئين بتوعه، يعني الفرقه الصغيره او اللاعب الصغير الناشئ اما بيلعب في الماتشات الكبيره وبيتقل بدري في خبرته خلاص بيعدي بقى. لان هو لان هي قصه رهبه وخوف وخبره وكيفيه التعامل مع الموقف، كلها برده حاجات نفسيه بتاثر فيه كلاعب وهو صغير. لو اترسخت عنده من وهو صغير وخد المود بتاع قوه الماتشات والكلام ده وهو صغير، اعتقد ان هي ففكره وجود الصغيرين مع الكبار لا لا دي فكره رائعه يعني جدا. ودي شاشه نادي الاهلي من فتره. طب كابتن سيد، يمكن نستعرض مع حضرتك فريق سله سيدات نادي سبورتنج والمشاركين النهارده في المباراه، وهنتحقق كمان من صحه وجود اللاعبات مع مراسلنا اللي هيبقوا موجودين من ارض الملعب، اكيد هيقولوا لنا الفاينل سيلكشن لل 12 لعيب اللي هيلعبوا. اتفضل يا كابتن سيد. في ريم موسى رقم 1، منار إيهاب رقم 4، فريدة خالد رقم 5، أسرار ماجد رقم 9، جيانا حلمي رقم 11، نادير ريحان رقم 13، هجر عامر رقم 14 كابتن الفريق، رفايدة تامر رقم 16، سارة أسامة رقم 22، مونيك ريد المحترفة الأمريكية رقم 23، هنا عبد العال 28، هالة مصطفى 34. عندي ملاحظة هنا طبعا، زي ما قلنا ان رنيم جاينا من سبورتنج، في القائمة دي ثلاث لعيبة لعبوا النادي الاهلي خلال 3-4 سنين اللي فاتوا، يعني ريم موسى وهجر ومنار ايهاب وهالة مصطفى. منار ايهاب وهالة مصطفى كل دول طبعا، وهالة يمكن اول سنة ليها كانت السنة اللي فاتت، ومنار برضو اول سنة ليها في سبورتنج السنة اللي فاتت، كانت لعبت معانا جاينا مسموحة ولعبت معانا سنتين ورجعت تاني اسكندرية. وريم موسى دايما بتيجي تلعب في كل نادي بتبقى عايزة يعني انها الحريه بعد سنه، فلعبت معانا سنه وراحت الجزيره وبعد كده راحت سبورت. ويمكن لاعبات سبورتنج نزلوا في ارض الملعب الاحماء زي ما قلت لحضرتك، نزلوا قبلها نص ساعه، ده الطبيعي اللي بيبقى حسب فلسفه كل مخطط احمال، يمكن نزلوا بعد فريق النادي الاهلي. وخليني برضو اقول لحضراتكم حكام لقاء السوبر النهارده ان شاء الله، هيبقى حكم اول ساره جمال، حكم ثاني عمرو زاهد، حكم ثالث نانسي ايمن، ودي حاجه جيده ان نلاقي يعني اثنين عنصر نسائي في ارض الملعب كحكام، بتاعي حاجه كويسه كده. بص ساره جمال دي احسن حاجه في مصر دلوقتي من وجهه نظري، من وجهه نظري مع انها انيسه ولسه يعني مدموزين ولسه واخده الدوليه من 3-4 سنين، بس عندها ميزه ان هي واثقه في نفسها جدا، بهدوء جدا جدا، مفيش انفعال. في ناس بتبقى اول ما تاخد دوري تلاقي صفوفهم عاليه وتكنيكال مش عارف ايه، لا هي برزانه كده وكياسه في الملعب، ليها مستقبل. عمرو زاهد برده من الحكام الهايلين الجيدين الهجين جدا، ونانسي اول ظهور ليها في ماتش كبير زي ده، ربنا يوفقها ان شاء الله. ان شاء الله. طب اعزائي المشاهدين، خلينا نطلع لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم نستكمل طبعا تغطيتنا المستمره لمباراة السوبر لكرة السلة الأهلي وسبورتنج، ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد، ومستمرين معاكم في تغطيتنا المستمرة لكأس السوبر كرة السلة سيدات موسم 2021. بفكر حضراتكم أن النادي الأهلي دخل المباراة كحامل لقب كأس مصر الموسم اللي فات، وأيضا سبورتنج دخل كحامل لقب الدوري. وزي ما حضراتكم عارفين بيبقى يعني بيبقى في بدايه كل موسم مباراه السوبر بتبقى مهمه طبعا، لانها بتبقى بدايه جيده، وبنفكر كمان دي مباراه السيدات، بعد المباراه دي في مباراه للرجال هيبقى ما بين نادي الاتحاد الاسكندري ونادي الزمالك للرجال، ولكن هتبقى الساعه 8:00. فالنهارده هما مباراتين السوبر. خلينا نروح لارض الملعب ونشوف مراسلنا من ارض الملعب، مراسلنا من ارض الملعب عندهم ايه جديد. اتفضلوا يا جماعه. طبعا كل التحيه ليك يا كابتن هيثم، وكل الشكر ليك، وكل الشكر موصول لضيوفك الكرام كباتن مصر كابتن محمد السلعاوي والكابتن سيد صابر والكابتن ريم مصطفى والدكتوره داليا عرابي، وطبعا برحب بزميلتي العزيزه سالا حامد، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من صاله الدكتور حسن مصطفى. وقبل انطلاق مباراه السوبر 2021، لقاء طبعا اللي بيجمع ما بين فريق الاهلي وفريق سبورتنج بطل الدوري والنادي الاهلي بطل كاس مصر، مباراه في غايه الاهميه، مباراه بتجمع ما بين اكبر فريقين في يعني في الفتره الاخيره، سلسله من المواجهات الكبيره جدا يا سلا جمعت ما بين الاهلي وسبورتنج في الفتره الاخيره، خاصه ان الفرقتين تقابلا في اكثر من مواجهه في مباراه النهائي خلال الفتره الماضيه. بالفعل يا فاروق، بس طبعا خليني في البدايه ارحب بيك، واكيد ارحب بكابتن هيثم وبكل ضيوفه الكرام طبعا والنجوم الكبار اللي طبعا منورين الاستوديو التحليلي لمباراه اليوم، مباراه طبعا السوبر المصري، ولا تجمع ما بين النادي الاهلي وسبورتنج لموسم
2021 طبعا على صاله دكتور حسن مصطفى في مدينه السادسه من اكتوبر. وبالفعل فاروق زي ما انت قلت يمكن طبعا يعني الموسم الماضي كمان كانت اخر مباراه يعني كان فيها نادي سبورتنج والنادي الاهلي، كانت في المباراه النهائيه من بطوله دوري السوبر لكره السله سيدات، ولكن انتهت بفوز نادي سبورتنج بعد يعني 5 مباريات ذا بيست اوف 5، انتهت بفوز نادي سبورتنج بلقب بطوله الدوري. وطبعا النادي الاهلي يعني فاز بلقب بطوله كاس مصر، وعشان كده طبعا النهارده هيكون الفرقتين متواجدين في النسخه الثانيه من بطوله السوبر المصري، لان طبعا السوبر المصري بتكون المباراه ما بين حامل لقب بطوله الدوري وبطوله كاس مصر. وطبعا خليني افكر الساده المشاهدين يا فاروق انه النادي الاهلي هو صاحب يعني النسخه الماضيه السنه او الموسم الماضي، يعني كان هو حامل اللقب امام او على حساب نادي هليوبلس بنتيجه 92-62 بفارق 20 نقطه. النادي الاهلي فاز بالنسخه الاولى من مباراه يعني السوبر المصري، والنهارده ان شاء الله عنده نفس يعني البطوله مع نادي سبورتنج. طبعا نادي سبورتنج يا فاروق من اقوى الفرق اللي موجوده في كره السله في مصر. بالفعل يا سلا فريق من اقوى الفرق ومواجهه قويه جدا، وده الكلام اللي قاله الكابتن علي هاشم للاعبين لاعبي النادي الاهلي وكابتن محمد محروس مدير الفني ايضا لفريق سبورتنج. لكن خليني اقول لك على نقطه مهمه وخبر من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي، ان في هذه الاثناء في الوقت اللي احنا بنتكلم مع حضرتك موجودين معاك فيه، عايز اقول لك اطمنك على حاله ثريا محمد لاعبه النادي الاهلي اللي اجرت الجراحه، وفي الوقت اللي بكلم فيه خرجت حاليا من غرفه العمليات، ونجاح العمليه اللي اجريت لثريا محمد في الرباط الصليبي. طبعا هي من ضمن غيابات فريق النادي الاهلي النهارده في هذا اللقاء، الى جانب نهى شتا طبعا للشعور بالام في الظهر، وايضا غياب جنى مصطفى وايه الفقي للرؤيه الفنيه للكابتن علي هاشم. كابتن علي هاشم طبعا مجهود كبير جدا، واحد من المدربين العظام والمدربين كبار في فريق النادي الاهلي، طبعا حقق 8 بطولات من 10 بطولات مع النادي الاهلي، بيقود النادي الاهلي للعام الثالث على التوالي، طبعا يعني ال4 بطولات الموسم الماضي وقبليه 4 بطولات، النهارده ان شاء الله يهمه ان شاء الله انه يحقق البطوله التاسعه في مشواره مع النادي الاهلي. مجهود كبير جدا ودور كبير جدا بيقوم بيه الكابتن علي هاشم مع فريق النادي الاهلي، واستعدادات مكثفه للاهلي من اجل هذا اللقاء. بالفعل يا فاروق يمكن طبعا كابتن علي هاشم المدير الفني للفريق الاول لكره السله السيدات طبعا وجهازه الفني بالكامل عاملين مجهود كبير جدا يعني الفتره الماضيه. طبعا يا كابتن هيثم يمكن ما فيش راحه يعني مباريات في مختلف البطولات، سواء بطوله منطقه القاهره طبعا اللي فاز بيها سيدات النادي الاهلي في بدايه الموسم، ولكن طبعا كانت البطوله لموسم 2019-2020. يمكن طبعا بعد مباريات يعني او مباريات في بطوله منطقه القاهره، بعد كده في مباريات في بطوله دوري المرتبط، وحاليا طبعا في مباراه السوبر، وبدون راحه لاعبات نادي الاهلي يعني بيواصلوا ايضا التدريبات بشكل طبيعي في مقر نادي الاهلي بالجزيره طبعا على صاله امير عبد الله الفيصل. وكمان يمكن قرر كابتن علي هاشم يعني يا كابتن هيثم انه لاعبات نادي الاهلي يتمرنوا يعني يومين قبل المباراه هنا على صاله المباراه، صاله الدكتور حسن مصطفى، قبل المباراه ب 48 ساعه. يمكن كمان النهارده كان في محاضره فنيه مع كابتن علي هاشم ولاعبات النادي الاهلي، كان بيتكلم فيهم طبعا عن المباراه وقد ايه طبعا نادي سبورتنج من اقوى الانديه اللي موجوده في مصر، كمان نقاط الضعف والقوه اللي موجوده عند نادي سبورتنج، وبعض الاخطاء طبعا اللي كانوا بيتسببوا فيها لاعبات نادي الاهلي في جميع المباريات الماضيه. كان برضو بيحذروا من الاخطاء دي ان هي ما تتكررش طبعا في مباراه اليوم نظرا لاهميتها. يمكن كمان بعد يعني المحاضره الفنيه كان في وجبه الغداء للاعبات النادي الاهلي في 8:01 ظهرا، وبعد الغداء لاعبات النادي الاهلي والجهاز الفني اتحركوا من فندق الاقامه في 8:03 عصرا عشان طبعا يجوا لملعب المباراه صاله الدكتور حسن مصطفى من اجل يعني طبعا عمليات الاحماء، واللي حاليا يعني موجوده ورانا يا كابتن هيثم زي ما حضرتك شايف عمليات الاحماء قبل بدايه المباراه النهارده. بالفعل يا سلا، وخليني برضو اتكلم في نقطه مهمه جدا يا كابتن هيثم واحنا موجودين في صاله الدكتور حسن مصطفى، اقول لك على حاله الاستعداد اللي عليها صاله الدكتور حسن مصطفى، واكد على الروح الرياضيه اللي بتجمع ما بين الفريقين سواء على مستوى اللاعبات او على مستوى الاجهزه الفنيه، مشهد وروح طيبه شفناها في الالتقاء للفريقين مع بعض، وده دايما اللي بنقول عليه الهدف الاسمى في الرياضه بصفه عامه. ايضا التشديد والتركيز على الاجراءات الاحترازيه وحالات التعقيم اللي بتتم في ارض الملعب. خليني برضو اذكرك يا كابتن هيثم واقول لكل مشاهدينا طاقم التحكيم لهذه المباراه يكون في 3 حكام لارض الملعب، ساره جمال وعمرو زاهد ونانسي ايمن، وحكام الطاوله محمد يحيى زكريا ورامي احمد واسلام حموده ومرام محمد. ومن ضمن الجوائز الفرديه الموجوده النهارده في المباراه عقب اللقاء طبعا هيتم اختيار احسن لاعبه في المباراه واكثر اللاعبه يعني احرازا للاهداف في هذا اللقاء. دي كانت كل الكواليس كل الاخبار من هنا من صاله الدكتور حسن مصطفى. ان شاء الله يا كابتن هيثم يوم
يكون مميز، يوم يكون موفق للنادي الاهلي، وبطوله جديده تضاف ان شاء الله لبطولات النادي الاهلي في العاب الصالات. كل الفريق التوفيق طبعا لفريق النادي الاهلي وللكابتن علي هاشم. احنا موجودين معاك يا كابتن هيثم لو في اي استفسار او اي تساؤل. بصراحه فاروق انت وسلام ما سبتوليش اي حاجه ممكن استفسر عنها بصراحه، انتم ما شاء الله غطيتوا كل حاجه. انا بهنيكم وبشكركم على التغطيه الجميله اللي انتم حققينا من هناك واللي انتم حطيتونا بكل الاجواء حتى ما قبل المباراه. بشكرك شكرا جزيلا فاروق صلاح وسلام حامد من ارض الملعب. يمكن يعني دون حاجات كتير ودون معلومات كتير، يمكن اهمها ان النهارده في احسن لاعيبه وهدافه المباراه هيكون النهارده فيه، ودي يعني امور جديده ما شفناهاش، يمكن اول مره يبقى في مباراه زي كده يبقى فيها هداف واحسن لاعب. ده يعني تشجيع. تطور كويس احنا تطور تشجيع بالنسبه للبنات طبعا وبالنسبه للباسكت، ان يكون في نهايه كل مباراه في حافز نعم للاعبين ولاعبين اكيد الاهلي واكيد نادي الزمالك. انا شايفه اصلا كمان يتعمل احسن لاعب في كل بوزيشن، يعني ساعات يعني كتر التحفيز بيدي للاعب ثقه اكتر وبيعوضه عن ممكن بس يمكن يكون ما يقدرش يعملها في مباراه واحده ممكن على بطوله على مدار البطوله. صحيح. طب خليني اقول يعني يمكن الفرقه اتمرنت يومين يا كابتن ريم على الملعب، وده شيء مطلوب طبعا، لان انت تاخد على الحلق تاخد على الارضيه، يمكن الارضيه مشابهه لارضيتنا في نادي الاهلي. شايفه ده مفيد للفريق ولا لا؟ يعني اكيد مفيد وبيدي ثقه للملعب، تبقى خلاص ايدك ماشيه عارف الشوط هنا، الجري، الصاله، الهيبه بتاعه الصاله، كل ده يفرق مع اللعيبه. هو في حاجه حصلت ضايقت لي بصراحه، انا كنت الملعب كنت بتضايق لما كنت اروح اتمرن على الصاله يومين قبليها وبعد كده يجي قبل الماتش يروح منزل البوردات وعادل عادل 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 يعني بعد ما تعودنا عليها بعد ما تعودنا عليها بغلطها بصحها بكله يروح منزلين البوردات وعادلينها من جديد، يبقى التمرين كله راح ولا دي ما بتفرقش يا كابتن؟ لا طبعا واحد زي شو زيك تفرق معاه طبعا، بس هو الميزه انك انت بتاخد على جو الصاله ذات نفسها، كل صاله ليها ابعادها، الابعاد دي ممكن تاثر معاك في الباسنج في الشوتينج في رؤيتك للملعب ودرجه الحراره كل حاجه يعني، فانك تتمرن على الاجواء اللي هتلعب عليها مهم جدا يعني. صحيح. ويمكن ده كان يعني قرار سواء كابتن علي هاشم يتمرن، ويمكن سلا وفاروق قالوا لنا الكلام ده ان هو فعلا خد تمرينتين يعني النهارده برده ما شاء الله. حتى اللي بره السكور جانا مصطفى وائل فقي يعني من الناحيه الفنيه يقدروا يلعبوا بكل اريحيه. طبعا يعني الحمد لله فيه. يعني مهمه شاقه جدا اللي ما هو انت بس هو انت ملزم ب 12، انت عندك في القائمه 15 لعيب، ف 16 لعيب صبايا مصابه ب 15 لعيب ونوع مصابه ب 14 لعيب، دخلت جانا ب 15 لعيب، فانت ملزم تلعب ب 12 بس بالظبط، فلازم وجهه نظر يختار 12 وهيبقى في حد بره كويس اكيد. يعني مش معنى وبعدين كل مدرب بيبقى هو ليه الرؤيه الاخيره في فرقته، هو اللي حاسس بالفرقه بيمر كل ظروف ماتش غير الماتش طبعا. بس خليني اقول لك احتياجاته بس انا عندي ملاحظه يا كابتن عايز اقول لك عليها برضو، عايز اعرف تحليل حضراتكم كله. يعني يمكن الاثنين محترفين في الاهلي وسبورتنج في مركز واحد تقريبا صانع الالعاب صح ولا انا غلط؟ كلام غلط. لا مونيك مونيك بتلعب في كذا في كل مركز ماشي بس يعني لا مونيك بتلعب واحد واثنين ماشي يعني هنقول سبورتنج لا، بس اغلب المحترفين اللي بيجوا في مركز واحد غالبا وده يمكن برضو غريبه شويه. يعني احنا كنا زمان بنلاقي مركز صانع العاب ده مصر غنيه بيه سواء في الرجال او السيدات، هل ليه غياب المهاره غياب السيطره ليه عندنا المركز ده فيه عجز يا كابتن؟ هو ما فيش عجز، اقول لك وجهه نظر فنيه بالعكس انا عايز اسمع وجهه نظر حضرتك. يعني في تجربتين حصلوا قلبت وجهه نظر المسؤولين عن الباسكت في مصر، ستوجلين مع الزمالك وبعد كده هوت اللي كان معاه السنه اللي فاتت وولتر روجرز السنه اللي فاتت. فالنهارده لما يجي لعيب يكسب فرقه لوحده ويحط 40 بونت ولا 45 بونت او 35 بونت ايكوال افريج في كل جيم، بعد تخلي كل الناس المسؤوله تقول لك هات لعيب يحط لك 35 بونت وخلصت الجيم. ف يعني احنا مثلا في الاهلي كان عندنا اليكس يانج، انا كنت بقول اليكس يانج ده من احسن المحترفين الموجودين لانه بيعمل حاجات كتير قوي في مصر. لكن بيحط لك 20 بونت، لكن المسؤولين بيقول لك احنا انا عايز لعيب يحط لي 35 بونت خلصت الجيم. السنه اللي فاتت كان عندنا قايله كانت بتلعب 4 و5 وبتحط برضه 40 بونت في الجيم. لا ما اصل قايله ليفل غير ليفل عايز ده ليفل مش موجود، ليفل مش موجود ولا في المنطقه كلها لان دي جايه من الدبليو ام بي اي. فانا وجهه نظري بيجيبوا البري ميكر عشان كده علشان يحط يعني البري ميكر في النادي الاهلي ممكن يعمل كده بس هو بس احنا ما عندناش عجز في المركز ده. لا 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 تتفق مع كابتن سيد؟ طبعا اتفق، بس هي اللي حصل حاجه ظريفه جدا. يعني اللي حصل ان تجربه بالنسبه للاولاد والبنات ان جبنا لاعب ارتكاز كانت تجربه فاشله، فوجدوا النجاح في الصانع اللي فيه الكوره اللي بيقدر يحط باسكت اللي بيقدر يجيب باسكت.
اللعيب اللي بيكسب فرقه. وده اكبر دليل ان الزمالك كسب بصنع لعب. انتوا الهدي السنه اللي فاتت؟ وبرده السوجلان قبليها. وانت فزت برده بالبطوله العربيه بصنع لعب، فصنع اللعب الكوره في ايده بسبب مستمره، هو اللي بيتحكم في الريتم، هو اللي بيمشي، هو اللي فسكوره بيبقى اعلى من لاعب تحت المستوى. صحيح، بس انا بشوف انا بشوف ان هو حتى لو ما حطش اي سكور هو مركز في منتهى الخطوره، هو بيحرك كل حاجه في الملعب، هو دماغ الماتش، هو الدماغ. فهو اولا سرعه، انا برضو حاسه ان احنا عندنا فرق مستوى بدني شويه ما بين لا بريميكراتنا، لو احنا هنتكلم على مركز اللعب ده، في سرعه نقله للملعب، في قوته البدنيه، في يعني الناحيه البدنيه بتاعه اللعيبه المحترفين. طب ما على كل أو البريميكرات ما هو ده حقيقي، بس هو عشان البريميكر كريتيكال، عشان بتبتدي من عنده كل حاجه، عشان بنقل الملعب بمنتهى السرعه، ببدا من عنده الهجمه. في الاوقات هم اكثر ثباتا مننا تاني، عشان احنا بنتعامل مع الامور بعاطفه شويه، فبنيجي نهبط وهم بيبقوا مفتاح اللعب بيبقى من عندهم، فبيبقوا اكثر ثبات نفسي مننا، فبيحصل يعني ان هم ممكن يبقوا في الكريتيكال تايم هم اللي يخشوا يخلصوا. يعني حضرتك شايفه ان الفرقه على فكره والفرق والاربعه نفسيا معتمد عليه. طب كابتن ريب رايك برضو كده، يعني مركز صانع الالعاب اغلب المحترفين ولاد وبنات على فكره، رجال وسيدات، البلاي ميكر في الملعب دوره كبير جدا، مفتاح اللعب. بس هو كابتن سيد قال ان ما عندناش عجز، يعني هو الفكره كلها ان المسؤولين او المديرين الفنيين زي ما بيقولوا بيلعب على المضمون، يقول لك اجيب لعيب يجيب 35 بوينت واللي يقدر يجيب 35 بوينت. هي بدنيا الفكره، بدنيا يا كابتن هيثم بيطلعوا الباصه بسرعه، دريبل قليل، باصات سريعه، بيظهر بسرعه ياخد الكره من البيفوت ويجري بيها، والشوتر كمان، والشوتر، كل ده بيفرق جدا بين المحترف والمحلي. لكن طبعا عندنا محليين كويسين جدا ودوليين، يعني طبعا سوريا بلي ميكر، اسرار ماجد برده بلي ميكر قوي جدا، كل دول لعيبه كويسين، فهي بس فرق بدني. يمكن كمان في الرجال انا يعني هبص بصه كده يعني سريعه، الرجال يعني عزب لما بينزل مكان تومسون بتبقى برضو الفروق مش كبيره قوي، يعني اللي اقصد اقول ان برضو عزب غير الفكره دي، هو صانع العاب طويل شويه، بيقدر يعني يقدر بيسيطر شويه على الدنيا، يعني الحمد لله زي ما بيقول، يعني برضو عندنا المركز ده ما فيهوش قلق، يعني لا ما فيهوش قلق ان شاء الله. وزي ما حضراتكم شايفين خلاص بدا يعني نزول التشكيل لارض الملعب، سواء النادي الاهلي، بدانا بالنادي الاهلي ونادي سبورتنج. طيب خلينا استاذنكم يا كباتن، خلاص نروح بقى لارض المباراه، نروح لمعلقنا الكابتن احمد مناع لننقل لحضراتكم احداث مباراه كره السله كاس السوبر المصري لكره السله السيدات، نادي الاهلي ونادي سبورتنج. المباراه ستنطلق بعد دقائق، صاله الدكتور حسن مصطفى، فالى هناك.
بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مشاهدي ومحبي ومتابعي كرة السلة في كل مكان، معلقكم الرياضي أحمد مناع يحييكم من صالة الدكتور حسن مصطفى ونقل مباراة كرة السلة بين فريقي الأهلي وسبورتنج في بطولة كأس السوبر الثاني لكرة السلة سيدات. بشكر السادة ضيوف الاستوديو التحليلي والكابتن هيثم سعيد، ومن الصالة الأجواء زي بتفكرنا بكأس العالم للهاندبول في صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر. الآن بعد السلام الوطني يأتي دور الصور التذكارية، هنستعرض مع حضراتكم على طول تشكيل الفرقتين. نبدأ بفريق سبورتنج، هالة مصطفى 34، هاجر علي الكابيتانو رقم 14، جينا حلمي 11، نادين ياسر 13، منار إيهاب رقم 4، ريموسا رقم 1، فريدة خالد 5، سارة أسامة 22، هنا عبد العال 28، والمحترفة الأمريكية مونيك ريد رقم 23، ورفيدة تامر رقم 16. القيادة الفنية للكابتن محمد محروس الشهير حورس، مدير فني أحمد جمعة مدرب عام، حسن غريب مدرب، أحمد إبراهيم مدرب مخطط أحمال، كابتن جارد السباعي مدير إداري، كابتن محمد جابر أحصائي، والدكتور تيسير صيام الطبيب. أما تشكيل النادي الأهلي النهاردة، فدينا عمرو الكابيتانو رقم 10، نور علي طلعت رقم 5، رنيم جداوي رقم 15، فريدة وائل رقم 14، نادين سلعوة 7، رضوى محمد 5، والمحترفة الأنجولية الأمريكية إيتالي لوكاس رقم 6، ندى نافع رقم 9، حبيبة حاتم 11، جنى الألفي 24، والتوأم هاجر علي 77، وهالة علي رقم 1. القيادة الفنية للكوتش علي هاشم مدير فني، ويعاونه كابتن كريم اسماعيل والكابتن علياء محمود. اما المدير الاداري كابتن موسى علي، ماجد فوزي اداري، ايهاب صلاح كونجا المخطط الاحمال، واكرم الشرباجي الاحصائي، دكتورة سالي سعيد طبيبة، دكتورة ياسمين الكيلاني اخصائية علاج طبيعي. حكام المباراة النهاردة الكابتن سارة جمال حكم اول، كابتن عمرو زاهي ثالث، ومراقب المباراة العميد يحيى زكريا. أجواء ما بين الفريقين قبل المباراة، ونحب نذكر السادة المشاهدين ده السوبر الثاني الذي يقام للسيدات على مدار تاريخ كرة السلة سيدات. السوبر الأول كان بقيادة الكوتش علي هاشم أيضا الموسم الماضي، وكان أمام نادي هليوبلس، وفاز النادي الأهلي على نادي هليوبلس، وكانت المباراة مقامة في صالة الشرعية للدخان. أما السوبر الثاني فهو اللي بننقله لحضراتكم دلوقتي من صاله الدكتور حسن مصطفى ما بين الاهلي وسبورتنج. الاهلي حامل اللقب السوبر الماضي، وحامل لقب كاس مصر الموسم الماضي ايضا، وسبورتنج حامل لقب الدوري. في التوقفات هنقول لحضراتكم على مشوار الفرقتين في دوري المرتبط ونتائجهم الموسم الماضي واللحظات، ونبدا باذن الله احداث الفتره الاولى والكوارتر الاول ما بين الاهلي وسبورتنج بطوله كاس السوبر لموسم 2021-2022. برضو افكر الناس او افكر الجماهير والمتابعين بكره السله، اصابات النادي الاهلي كان سرايا محمد شفاها الله وعافاها اللي اصيبت اصابه قويه جدا، ويمكن ناس كتير شافوا الفيديو في مباراه الجزيره في نهائي منطقه كره السله سيدات امام الجزيره، ونوع شتا اصابه في الظهر. والغيابات جنة مصطفى لأسباب فنية، وأيضا آية خالد لأسباب فنية، دول خارج تشكيل الفريق اليوم. التعليمات الأخيرة من كابتن حورس، والتعليمات الأخيرة من الكوتش علي هاشم، وعلى بركة الله نبدأ أحداث المباراة في ثواني قليلة. لكن أفكر حضراتكم كده سريعا بخماسي نادي سبورتنج أو الستارت لاين أب، منار إيهاب منار إيهاب ومونيك ريد، أسرار ماجد، ريم موسى، وهالة مصطفى. ده خماسي نادي سبورتنج، خماسي النادي الاهلي هنشوف دلوقتي بعد التعليمات اللي هيلقيها الكابتن علي هاشم او الكوتش علي هاشم على لاعبي. صالة الدكتور حسن مصطفى تستضيف هذا الحدث، وبعديها كمان حدث السوبر رجال ما بين الزمالك والاتحاد. زي ما بفكر حضراتكم تاني، هاجر عامر خماسي نادي سبورتنج اللي هيبدا بيه كابتن حورس، هاجر عامر، اسرار ماجد، ريم موسى، هالة مصطفى، ومونيك ريد، او منار ايهاب عفوا. مونيك ريد لن تبدا احداث المباراه.
اما خماسي النادي الاهلي فحبيبه حاتم وجانا الالفي ايطالي لوكاس وسنادين سلعوه، وهنشوف الخامس او الخامسه مين. ايطالي لوكاس، جانا الالفي، حبيبه حاتم، نادين سلعوه، ناقص لعيبه هنشوف دلوقتي مين هي. رنيم جداوي. يبقى خماسي اللي هيبدا بيه كوتش علي هاشم، ايطالي لوكاس، حبيبه حاتم، جانا الالفي، رنيم جداوي، ونادين سلعوه. اما خماسي سبورتنج فهيبدا بريم موسى، اسرار ماجد، منار ايهاب، هلا مصطفى، وهاجر عامر. على بركه الله نبدا احداث الفتره الاولى والكوارتر الاول ما بين الفريقين. كابتن نانسي ايمن على تنفيذ رمية القفز أو الجامبول. ثواني ونبدأ رمية القفز أو الجامبول والتعليمات الأخيرة، واللعيبة بيسلموا على بعض، وهنوفيكم أيضا ببعض الإحصائيات وبعض النتائج للفريقين أثناء التوقفات بإذن الله. كأس السوبر والبداية والجامبول الأول والأخير أو وبعد كده هيبقى حيازه تبادليه ما بين رنيم جداوي من الاهلي وهاجر عامر وزملاء سابقين، والحيازه اهلاويه. ايطالي لوكاس تبدا الهجمه للنادي الاهلي. ايطالي لوكاس مان تو مان نادي سبورتن، سكرين من جانا الالفي، بنتريشن، طلع الكيك اوت لنادين سلعوه، رنيم جداوي تحت الباسكت، هاجر عامر وقع ورنيم، واول تراي على الباسكت ما بتجيش، تحاول تاني على السكند شوت نادين، وبتحاول تروح على الباسكت لكن تلمس اللاين وبتطلع اوت سايد لصالح نادي سبورتن. واصابه ليه في الثواني الاولى، يمكن في اول 10 ثواني، سلامات لهاجر عامر لاعيبه نادي سبورتن وقائدته وكابتن منتخب مصر. هاجر عامر واصابه، واضح كده انها سبرين انكل او التوقف الكاحل. سلامات لهاجر، سلامات لهاجر عامر. لاعيبه الاهلي ولاعيبه سبورتن بيطمنوا عليها، واضح كده بنزول الطبيب الدكتور تيسير، واضح ان في شيء. سلامات لهاجر، الف سلامه لهاجر وكل لاعباتنا. طبعا هيضطر ان هو يغيرها كوتش حورس، طبعا قوه كبيره في نادي سبورتن، تربك الحسابات، تم تغييرها بالفعل، ونزلت نادين ياسر لاعبه رقم 13 من نادي سبورتن. اوتسايد للنادي سبورتن، اوتسايد سكندري. الاهلي بيضغط من اول ملعب مان تو مان، حبيبه حاتم، واول اولى الاخطاء الشخصيه على حبيبه حاتم لاعبه النادي الاهلي، اولى الاخطاء الشخصيه. اوتسايد ثاني، استلمت ريم موسى من سبورتنج القادمه من نادي الجزيره، ومن قبلها سموحه وقبلهم الاهلي، تاخد السكرين تقف وتسلم لها مصطفى ومنار ايهاب والبنتريشن، لكن وقفها لها نادين سلعاوه، تسلم على طول لهلا مصطفى اللي بتخترق من الميدل وبتوصل، لكن اول بلوكات المباراه من رنيم جداوي، اولى البلوكات ومنع الباسكت في اخر 6 ثواني من زمن الهجمه. اوتسايد سكندري لنادي سبورتنج، هلا مصطفى تستلم معاها لوكاس، قطعت لها اسرار ماجد، وعلى الميديم شوت واولى نقاط المباراه وافتتاحيه اللقاء رنيم جداوي، نقطتين لنادي سبورتن عن طريق اسرار ماجد. نادين سلعوه خدت سكرين، عدت، عايزه تعمل بيك اند رول في البيز لاين، تهوش لوكاس والميديم لوكاس، وبتنجح لوكاس في تسجيل نقطتين للنادي الاهلي، تعادل بيهم النتيجه الى التعادل 2-2. منار ايهاب ومعاه سلعوه، بتحاول منار، بتعدي، جالها الهلب كويس قوي من جنى، تقلب الناحيه الثانيه لهلا مصطفى اللي قررت تخترق، والبنتريشن، واولى الاخطاء الشخصيه على جنى الالف اللي بتعترضها بخطا شخصي ورميتين حرتين زي ما قال الكابتن عمرو زاهد. رميتين ليه سبورتنج على التنفيذ، هلا مصطفى تنجح في تسجيل الرميه الحره الاولى، هلا على تنفيذ الرميه الحره الثانيه، هلا مصطفى تنجح ايضا في التسجيل، تعدي النتيجة إلى 4-2 لصالح النادي سبورتنج. 8 دقائق 40 ثانية عزيزي المشاهد على انتهاء أحداث الكوارتر الأول. رنيم جداوي واحدة من الإضافات الجديدة للنادي الأهلي في هذا الموسم. حبيبة حاتم
بتلعب واحد على واحد، مش سايباها منار، بتسلم لرنيم الجداوي تحت الباسكت، تلف وترتكز وتباصي، لكن تتقطع في السكه وتخبط في اصرار ماجد وبتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. لكن الفكره حلوه، الارتكاز كويس، الكت كان روعه من نادين سلعاو. لوكاس هتطلع الاوت في اخر خمس ثواني من زمن الهجمه. رنيم جداوي تلف وترتكز وتشوط على الباسكت ما بتجيش، تلم على طول تحاول معاها تاني، لكن نادين ياسر على السكند شوت او الديفنسيف ريباوند تستلم الكره وتسلم لريم موسى، ريم عدت ريم لهلا مصطفى والثري بوينت اوبن شوت ما بتنجحش في التسجيل، تلم نادين ياسر تاني وادي اسرار ماجد والثري بوينت تانيه، لكن جانا الالفي الفدائيه تلم وتسلم على طول ودار على لوكاس رنيم جداوي. رنيم هوشت حلو قوي، اخترقت وصلت نجحت في انها تاخد خطا شخصي ورميتين حرتين من اسرار ماجد او عفوا من نادين ياسر رقم 9، رميتين حرتين ل رنيم جداوي. اولى الرميات الحره رنيم جداوي على التنفيذ ما بتنجحش في التسجيل، لسه النتيجه زي ما هي 7 دقائق 52 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الاول وما زالت النتيجه 4-2 لصالح سبورتنج وما بتنجحش في الثانيه. تلم نادين ياسر على الديفنسيف ريباوند، طلع لاسرار ماجد على الفاست بريك، اسرار ومعاه لوكاس مستنيه الناس تعمل كات او تقطع، اسرار ما زالت في الملعب لمنار ايهاب، منار والواحد على واحد واخترقت ووصلت وتراي على الباسكت ما بيجيش، على السكند شوت لم على طول هاله هاله برضه تراي على الباسكت ما بتنجحش في التسجيل، تلم جنى الالف وتطلع بالملعب، تبدا الهجمه تستنى لوكاس، لوكاس استلمت الكوره والثري بوينت لوكاس ما بتنجحش في التسجيل، تلم على طول نادين ياسر من سبورتن لريم موسى، منار ايهاب واختراقات منار وقفت لها لوكاس، لكن نجحت منار في انها تاخد خطا شخصي على ايطالي لوكاس لعيبه رقم 6 ورميتين حرتين، رميتين حرتين لمنار ايهاب. ثلاث اخطاء على النادي الاهلي وخطا شخصي واحد على نادي سبورتنج، 7 دقائق 15 ثانيه منار ايهاب ما بتنجحش في تسجيل الرميه الحره الاولى. منار على التنفيذ الرميه الحره الثانيه، ما بتنجحش ايضا في التسجيل، صراع على الكره انتهى عند مين؟ حسب اشاره الحكم اوت سايد على نادي سبورتن وتغيير في صفوف سبورتن، خرجت منار ايهاب ونزلت مونيك راد لاعبه نادي سبورتن. اوت سايد اهلاوي، لوكاس سلمت لحبيبه وسكرينات حبيبه رنيم جداوي، رنيم بتحاول تلعب واحد على واحد مع هلا مصطفى تسلم ليه نادين سلعوه بيطالب بفتح الملعب، نادين لسه معاها الكره، نادين بتسلم لحبيبه وبتريشن حبيبه وتوصل بشمالها ما بتنجحش في التسجيل، على السكند شوت على طول رنيم جداوي تنجح في اضافه نقطتين، لكن فص بريك سريع قوي من نادي سبورتن في غفله دفاعيه من النادي الاهلي على طول يعدل النتيجه ل 6-4 لصالح نادي سبورتن. لوكاس ايطالي لوكاس لسه لوكاس مستنيه السكرين والكات، قطعت حلوه قوي لكن تخطف في السكه وتعمل السيل على على طول مونيك ريد تخبط في رجل، ولا هنا في ايه؟ هنا في خطا شخصي على حبيبه حاتم واوت سايد لنادي سبورتن. توتال فاولات على النادي الاهلي 4 اخطاء شخصيه، اما نادي سبورتن خطا شخصي وحيد. اي فاول على النادي الاهلي على طول برميتين حرتين. في تغيير قادم في صفوف النادي الاهلي، فريده وائل بتسخن، وادي ريم موسى تسلم لمونيك ريد تحت الباسكت بتلف وترتكز، لكن هنا دفاع قوي من جنى الالفي ونادين سلعاوي على طول بترتكب معاهم خطا المشي بالكره واوت سايد اهلاوي. زي ما قلت لحضراتكم فريده وائل مكان حبيبه حاتم، فريده وائل القادمه من هليوبلس والموسم الثاني على التوالي مع النادي الاهلي. رنيم جداوي خدت السكرين لسلعاوي والبيك اند رول قطعت لها سلعاوي حلوه والباس، لكن الفينش ما كانش قد كده، تلم على طول نادي سبورتن اسرار ماجد تقف اسرار وتهد على ملعبها تسلم لنادين ياسر، نادين لريم موسى خد السكرين عدت بنتريشن باصت لهاله شوطه لهاله ما جابتش تراي تاني على السكند شوت طلع ليه ريم موسى، ريم والباص حلو قوي من ريم موسى لنادين ياسر
ينجح على طول في تسجيل نقطتين. ما زال النادي الأهلي يبحث عن نقاط قوته في دفاعاته. نقطتين لنادي سبورتنج وتغيير للنادي الأهلي. خرجت جانا الألفي المصعدة من تحت 18 سنة ونزلت مكانها نور علي طلعت، ونقطتين وخطأ شخصي على فريدة وائل. والأندوان لنادين ياسر اللاعبة رقم 13 من نادي سبورتنج. نجحت في التسجيل نادين، تعدي النتيجة إلى 9 سبورتنج 4 الأهلي. 5 دقائق 40 ثانية على انتهاء الكوارتر الأول. وادي لوكاس على طول بترد بنقطتين. مونيك ريد لسه، مونيك معاه الكرة تسلم لهالة مصطفى اللي لقى الطريق فاضي، سلمت تحت الباسكت لكن على طول بالمرصاد نور علي طلعت تعمل السيل وتسلم لإيطالي لوكاس. لوكاس لسه الكرة مع لوكاس، لسه الكرة مع لوكاس، عايزة تباصي لكن في هنا ايه؟ في هنا خطأ ولا فاول؟ خطأ شخصي على مونيك ريد. مونيك ريد أولى الأخطاء الشخصية وتاني الأخطاء الشخصية على فريق سبورتنج. أوتسايد أهلاوي 14 ثانية زمن الهجمة. رنيم جداوي طلعت لنادين سلعوة قبل الخمس ثواني. نادين بيلعب الانسايد رنيم جداوي وبيز لاين حلوة قوي ونقطتين لرنيم جداوي. على طول يطلع نادي سبورتنج. هنا بقى محتاج الأهلي يرجع بسرعة، سرعات لازم أسرع من كده في الرجوع. مونيك ريد لسه معاه الكرة بتسيطر عليها، تسلم ليه؟ ريم موسى. ريم بتاخد السكرينات. اخر 7 ثواني في زمن الهجمه. هلا مصطفى و3 بوينت هلا ما بتنجحش في التسجيل. رنيم جداو على طول بتلم، سلم للوكاس لرنيم تاني. رنيم جداوي لا سلعوة وتراي على 3 بوينت سلعوة لكن ما بتنجحش في التسجيل. تقع كره من مونيك ريد لكن تسيطر عليها هلا مصطفى، سلم على طول لريم موسى وبتجري على الفاست بريك. طلع كيك اوت لاسران ماجد من البيز لاين بنتريشن لمونيك ريد على 3 بونت لكن وقفت لها رنيم جداوي بالمرصاد والفيد اواي لكن قصيره، لمت على طول لوكاس، تجري لوكاس بالفاست بريك وتبدا الهجمه. لوكاس لفريده وائل مستني اللي قطع لكن هلا مصطفى تقطع في السكه وعملت الستيل تسلم لاسران ماجد. لازم هنا نرجع بسرعه. قطعت نادين ياسر لازم تحت الباسكت لكن بها ستيل حلو قوي من نور علي طلعت تسلم على طول رنيم جداوي اللي بتنجح في تسجيل نقطتين من فاست بريك عشان سجل اول تقدم للنادي الاهلي 10 9. 3 دقائق 45 ثانيه على انتهاء الكوارتر الاول. دفاع قوي من النادي الاهلي. وادي مونيك ريد سلمت لهالة مصطفى. اسرار ماجد على 3 بوينت ما بتنجحش في التسجيل، لمت على طول لوكاس. لوكاس لسه الكره مع لوكاس. ايطالي لوكاس ايطالي سلمت لنور علي طلعت تحت الباسكت، طلعت ليه رنيم جداوي تاني. رنيم عايزه البنتريشن، دخلت وصلت لنادين سلعاوة بنتريشن من الميدل، وصلت نادين، نجحت نادين في تسجيل نقطتين كمان توسع الفارق الى 3 نقاط 12 9 لصالح النادي الاهلي. 3 دقائق 10 ثواني على انتهاء الكوارتر الاول. وادي ريم موسى وبلوك لكن كابتن نانسي شافت ان في اعتراض على نور علي طلعت وحسبت عليها خطأ شخصي، خطأ شخصي برميتين حرتين لريم موسى. هاجر عامر في تبديل مكان نادين ياسر رجعت بالسلامة، سلامات طبعا ليها ولكل لاعباتنا. وادي ريم موسى على تنفيذ الرمية الحرة الأولى، نجحت في تسجيل الرمية الحرة الأولى. 6 رميات للنادي سبورتنج نجح في تسجيل 4، اما الاهلي رميتين لم ينجح في تسجيل ايا منهم. وادي الرميه الحره الثانيه تنجح ايضا في التسجيل ريم موسى. لوكاس ايطالي لوكاس لرنيم جداوي. رنيم هي اللي بتبدا الهجمه، سلم لفريده وائل وتاخد السكرين. فريده لنور علي طلعت. وادي نادين سلعوه واختراقات نادين لفريده وائل، اوبن شوت على 3 بوينت وتنجح في تسجيل 3 نقاط الثالثه ثابته يا فريده، نجحت بعد 3 محاولات في تسجيل اولى 3 بوينت للنادي الاهلي. هاجر عامر الكيك اوت لاسرار ليه؟ هلا مصطفى باصت تحت الباسكت، خبطت في ايد
نور علي طلعت لو كانت ثابتها كانت هي اطول من لازم، طلعت اوت لكن خبطت في ايديها وطلعت اوت سايد لصالح نادي سبورتنج. اوتسايد سكندري 15 11 دقيقتين 32 ثانيه على انتهاء زمن الكوارتر الاول، 10 ثواني على انتهاء زمن الهجمه. هاجر عامر كابيتانو نادي سبورتين اللي شاط 3 بوينت ما بتنجحش في التسجيل، لوكاس على طول يتلم وتبدا الهجمه. لوكاس طلبت السكرين، جالها السكرين راحت عكس السكرين وقفت وشاطت ونجحت في تسجيل نقطتين كمان لايتالي لوكاس. ايتالي لوكاس توسع الفارق الى 6 نقاط 17 11 لصالح النادي الاهلي. مونيك ريد عايزه تدقق الفارق لكن اير بول، هاجر عامر بتحاول معاها ما بتنجحش وتطلع الكره اهلاويه. 6 محاولات على 3 بوينت للنادي سبورتنج لم ينجح في تسجيل ولا محاوله، اما النادي الاهلي 3 محاولات نجح في تسجيل محاوله وحيده. تايم اوت تطلبه الكوتش حورس مدرب نادي سبورتنج. تعالوا نسمع التعليمات مع بعض ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. باص اطلع الخمسيه تطلع هنا اهو واحد هينزل الناحيه دي. لو مات وان بيلعب وان عدل الراجل ده يطلع ياخد الكوره ويتفرج على بيك اند رول والرول ينزل لغايه تحت. لو بيلعب سوبر يلعب فلاش، لو بيلعب سوبر يلعب فلاش. يور مان ده التايم اوت اللي طلبه كوتش حورس. نسمع نشوف ايه التعليمات. تقدم النادي الاهلي بالست نقاط في اخر دقيقتين من احداث الكوارتر الاول. ايتالي لوكاس ونفس التشكيل للفرقتين. نادي سلعو لوكاس تحت الباسكت والفيداوي لوكاس ونقطتين كمان لايتالي لوكاس. نقطتين للنادي الاهلي يوسع الفرق الى 8 نقاط. ريم موسى زون ديفنس على من النادي الاهلي. اسرار ماجد قطعها هاجر عامر لكن معاه دفاع قوي، طلع كيك اوت لمونيك ريد وعلى الثلاثه بونت تنجح في تسجيل اولى الثلاثيات مونيك ريد عشان تضيق الفرق الى 5 نقاط. فريده وائل وعايز تلعب واحد على واحد، تسلم على طول نور علي طلعت اللي عايزه ترد على طول ب 3 بوينت وتنجح في تسجيل والرد سريعا ياتي عن طريق نور علي طلعت. 3 نقاط في جعبه النادي الاهلي في اخر دقيقه و13 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الاول. مونيك ريد قلبت الملعب الناحية الثانية لريم موسى اللي هوشت واخترقت طلعت الكيك اوت لاسرار ماجد شاطت من البيز لاين نجحت هي كمان في الرد السريع. سخنت المباراة وحلوة المباراة. ده الفارق ثاني ل 22 17. لوكاس تأتي بالرد ايضا، لم تأتي ولم يحالفها الحظ، حاول تراعي الباسكت كده لكن هنا في خطأ شخصي على رنيم جداوي رقم 15 ترتكبه امام هاله مصطفى برميتين حرتين وتغيير. خرجت ريم موسى من سبورتن ونزلت اسرار جينا حلمي عفوا اللي نزلت، خرجت ريم موسى وجينا حلمي هي اللي نزلت ورميتين حرتين او عفوا رميتين يا جماعه رميتين ده خطا مش فورسين رميتين صح كده. 22 الاهلي 17 سبورتنج 48 ثانية على انتهاء أحداث الكوارتر الأول. هلا مصطفى وعلى تنفيذ الرمية الحرة الأولى تنجح في التسجيل. ده الفارق إلى 4 نقاط وادي الرمية الحرة الثانية تنجح أيضا في التسجيل. ده الفارق إلى 3 نقاط. نادين سلعوة هي اللي هتقوم بدور صانع اللعب. نادين عدت نادين طلبت السكرين خدت السكرين سلمت لرنيم جداوي. رنيم ليه فريده وائل، فريده على 3 بوينت لكن ما بتنجحش التسجيل. هاله عامر هاجر عامر على طول بتلم سلم لاسرار ماجد لجينا حلمي
جينا، دفاع قوي من فريدة وائل على مونيك ريد، من تو من النادي الاهلي قلب تاني. هلا مصطفى لجينا، ليه هلا مصطفى تاني تحت الباسكت مونيك ريد، لكن هنا كابتن نانسي قالت ايه؟ مخالفه الثلاث ثواني على مونيك ريد لاعبه نادي سبورتنج. اعتراضات ١١ ثانية على طول، كابتن حرص بيطالب لعيبته بالضغط على لعيب النادي الأهلي، لكن لوكاس استلمت الكرة في آخر خلاص العشر ثواني الأخيرة. لوكاس هي اللي هتفنش، هي اللي هتقف، هي اللي هتشوط، هي اللي تنجح في التسجيل بنقطتين توسع الفارق إلى خمس نقاط، وعشان يأتي معها انتهاء زمن أحداث الكوارتر الأول بتقدم النادي الأهلي 24-19. استراحة دقيقتين ونرجع لحضراتكم مرة تانية. عامر، جينا حلمي، أسرار ماجد، هلا مصطفى، لم يحدث أيضا. رجعنا تاني حضراتكم والحيازة التبادلية لصالح نادي سبورتن. هنقول لحضراتكم على التشكيلات بسرعة. هلا مصطفى من سبورتن، البنتريشن لهالة، وصلت هالة ما نجحتش، هالة تلم مونيك ريد على السكند شوت وتحاول معاها تاني، لكن الحيازة هنا أهلاوية. إيتالي لوكاس على طول تستلم، ايتالي لوكاس للي ما عرفش 10 نقاط في احداث الكوارت الاول، والباس حلو والاسيست احلى لنادين سلعوه، تنجح وتقبل لديه نادين بنقطتين وخطا شخصي ورميه حره اضافيه، والخطا على جينا حلمي لاعبه نادي سبورتنج. رميتين حرتين فقط للنادي الاهلي في احداث الكوارتر الاول، ودي اولى الرميات الحره في احداث الكوارتر الثاني. نجحت نادين في تسجيل الرميه الحره الاضافيه او الاند وان او الوان مور. خرجت هلا مصطفى من نادي سبورتن، نزلت مكانها نادين ياسر رقم 13. وادي لسه الغفله الدفاعيه لسه كنا بنتكلم عليها، باسط بالظبط، باسكت في باسطين. باسطين، وادي خطا شخصي ثاني على جينا حلمي لعيبه رقم 11 من نادي سبورتن. باصتين بتسجل اولى النقاط لنادي سبورتن 27-21. خطا الشخص الثاني على نادين حلمي، والحيازه اهلاويه. ايتالي لوكاس، لوكاس عدت لوكاس مع اسرار ماجد، مش سايباها لنادين سلعوه في البيز لاين، حاول تخترق، قطعلها نور علي طلعت بتمويه روعه الروعه، بتروح على الباسكت لكن ما بتنجحش في التسجيل، تخبط الكره في مين؟ طبقا لاشاره كابتن نانسي في ايد او في رجل قدم عفوا نور علي طلعت، وتطلع الاوت لنادي سبورتن. اسرار ماجد هي اللي قايمه باعمال صانع اللعب في الملعب. هاجر عامر عملت لها كات مونيك ريد، وقفوا عليها، طلعت الكيك اوت لجينا حلمي، اولى الثلاثيات تنجح جينا حلمي في تسجيل اولى الثلاثيات لنادي سبورتنج. ايتالي لوكاس ينقص النادي الاهلي السرعه، السرعه، وادي على طول ياتي الرد، لم ياتي الرد من رنيم جداوي، لما على طول نادي سبورتنج. مونيك ريد تحاول تلحق لكن تخبط في ايديها وبتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. تغيير في ظروف نادي سبورتنج، منار ايهاب تنزل وخرجت مونيك ريد، الروتيشن اللي بيجريه كابتن حورس. 27-24 لوكاس في صدارة مسددي النقاط أو محرزي النقاط. إيتالي لوكاس 10 نقاط حتى هذه اللحظات. لوكاس في آخر ثانيتين لازم تشوط، خلاص زمن ال 24 ثانية انتهى، زمن ال 24 ثانية انتهى، وتقول الكرة وتصبح في حيازة نادي سبورتنج. الجهاز الفني الاهلي عمال من بره يقول العب العب العب، لكن تتعوض يا بنات. جينا حلمي لهاجر عامر، عملت الستيل نور علي طلعت، بتحاول تسيطر عليها لكن تقع وتلمها تاني هاجر، تروح على طول لمنار ايهاب، موقف واحد اتنين على واحد، تسلم لاسرار وتنجح في تسجيل نقطتين وتضيق الفرق على طول الى فرق نقطه. ايتالي لوكاس لسه معاه الكوره، لوكاس اختراقات، لوكاس وصلت، لوكاس نجحت، لوكاس في تسجيل نقطتين وتعويض الفرق. ثلاث نقاط فارق لصالح النادي الاهلي. اسرار ماجد عدت اسرار من الملعب، لسه كرة مع اسرار، طلعت لمنار ايهاب،
بنتريشن منار وسط منار لك ونجحت على طول منار في تسجيل نقطتين وده الفرق الى فرق نقطه 28 29 لصالح النادي الاهلي. رنيم جداوي رنيم للوكاس اوبن شوت هوشت على 3 بوينت لوكاس اون فاير لوكاس ايتالي لوكاس توسع الفرق الى 4 نقاط. رجع الاهلي وضغط من قدامه وثبت 2 ورا عشان ما يتعملش فص بريك، لكن هنا في ايه؟ دبل دريبل على هاجر عامر لاعبه نادي سبورتنج. هاجر عامر ترتكب مخالفه الدبل دريبل وتغيير في صفوف نادي سبورتنج. خرجت اسرار ماجد ونزلت مكانها ريم موسى. اوتسايد اهلاوي لوكاس لرنيم جداوي، رنيم وصلت اخترقت ما نجحتش في التسجيل، لما على طول نادي سبورتن جينا حلمي سلمت لهاجر اللي قطع حلو قوي ونجحت في تسجيل نقطتين لصالح نادي سبورتن. ده الفارق الى نقطتين لصالح النادي الاهلي 32 30 6 دقائق 44 ثانية. فريدة وائل واختراقات فريدة راحت فريدة خبطت في ايد هاجر عامر او نادين ياسر وطلعت اوتسايد على نادي سبورت. 8 ثواني هو زمن المتبقي للهجمه. قطعت نادين سرعاوة حلوه قوي لكن ما بتنجحش في التسجيل. لما على طول ريم موسى اللي طلعت وجريت ووصلت وطلعت الكيك اوت لمنار ايهاب، منار بتهوش لريم موسى تاني على الكيك اوت. ريم تهدى بنتريشن سلمت لنادين ياسر ميديم شوت ما بتنجحش في التسجيل. رنيم جداوي على طول على الديفنسيف ريباوند. رنيم عدت رنيم عايزه تخترق ما تزنيش نفسك لفت وارتكز لسه بقول لها ما تزنيش نفسك اتقطعت منها سلمت على طول ريم موسى وبتجري على الفص بريك 4-2 وقفت ريم شاطت ريم نجحت في تسجيل ريم واول تعادل ليه في احداث الكورتر الثاني. اولى التعادلات لوكاس ايتالي لوكاس خد السكرين خطفت منها هاجر عامر الكرة وطلعت اوتسايد. تغيير في صفوف الاهلي فريدة وائل خرجت تنزل مكانها رضوى محمد رنيم جداوي خرجت نزلت مكانها ندى نافع. اوتسايد اهلاوي و11 ثانية على انتهاء زمن الهجمة. 5 دقائق 45 ثانية على انتهاء احداث الكورتر الثاني. ندى نافع للوكاس اخر الثواني شاطت لوكاس ما تنجحش في التسجيل تلم على طول نادين ياسر والفص بريك يوصل لجينا حلمي. جينا 1-1 سلم لهاجر عامر اللي شاطت لكن اتعمل لها بلوك لكن هنا فين الريباوند؟ طلعت تاني لريم موسى. هنا الريباوند راح لنادي سبورتن. وادي جينا حلمي على 3 بوينت ما بتنجحش في التسجيل تلم نادين ياسر اطعلها جينا حلمي وصلت ونجحت ببنتريشن في تسجيل نقطتين واول تقدم لفريق سبورتن على النادي الاهلي في احداث الكوارتر الثاني. رضوى محمد رضوى سلمت لنور علي طلعت لكن بعيد عليها راحت لجينا حلمي من سبورتن طلع على طول هنا نادي سبورتن بيجري لازم الاهلي يرجع بسرعه. ريم موسى وميديم شوت تنجح في التسجيل على طول كوتش علي هاشم يطلب تايم اوت لايقاف تفوق نادي سبورتن على النادي الاهلي. تايم اوت للنادي الاهلي كوتش علي هاشم نسمع التعليمات نرجع لحضراتكم مرة تانية. انتهى التايم اوت اللي طلبه الكوتش علي هاشم نفس خماسي النادي الاهلي
ايتالي لوكاس، رضوى محمد، ندى نافع، نادين سلعاوي ورضوى محمد لنور علي طلعت. اما خماسي نادي سبورتنج ريم موسى، نادين ياسر، منار ايهاب، هاجر علي وجينا حلمي. اوتسايد اهلاوي، الفرق اتسع الى 4 نقاط لصالح نادي سبورتنج. 4 دقائق 55 ثانية اعزائي المشاهدين على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. رضوى محمد هي اللي هتمسك الملعب اول في مركز بوينت جارد لنادين سلعاوي. نادين لسه معاها الكورة للوكاس، لوكاس على 3 بوينت ما بتنجحش في التسجيل، يلم على طول نادي سبورتنج لريم موسى. لسه ريم معاها الكورة، اخترقت ريم، وصلت ريم ما بتنجحش في التسجيل. رضوى محمد على طول تلم وتسلم نور علي طلع. نور مستنيه اللقطة، سلمت لرضوى محمد، تبدا الهجمه. نادين سلعاوة طلبت السكرين من ندى نافع، زون ديفنس نادي سبورتنج. رضوى لنادين، اوبن شوت على 3 بوينت لكن قصيره، واوت سايد لصالح النادي الاهلي. 5 نقاط سجلتهم نادين في احداث الكوارتر الاول والثاني حتى هذه اللحظات. ضغط النادي الاهلي، هاجر عامر، عدت هاجر من البيس لاين اخترقت، لكن هنا في خطا شخصي على مين؟ على النادي الاهلي. هنشوف دلوقتي على مين، اعتقد هنا على ندى نافع رقم 9، فعلا على ندى نافع. اولى الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي بعد مرور حوالي 6 دقائق في الكوارتر الثاني. هاجر نجحت في تسجيل الرميه الحره الاولى، وادي الرمية الحرة الثانية هاجر لم تنجح في التسجيل، تلم على طول رضوى محمد على الديفنسيف ريباوند، تجري على الفاست بريك وتبدأ هجمتها. استلمت، سلمت لندى نافع وعلى 3 بوينت ندى، وتنجح ندى في تسجيل 3 نقاط تدعي الفرق إلى فرق نقطتين. دفاع قوي من رضوى محمد على ريم موسى ال 1-4 اللي بيستخدمه الكابتن علي هاشم، عايز يوقف انطلاقات ريم موسى. ومسكت الكورة، استلمت، شاطت، نجحت في تسجيل نقطتين، وسعت الفرق الى 4 نقاط مرة تانية. كابتن علي بيقول لها مالكيش دعوة بأي هلب، خليكي لازقة لها أو خليكي معاها. رضوى محمد لندى نافع، لوكاس لكن ريم، دفاع قوي من ريم وتخبط في ايد لوكاس وبتطلع اوتسايد. تغيير في صفوف نادي سبورتنج، جينا حلمي هتخرج وتنزل مكانها أسرار ماجد. ضغطة زي ما حضراتكم شايفين كده، رضوى محمد ضغطة على ريم موسى. أسرار ماجد على طول كوتش حورس نزلها عشان تقدر تساعدها في كات الملعب. وأدي الكات حلوة قوي، لكن هنا في إيه؟ كابتن نانسي قالت إنها خطأ يعني، والناس بيقولوا إنها واقفة، خطأ شخصي على ندى نافع، لكن أنا شايف إنها واقفة يعني، ممكن تبقى مخالفة المشي بالكرة، لكن عامة خلاص قرار الحكم طلع. في كلام كده ومشاورات بين كابتن عمرو زاهد وبين كابتن نانسي، خلاص اوتسايد لصالح نادي سبورتنج وخطا شخصي على ندى نافع. هاجر عامر استلمت مع نور علي طلعت، تلف وترتكس، تروح بشمالها، تعمل بلوك حلو قوي نور علي طلعت، تسلم للوكاس، تجري على الفاست بريك، جريت لوكاس، استغل ناصر العددي لسه من الصراع شويه، وادي لوكاس وميديام لوكاس ما بتنجحش لوكاس، تلم على طول هاجر عامر لريم موسى، ريمو على الفاست بريك، تجري ريم من ورا ظهرها، سلم للقاطع نادين ياسر، لسه الكره محتفظين بيها. اسرار ماجد على 3 بوينت والثلاثات اسرار ما بتنجحش في التسجيل، لما على طول نادين سلعوه ليه؟ رضوى محمد، رضوى خد السكرين، سلم هنا في الميس ماتش، فعلا سلمت ندى نافع، تلف وترتكس، بص حلوه قوي 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 لنادين سلعوه وبتنجح في تسجيل نقطتين، ده الفرق الى نقطتين لصالح نادي سبورتنج. خطا شخصي على رضوى محمد، خطا شخصي على رضوى محمد. تغيير في صفوف الاهلي وسبورتنج، خرجت نادين ياسر من سبورتنج، نزلت مونيك ريد، وخرجت نور علي طلعت، ونزلت رنيم جداوي. نقطتين دي الفارق، واخر 2:27 اعزائي المشاهدين على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. ريم موسى عدت ريم، لسه معاها رضوى، استلمت السكرين لكن معاها رضوى برضه دفاع قوي لمونيك ريد. مونيك اخترقت، مونيك وصلت، نجحت في تسجيل نقطتين. مونيك ريد وسعت الفارق الى 4 نقاط، 41-37،
وكات حلو من نادين سلعوه اللي مستنيه وبتلعب واحد على واحد. اهدي يا نادين، ترايك كده على الباسكت اي حاجه ما بتجيش، يلم على طول نادي سبورتنج. ريم موسى تجري على الفاست بريك، ريم قطعها هاجر لكن ما خدهاش هاجر وما رتهاش صح، على طول تقطع رضوى محمد بشمالها تنجح في تسجيل نقطتين وتدعي الفارق الى 41 سبورتنج 39 الاهلي. هاجر عامر تنجح تعمل الستيل، هنا بقى في ايه؟ هنا في خطا شخصي على هاجر عامر، فعلا في خطا شخصي على الراجل هاجر عامر، لكن دفاع قوي من رضوى محمد لعيبه النادي الاهلي. خرجت نادين سلعوه في تغيير من صفوف النادي الاهلي ونزلت فريده وائل، والكوتش حورس بيطلب تايم اوت بعد تفوق تقدم الاهلي واداء الفارق الى نقطتين لصالح نادي سبورتنج. تايم اوت لنادي سبورتنج، نسمع التعليمات ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. رجعنا الجيم، عايز بقى شويه البريشر على الكوره، ما تجريش بس جنب الكوره وخلاص، فين البريشر؟ طيب في حاجه، الحاجه الثانيه دلوقتي الهجمه دي بس اللي طلبه كابتن حورس مدير فني نادي سبورتنج، داعي الفارق الى نقطتين. ماتش السجال ماتش ممتع، واحده من دربيات كره السله النسائيه في مصر، او انا بسميه الكلاسيكو، كلاسيكو كره السله النسائيه. ثلاث اخطاء شخصيه على كلا الفرقتين. التوب سكورر في النادي الاهلي هو مونيك ريد، والتوب سكورر في نادي سبورتنج هي ريم موسى. لكن نرجع المباراة، رنيم جداوي ليه رادو محمد اللي طلبت سكرين، عدت مستنيه هنا الميس ماتش لفريدة وائل، فريدة ليه رادو محمد على الثري بوينت رضوى، لكن قصيرة بتحاول معاها رنيم، لكن توصل على طول لريم موسى اللي بتسلم لهالة مصطفى اللي لسه نازلة. هالة لأسرار ماجد، ريم موسى بنتريشن من البيز لاين تطلع لكن توصل لمونيك ريد، مونيك قلبت الملعب الناحيه الثانيه لاسرار ماجد، زون ديفنس النادي الاهلي، لا مان تو مان عفوا، مونيك ريد اخر خمس ثواني في ال 24 سنه، دفاع قوي من النادي الاهلي، مونيك تستخدم اللوحه ما بتجيش، رضوى محمد على طول على الديفنسيف ريباوند طلع على طول لفريده وائل، فريده نادى نافع عملت لها السكرين، فريده لرنيم جداوي، رنيم قلبت الملعب ندى نافع، ندى وصلت باصت عملت الستيل، امسكي يا رنيم، رنيم تتخطف من ايديها وتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. اخر اربع ثواني في زمن الهجمه واخر 33 ثانيه في زمن احداث الكوارتر الثاني. فريده وائل تلحق الكوره، لازم تشوط هنا، شوط شوط، وصلت ما نجحتش في التسجيل، على طول منار ايهاب تلم من سبورتنج. ريم موسى لاسرار ماجد تحت الباسكت ليه ايتالي لوكاس اللي طلعت كيك اوت، حاول تلحق منار لحقت فعلا، سلمت لهاله مصطفى، هاله لاسرار ماجد في الثواني الاخيره تنجح في 3 بوينت انها تسجل من البيز لاين، نلعب قبل وتوسع الفارق الى 44. وادي رنيم جداوي شاطت، لكن كانت صافره انتهاء احداث الكوارتر الثاني اسرع. انتهت احداث الفتره الثانيه بتقدم نادي سبورتنج 44-39. اعزائي المشاهدين، استراحه ما بين احداث الفتره الثانيه والثالثه او الكوارتر الثاني والثالث. الزميل العزيز هيثم السعيد وضيوفه الكرام، اليكم الميكروفون. شكرا معلقنا الكابتن احمد مناع. اذا انتهت احداث الفتره الاولى والثانيه بتقدم نادي سبورتنج 44-39 في مباراه تبادل الفرقين التقدم
خلالها. يمكن الشوط الاول او الفتره الاولى انتهت بتقدم النادي الاهلي 24-19، ولكن الفتره الثانيه شهدت تفوق سبورتنج، وانتهت احداث الفتره الثانيه 44-39. ارجع لضيوفي في الاستوديو عشان نعرف طبعا راي حضرتك كابتن سلعاوي، وابتدي بحضرتك راي حضرتك عن الفتره الاولى والثانيه فنيا بالنسبه للفريق. بالنسبه للفتره الاولى، الفريقين بداوا بالتشكيل الاساسي بالنسبه للفريق الاهلي وبالنسبه لفريق سبورتنج. يعني ما ينقصنا كان في الشوط الاولاني هو طلوع الكره كان بطيء جدا، ما كانش في فاست بريك او طلوع الكره بسرعه، وما كانش في عمليه تحجيز بعد الشوط. الشوط الاولاني كان افضلنا لوكاس واسرا من سبورتنج. الشوط الثاني الاعتماد على لوكاس بدرجه كبيره انقص الاهلي جماعيه الاداء، بدليل ان سبورتنج لو بصينا معظم السكور اللي هو حاطه متوزع على الفرقه او التشكيل اللي لعب بيه. الشوط الثاني كان برضو نجوم المباراه او نجوم الشوط ده كانت رضوى صانع الالعاب. بس يا كابتن معلش انا عايز اقف على الكوره دي بعد اذن حضرتك وبعدها لي. كذا مره تكررت هذه اللعبه انه يحصل فاست بريك سريع 1-0 من سبورتنج، بيبقى مفيش تقطيع دفاعي، رجوع السيفتي بتاعنا بطيء جدا. السيفتي يعني لو يعني بص يا كابتن مثلا كره زي دي مش ممكن يعني دربلايه. بص يعني هبعدها لحضراتكم، احنا دخلنا اتلمت. بص يا كابتن ريم موسى راح بدربلايه واحده، بص يعني لا اللي قبليها يا جماعه راح اهو هي دي بص راح بدربلايه واحده، بص دربلايه واحده، بص يا كابتن 1-0. طب ازاي الاثنين اللي واقفين في نص الملعب مش شايفين ان في حد ورا؟ الرجوع كان بطيء جدا، الرجوع كان بطيء جدا، وده سبب من الاسباب اللي هي زي الصوره اللي موجوده قدامنا ان احنا رجوعنا بطيء او الملعب بطيء. يعني وجود جنة الالفي ومع لوكاس مع يا رنيم الجداوي، الملعب بطيء، الملعب تقيل، هم اسرع، هم بيجروا فاست بريك، شايفين بعض كويس عننا النهارده بصراحه. فرقه سبورتنج شايفه اللعيبه شايفه بعض كويس، في جمعيه في الاداء بالنسبه ليهم. صحيح. طب كابتن سيد يعني راي حضرتك برضه، هل تتفق مع كابتن السلعاوي ان كان في سرعه شويه في اداء سبورتنج والنادي الاهلي كان نوعا ما تقيل شويه في الرجوع؟ بص هو اللي اتكلمنا فيه في الاول الديفنس اللي هيفرق مع في اللعب. النادي الاهلي كان بيدافع بصوره جيده الشوط الاولاني، وكان حدد من خطوره لعيبه سبورتنج وكان بيجري، عشان بيدافع كويس يبقى هتجري كويس. الكوارتر الثاني نادي سبورتنج بقى يدافع كويس وبيجري احسن. صح. واللي سهل ماموريه نادي سبورتنج ان هو يدافع كويس ان احنا بنلعب لعب فردي. في كل واحده عايزه تاخد الكوره في حاجه بتعملها، الفريقه ما بتتحركش، ما فيش الجماعيه دي اللي بتخلق سبيسنج وبتخلق فرص للعيبه انها تلعب. صحيح. فكان بيسهل الامور في دفاعات سبورتنج ان هم يدافعوا علينا جيد، اللعيبه بتخش بتلاقي عليها دبل تيمنج ما بتشوفش حد جاي لها عشان تعمل تباص الاسيست بتاعها، او الاسيست بيبقى مقطوع فبترد علينا فاست بريك. احنا بدانا ديفنسيفلي احسن شويه عشان كده رحنا 5 بونت. الشوط الثاني سبورتنج ديفنسيفلي احسن بكتير مننا علشان كده هو اتعوض وطلع علينا 5 بونت وجري علينا. صحيح يا كابتن. طب كابتن داليا عايز تفسير حضرتك، يمكن الشوط الاول انتهى 19-24 او 24 النادي الاهلي 19 لسبورتنج، يعني احنا حطينا في الكوارتر ده 24 نقطه ودخل فينا 19. الشوط الثاني منفردا او الفتره الثانيه منفردا نادي سبورتنج حط 25 نقطه في الوقت اللي هو كان حاطط في الاول 19، واحنا حطينا بس 15 نقطه في الشوط الثاني بالرغم ان احنا في الشوط الاول حطينا 24 نقطه، يعني بانخفاض 8 نقاط في الشوط الثاني. تفسير حضرتك لده؟ هو طبعا انا شايفه ان الشوط الاولاني كان معتمد على لوكس 100%. البنت الميديم شوت بتاعها 100% 100% شاطت 1 3 بوينت ما جابتهاش، والميديم شوت بتاعها كله جابته. هو الشوت بتاعت مسافات قصيره كانت مميزه فيه. بالظبط، هي بتعدي المان بتاعها تدخل في الجزء الزون تقوم شايطه تقوم جايبه بمنتهى الاريحيه. وانا مش قادره افهم سبورتنج يعني غفل عنها شويه الاولانيين وكده، وده يفسر شويه هل هي كانت خطه من عندنا ان احنا نطلع بالملعب ببطء عشان لوكس هي اللي تخلص تعدي وتخلص في الاخر، ولا كان ايه؟ لان احنا كانت بيفوتاتنا هي اللي بتطلع بالملعب. لا انا اختلف، يعني ما كانش مفهوم وليد اللعبه ما كانش مفهوم خلاص. كانت رنيم وجانا الالفي في الاول هم اللي كانوا بيباصوا لبعض عشان يطلعوا بالملعب، هم اللي كانوا بيطلعوا بالملعب. بالظبط، فمش مفهوم خالص هي لوكس كانت فين يعني. نشوفها يعني عمرها ما حصلت يعني. انت كنت فين؟ فما اعرفش هل عشان تلعب لعبتها اللي هي مميزه فيها مش مفهوم. اللعب الفردي كان واضح بشكل رهيب من عندنا،
فعلا زي ما كابتن سيد قال، كان كل حد شاطر في حاجه بنتيح له الفرصه ان هو يعملها، فيما عدا اللعبتين اللي حصلوا ما بين لوكس ونادين. الكات اللي كانت بتعملها نادين وكانت بتعملها برده اعتماد فردي، كانت بتطلع نفسها بطريقه ما وتقوم عامله كات واخده من لوكس وداخله على الباسكت. احنا طلعنا على سبورتنج، لا هو سبورتنج بيلعب ماتش حلو قوي من الاول. غياب هاجر في الاول لما اتصابت في الاول انا تخيلت ان احنا هنستغل الفرصه بصراحه، نطلع فاست بريك كتير، ننتهز فرصه ان مفيش هاجر مش موجوده تحت الباسكت. بس حاجه يعني حاجه كنت حاسه ان احنا المفروض نستغلها نطلع شويه. الدروب اللي حصل وخلانا احنا نكسب في الشوط الاولاني ونطلع 24-19 ان سبورتنج كان وحش في الشوت، يعني هما كانوا بيعتمد توفق في التصوير خالص. كان بيشوط من احنا مقفلين، سواء اهلي او سبورتنج كان مقفل تحت الباسكت كويس قوي. سبورتنج بيلعب بره واحنا بنلعب على لوكس بره، فهم ما كانوش موفقين في 3 بوينت نهائيا، وبالتالي الدنيا وقعت منهم فعرفنا ليه. ده يمكن تفسير حضرتك لتفاوت وتباين الارقام بين الفتره الاولى والثانيه. يمكن كابتن ريمر راي حضرتك يعني التفاوت ده كان ليه دفاعيا وهجوميا؟ هو نفس كلام كابتن سلعه وكابتن سيد وكابتن داليا، ان الاهلي اداؤه عايز يبقى اسرع شويه ويجري على الفاست بريك اكتر. يعني بص يا كابتن، كل الحالات اللي احنا جايبها مع الساده المشاهدين كلها لعب سريع يا كابتن سيد، كلها لعب سريع يا كابتن ريم. يعني بصي كل ده جاي من موف، يعني دي يمكن 5 على 5، ولكن اللي كان قبليها واللي قبليها واللي قبليها تحس ان في سرعه في اداء سبورتنج، احنا عندنا شويه بطء حتى 5 على 5. يعني رايي كده كابتن ريم برضه؟ ايوه تمام. واللعب فعلا كان على لوكاس في الشوط الاولاني اكتر، لازم يبقى فيه لعب جماعي ونفتح الملعب ونمشي الكره اسرع ونشوف الثغرات فين عشان نحرك الديفنس وننزل، نحاول ننزل تحت على قد ما نقدر. يعني انت متفقه معانا برضه ومع ضيوفنا ان النهارده الكباتن كلهم بيقولوا ان احنا محتاجين لعب جماعي اكتر وناحيه الدفاعيه يمكن محتاجين اكتر. كابتن سيد شايف حضرتك في الحاجه اللي اثرت معانا كتير قوي الشوط الثاني، لو تفتكر احنا قبل ما نتكلم بنقول احنا جايبين صناع العاب هم اللي بيمسكوا الكوره وهم اللي بيخلصوا. الشوط الثاني ابتدى حط لوكاس في بوزيشن 2 وبقى رادو محمد في بوزيشن 1، فما بقتش الكوره توصل لوسا للوكاس، ما بقتش معاها بالظبط كده اهوت. فهي كانت بتعمل كرييشن خلق فرص لنفسها، دلوقتي هي مش عارفه تتحرك عشان تاخد الكره عشان تخلق لنفسها. فده اللي كنا بنتكلم فيه، كل ما الكره مع اللعيب المحترف هو بيعرف يخلص نفسه، ده مع الجنب مش عارف ياخد الكره. يعني افهم من حضرتك ان الدفع بلوكاس في مركز واحد اصبح ضروره في الشوط. انا في رايي كده، وخصوصا ما هيبقى جنبها نادين وهيبقى جنبها فريق مع الاحترام الشديد لفريق لرضوى محمد، لكن لوكاس لازم تستلم الكره الاولانيه. يمكن عشان كابتن علي هاشم كان هدفه اراحه لوكاس شويه، يمكن المجهود المبذول عشان عايز اكتر. انا موافق، انا لا احنا بنتكلم ليه اللي حصل التراجع ده. فاكيد هو يتدارك الموضوع دوت ان بدل انت معتمد ان لوكاس اللي بتخلص لك معظم الكور لازم الكره تبقى معاه. خلي بالك كابتن برضو الساده المشاهدين، الفرقتين نزلوا تاني اللي هو الاحماء، فتره الاحماء ما بين الفتره الثانيه هي بس، وبتهيألي خلاص برضو لحظات وتطور. هي بس المشكله ان لازم في اداء يعني لعب جماعي اكتر من كده. احنا نمتلك قدرات مواهب لعيبه كويسه قوي قوي، لازم كلها تستغل. بس يا كابتن عندي برضو سؤال، يعني ريت حضرتك تجاوبني عليه برضو. انا مش شايف سبورتنج عامل بريشر علينا، يعني سبورتنج بيلعب باريحيه كامله، يعني مفيش ضغط دفاعي علينا. انا شايف ان احنا بنوصل عادي بس تحت الحلقه وتحت السيت بوينت. هو دلوقتي هو بيلعب على مفاتيحك انت النهارده، هو مقفل لك تحت الباسكت كويس، وكور ما حد بيخش ما بيعملش كيك اوت عشان حد يشوط، بيخش بيحاول يعمل الباصه المزنوقه دي مع الكولابسنج او الزحمه اللي تحت الباسكت بتتقطع، لكن مش شايفين الناس اللي بره نعمل كيك اوت على نادين تشوط ثلاثه وفريده وقت تشوط، فريده جت لها كوره شطتها، نادين جت لها كوره شطتها، لكن لازم ده باسلوب لعب بنلم ونعمل كيك اوت. كمان انا شايف ان التفوق بالنسبه لسبورتنج عن طريق لم الكوره، اعتقد ان نسبه كبيره جدا في صالحهم هم مش في صالحنا احنا. صحيح. لا يعني احنا عندنا الطوال ولا بيلم ولا بيعطل الكوره ان تيجي فاست بريك عليا، فهو بيلم وبمنتهى الرياحيه بتعمل دوان دريبلاي بيبقى 2 على 1 زي ما انت قلت، وجبت الصوره وقررت اكتر من مره. فلازم لازم نرجع اسرع، او الطويل يعطل او يوقف الطويل يوقف او يعطل الكره الاولانيه، اول باص يعطله اقرب واحد ليها والباقي يرجع على الزون على البيت. بس سريعا سريعا عشان احنا خلاص لحظات ونروح ارض الملعب، توقعات حضرتك للتالت والرابع؟ اعتقد ان احنا الثالث والرابع هنبدا نلعب جماعي وهنكسب ان شاء الله. كابتن سيد راي حضرتك الجماعي يفضل متعلق للاخر؟
ما فيش قادر تتوقع. لا لا. انا برضو اذا حضرتك يعني اتمنى المكسب طبعا. طبعا طبعا نتمنى بس الماتش هيبقى كلوز جيم فهنبقى بس المهم ان ما فيش يعني هي المشكله هل لوكاس هتستمر. بص اهم فتره الثالثه لو احنا مشينا كويس ممكن ناخد الجيف. واعتقد ان لوكاس مش هتقدر تستمر على لا وهم بيبدلوا منات. طب راي حضرتك يعني هم على لوكاس بدلوا. احنا خدنا بالنا ان كابتن حرس بيطلع ويدخل كتير جدا جدا. اعتقد ان هو ضاغط على لوكاس ولما بتتعب بيبدل. هو مذاكر عامل مذاكرها يعني مذاكر فرق. توقعات حضرتك يا كابتن دالي؟ والله لا مش مضمون اي حاجه. بس لو فضلنا بشكل اللعب الفردي الشاطر فين بس ان شاء الله. لا ان شاء الله هيبقى احسن. كابتن ريم انت راي حضرتك ايه او توقعاتك؟ ان شاء الله الشوط الثالث يعني ان شاء الله الاهلي يكون احسن ويلعب على الثغرات اللي هي الفاست بريك وان الديفنس يكون احسن من كده وان شاء الله هيبان بقى ويخلص في الشوط الرابع ان شاء الله. وطبعا اكيد حضرتك متفقين معايا انه غياب ثريا يعني لو اتكلمنا احنا ان في 25 ان احنا جايبين مثلا 39 بونت بتهيألي ثريا كانت ممكن تبقى اد فاليو. انا حاسه ان وجود ثريا اثر في سرعه الملعب يعني في نقل الملعب. طبعا لان هي اللي كانت بتنقل الملعب. لو اي حد بطيء معايا كانت بتفوت. فاعتقد ده اللي موقف الدنيا شويه. ان شاء الله الباقي يسد ان شاء الله وتبقى الامور جيده. بس خلينا برضو نقول على حته مهمه جدا جدا كان باين في الشوط الاول والثاني كمان يا كابتن وهو لجوء النادي الاهلي في وقت من الفترات انه يلعب انسايد جيم في وقت الملعب مقفول. كنا محتاجين شوطين ثلاثه يفتحوا يعني كنا محتاجين شوط هو ده اللي بقول لك عليه. لازم زي ما كان سيد انت لازم النهارده تلم الديفنس عليك جوه وتعرف فين زميلك عشان تطلع له الكيك اوت على شوطه. دي اللي نقصانه يعني احنا لينا حاجات كتير. الروتيشن بتاع اللعيبه اللي بره ما الكوره تنزل انسايد مهم جدا عشان اللعيب يعرف يطلعها فين. فهم مش شايفين بعض ان تطلع له الكوره لكن انت مش هتاخد الكوره من اول لعبه هتشوت لان معاك الديفنس. لازم الديفنس ينزل عشان يساعد وبعد كده تطلع لك كيك اوت. دي اللي مش شكلها صحيح. يمكن كانت باينه كتير وكان يعني رنيم يمكن وهي بتلعب تحس انها بتلعب براحه يعني بتحس ان في واحد رنيم متقفل عليها كويس جدا عشان يجيلها الهلبات. ما انت عارف اكتر مننا ان الناس ما بتلعب انسايد لازم يجيلي هيلب. لازم اعرف زميلي التاني فين عشان اطلع له كيك اوت عشان وانا ابقى جاهز للشوط بالظبط ولازم اجيب لان لو ما جبتش هيبقى في مشكله. انا كده بزود الضغط على زميلي تحت الحلقه. بس على الاقل تلعب صح. على الاقل انك انت بالظبط كده انت بتلعب الاكسترا باس اللي هي بتطلع لك ديت او الكيك اوت ديت عشان تشوت. هو هيفضل مريح ان احنا بنلعب انسايد فهو هيفضل ضاغط تحت واحنا صحيح. مش بنخلص فوق. طب انا شايف خلاص لحظات يعني بتهيالي كده نروح على ارض الملعب. نروح لمعلقنا الكابتن احمد مناع من ارض ملعب او مجمع الدكتور حسن مصطفى لنقل احداث الفتره الثالثه والرابعه كاس السوبر المصري كره السله سيدات الاهلي وسبورتنج الثالث والرابع الى هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والساده مشاهدي ومحبي ومتابعي كره السله في كل مكان معلقكم الرياضي احمد مناع يحييكم من صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر ومن قناة الأهلي بمدينة الإنتاج الإعلامي. شكرا للسادة الضيوف. شكرا للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد. للي ما كانش متابعنا انتهت أحداث الكوارتر الثاني بنتيجة بتقدم سبورتين 44-39 لصالحه. توب سكورر هنا أو أعلى النقاط هنا في النادي الأهلي هي إيتالي لوكاس. تأتي بعديها نادين سلعوة. إيطالي لوكاس ب 15 نقطة، نادين سلعوة بالسبع نقاط، أما نادي سبورتن أعلى النقاط أسرار ماجد ب 10 نقاط، تأتي وراها ريم موسى بثمان نقاط. نبدأ على بركة الله أحداث الفترة الثالثة أو الكوارتر الثالث. تشكيل نادي سبورتن أو الخماسي والستارتن لاين أب ريم موسى أسرار ماجد نادين ياسر هاجر عامر ومنار إيهاب. أما الستارت لاين أب للنادي الأهلي إيطالي لوكاس نادين سلعاوة رضوى محمد نور علي طلعت ورنيم جداوي. الحيازة التبادلية أهلاوية في بداية أحداث الكوارتر الثالث. نبدأ على بركة الله والحيازة أهلاوية. رضوى محمد من نادي الأهلي هي اللي هتمسك الملعب دلوقتي مع لوكاس. نور علي طلعت وأولى الاختراقات لكن لم تنجح في التسجيل. تخبط في إيد مين؟ تخبط في إيد رنيم جداوي وبتطلع أوتسايد لصالح نادي سبورتين. اوتسايد للسبورتين. اسرار ماجد في قياده الملعب. ريم موسى
لهاجر عامر اللي بتطلع كيك اوت لمنار ايهاب لهاجر عامر مره ثانيه. هاجر واختراقات هاجر قلبت الملعب الناحيه الثانيه لاسرار ماجد على 3 بوينت وتفتتح معاها اولى الثلاثيات لصالح نادي سبورتنج. 3 نقاط توسع الفارق الى 8 نقاط فرق لصالح نادي سبورتنج. وادي البيك اند رول وتنتهي عند رانيم جداوي اللي بتحاول على الباسكت ما بتجيش تلم على طول لريم موسى تجري بالباص بريك لمنار ايهاب قطعه سهله خالص نادين ياسر لكن ما بتجيبش وتلم هاجر عامر في منتهى يعني اقول ايه بس دفاعات النادي الاهلي في مشكله النهارده. في مشكله في دفاعات النادي الاهلي لان على السكند شوت على طول لمت هاجر عامر وقدرت انها تاخد خطا شخصي على نور علي طلعت اللي في جعبتها 3 اخطاء شخصيه وتنجح هاجر عامر في تسجيل اولى الرميات الحره. وادي الرميه الحره الثانيه على التنفيذ هاجر عامر تنجح ايضا في التسجيل توسع الفارق الى 10 نقاط لصالح نادي سبورتنج. رضوى محمد عدت سلمت لي نادين سلعوه اكبر فارق حتى هذه اللحظات في احداث المباراه. هل ينجح الاهلي؟ ان شاء الله ينجح الاهلي لكن عملت ستيل ريم موسى والفاست بريك 3 على 1 لمنار ايهاب اللي طلعت ريم موسى لكن طلعت في الاوت اوت سايد اهلاوي لصالح بناتنا ملكات الباسكت في النادي الاهلي. ضغط نادي سبورتنج من بدايه احداث الفتره الثالثه او الكوارتر الثالث. لوكاس يتلي لوكاس خلاص هي اللي هتقوم بالملعب دلوقتي وهي اللي هتلعب مركز صانع اللعب هي اللي هتقود الملعب. عدت مع اسرار ماجد عدت لوكاس لوكاس لسه معاه الكوره وصلت لوكاس لكن ما بتنجحش. رنيم جداوي بتلف وتباص النور علي طلعت اللي بتطلع كيك اوت لنادين سلعوه. نادين في الثواني الاخيره من زمن الهجمه سلمت نور علي طلعت اسيست حلوه قوي وتنجح نور في تسجيل نقطتين وتضيق الفارق الى 8 نقاط. ضغط النادي الاهلي من اول الملعب. شوط المدربين هو الكوارتر الثالث. اسرار ماجد ودفاع قوام النادي الاهلي سلم لهاجر عامر عدت هاجر طلعت الكيك اوت لمنار ايهاب. منار لاسرار ماجد مره ثانيه لسه اسرار معاه الكوره سلمت لهاجر عامر لكن باص اي حاجه وبتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. تغيير في صفوف الاهلي هتنزل حبيبه محمد وايتها لوكاس هتطلع. هتقول لي لوكاس ايه يا عم اللي تطلع؟ اقول لك تريح شويه لعبه ال 20 دقيقه الاولانيه تاخد نفسها وتنزل فريش مره ثانيه. رضوى محمد مونيك ريد برضو على الناحيه الثانيه محترفه نادي سبورتنج مش موجوده في الملعب قطعت عملت الستيل اسرار ماجد طلعت لريم موسى لهاجر عامر بشمالها ما بتنجحش في التسجيل. فين الدفاعات الاهلاويه والريباوند قطعت على طول نادين سلعوه وعملت معاها خطا شخصي ريم موسى رقم 1. ريم موسى خطا شخصي على نادي سبورتنج. هقول لكم الخطا الشخصي الكام على ريم موسى ده الخطا الشخصي الاول. 8 نقاط ريم موسى حتى هذه اللحظات في احداث الكوارتر لغايه الكوارتر الثالث. حبيب محمد لرضوى محمد حبيبة حاتم عفوا رضوى لحبيبة حاتم رنيم جداوي السكرين الناحية الثانية بتعمل لنادين سلعوه وسكرين ثاني لنادين سلعوه. نادين قلبت الملعب الناحية الثانية نور علي طلعت اللي هوشت بنتريشن طلعت الكيك اوت لكن في الاوت سايد تطلع وتروح لصالح نادي سبورتنج. 49-41 لصالح نادي سبورتنج. 7 دقائق 20 ثانية عزيزي المشاهد على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. منار ايهاب اختراقات منار لكن هنا مين اللي غطى على نادين اللي فاضيه خالص وبتستلم وبتنجح في تسجيل نقطتين. نادين سلعوه لازم نهدى شويه ونشوف لعبتنا ايه اللي هنعملها. تضع الكره لكن تسيطر عليها رضوى محمد بتباص كده اي حاجه وبتطلع اوت سايد لصالح النادي نادي سبورتنج. تغيير في صفوف الاهلي هل علي رقم 1 بدلا من رضوى محمد؟ هل علي اولى سنه اول سنه درجه اولى صعد من ناشئين تحت 18 سنه عدت ريم موسى سلمت لمنار ايهاب. منار استلمت السكرين والبيك اند رول لكن هاجر عامر فاضي على اوبن شوت على 3 بوينت وتنجح في تسجيل 3 نقاط. تايم اوت على طول يطلبه الكابتن علي هاشم علشان يوقف تفوق نادي سبورتنج. نسمع التايم اوت ونرجع لحضراتكم مره ثانيه.
ارجع على 32 اكمل الترابات اكمل الترابات في الاخر هنا اهو اعمل فلاش نبص على فلاش في يا جماعه في ايه ولا حاجه بس انت كفو شويه ريباوند يا رجاله احنا وحش ما بنجريش وهما بيجروا علينا بص على البوتيك هناك وهرجع على 32 انتهى التايم اوت اللي طلبه الكابتن علي هاشم خماسي الاهلي هلع علي حبيبي حاتم رنيم جداوي نور علي طلعت نادي السلعوه اما خماسي نادي سبورتنج منار ايهاب هاجر عامر نادين ياسر ريم موسى واسرار ماجد اوتسايد اهلاوي او الكره اهلاويه هلع علي عدت بالملعب بسرعتها لسه الكره معاه وطلبت حبيبي حاتم استلبت حبيبه اطعلها وسلمت على طول ليه رنيم جداوي اللي مستنيه الهاند اوف مع سلعاوي ليه حبيبه حاتم اللي اخترقت وسلمت نور علي طلعت باختراقات نور لكن هنا اوفنسيف فاول على نور علي طلعت خطا مهاجم او اوفنسيف فاول على نور علي طلعت لعيبه النادي الاهلي 6 دقائق 25 ثانيه 54 سبورتن 41 الاهلي ضغط النادي الاهلي من اول الملعب ريم موسى لنادين ياسر بصات سريعه من نادي سبورتن لريم موسى تاني زون ديفنس النادي الاهلي سلمت على طول لنادين ياسر منار ايهاب بصات سريعه تنتهي عند اسرار ماجد اللي شاطت ونجحت في تسجيل الثلاثيه لاسرار ماجد هاجر علي تخبط الكره في ايد اسرار ماجد من سبورتن وتطلع اوت سايد لصالح نادي الاهلي ايتالي لوكاس على التغيير القادم هاجر علي او هلا علي عفوا سلمت لحبيبه حاتم بنتريشن حبيبه سلمت لنادين سلعوه على كيك اوت و 3.2 وتنجح نادين في الرد سريعا على نادي سبورتنج نادين ياسر قطع لوحدها لسه الاهلي مازال في بازل كده ناقصه في الدفاعات في بازل ناقصه كده في دفاعات النادي الاهلي هلا علي اخترقت هاله وصلت لكن اتعمل لها بلوك وحاولت معاها رنيم جداوي لسه الكوره حايره ما بين هاله وما بين هاجر والجامبول والحيازه لنادي سبورتنج ايتالي لوكاس هتنزل وخرجت حبيبه حاتم من النادي الاهلي جينا حلمي مكان نادين ياسر وهاله مصطفى مكان منار ايهاب ده تغيير ايضا في نادي سبورت اوتسايد لسبورتن جينا حلمي سلمت لاسرار ماجد واحده من اهم مفاتيح لعب نادي سبورتن هلا مصطفى لاسرار تاني اوبن شوت ازاي متسابه كده تشوط والكره اتلمت لكن تروح على طول لصالح نادي الاهلي اوتسايد اهلاوي ونقاش مع الكابتن عمرو زاهد من الكابتن حورس وتحذير في حاله الاعتراض بتكنيكال فاول 59 43 لصالح نادي سبورتن 5 دقائق 12 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر التالت ايتالي لوكاس لوكاس عدت وخطا شخصي على جينا حلمي رقم 11 خطا شخصي على جينا حازم حلمي الخطأ الشخصي الثالث توتال أخطاء على الفريقين 2 هنا و2 هنا رنيم جداوي تحت الباسكت والباك لاب ما بتنجحش في التسجيل تلم على طول ريم موسى والفاست بريك الأهلي في ارتداداته مش سريع لكن سبورتن في ارتداداته أسرع من الأهلي باسكت على طول لنادي سبورتن خطأ شخصي على أسرار ماجد وسع الفارق إلى 61-43 أسرار ماجد اللي ارتكبت الخطأ هي أعلى سكور في نادي سبورتن ب 18 نقطة وأول الأخطاء الشخصية على أسرار ماجد. أوتسايد أهلاوي
نادي السلعوة خد السكرين عدت عايزة تشوط لكن سلمت لهالة. هالة لوكاس لسه لوكاس عايزة تخترق فعلا اخترقت لكن هنا بترتكب معاها ريم موسى خطأ شخصي كمان عشان يبقى التوتال أخطاء شخصية على نادي سبورتن الرابع والخطأ الشخصي الثاني على ريم موسى. أوتسايد للنادي الأهلي نادي السلعوة قطعت سلمتها لوكاس سيطرت عليها نادين لكن تخطف على طول جينا حلمي تجرب فاست بريك مع ريم موسى ريم واخترقات ريم الباك لاب لكن هنا خطأ شخصي ترتكبه هالة علي لاعبة النادي الأهلي على ريم موسى ورميتين حرتين لصالح نادي سبورتنج. ريم موسى على تنفيذ الرمية الحرة الأولى تنجح في التسجيل. تسعتاشر نقطة فارق لصالح سبورتنج. أربع دقايق 27 ثانية وريم موسى على تنفيذ الرمية الحرة الثانية مونيك ريد من سبورتنج بدلا من هاجر عامر. الواضح إنها لسه متأثرة بإصابتها. هالة علي لسه الكرة مع هالة ما زالت الكرة مع هالة وتراي على الباسكت كده ما بتنجحش في التسجيل لكن على طول السكند شوت تاخدها رنيم جداوي وتنجح في تسجيل نقطتين وخطأ شخصي اعتقد هنا على فعلا على اصرار ماجد ورمية حرة اضافية. الدفاعات القوية تأتي بالفوز على طول. رنيم جداوي والاند وان او الوان مور. فريدة وائل على التغيير حالا لكن ما بتنجحش في التسجيل. رنيم جداوي تلم مونيك ريد مونيك تلعب واحد على واحد تسلم لاسرار ماجد اسرار والبنتريشن لهلا مصطفى على الكيك اوت هالة اخترقت وصلت نجحت في تسجيل نقطتين لنادي سبورتنج. ايطالي لوكاس لوكاس اللي وقفت هوشت على الثري بوينت وتنجح في تسجيل ثلاث نقاط تضيع الفارق. هنا لازم الاهلي يضغط كويس جدا خطفت رنيم جداوي وعملت الستيل دفاعات النادي الاهلي ماشيه كويس. هلا علي لسه الخبره مش موجوده رنيم جداوي تلم على السكند شوت لكن ما بتجيش. هلا المره الثانيه بتلم دفاعات قويه لكن تستلم وتنتهي عند ايتال مونيك ريد وخطا فني على الكابتن علي هاشم تكنيكال فاول على الكابتن علي هاشم كوتش النادي الاهلي برميه وحيازه وتغيير في صفوف نادي الاهلي. هالة علي هي اللي هتخرج وهتنزل مكانها فريده وائل. مونيك ريد على تنفيذ التكنيكال فاول او الرميه والحيازه تنجح في تسجيل الرميه وحيازه لنادي سبورتنج. 48 66 3 دقائق 35 ثانية النتيجة لصالح نادي سبورتنج. ريم موسى ريم موسى أنا بقول إنها مان أوف ذا ماتش النهاردة في نادي سبورتنج. ريم قطعت عملت حلوة أوي الستيل رنيم جداوي رنيم وهجمة وصلت نجحت في تسجيل نقطتين واحدة من نجوم اللقاء ونجوم منتخب مصر في هذه اللحظات. ما زال الارتداد عند النادي الأهلي لسه في سنة بطء نجحت على طول. هلا مصطفى فص بريك سريع في تسجيل نقطتين يوسع الفرق الى 18 نقطه. نور علي طلعت تلف سيمي هوك تخترق لكن مونيك ريد تعترضها بخطا شخصي وخطا على مونيك ريد لاعبه رقم 23 ورميتين حرتين لنور علي طلعت. نور علي طلعت على تنفيذ الرمية الحرة الأولى ما بتنجحش في التسجيل. مونيك ريد خطأين شخصيين ست نقاط في أحداث هذه المباراة. تنجح في تسجيل الرمية الحرة الثانية وهنا تغيير خرجت ريم موسى نزلت منار إيهاب أوتسايد لنادي سبورتن. منار هتستلم وتسلم لأسرار ماجد هي إيه اللي هتمسك الملعب تعويضا عن ريم موسى. اسرار ماجد لهلا مصطفى من نادي سبورتنج. مونيك ريد مونيك لجينا حازم او جينا حلمي اللي وقفت واخترقت وصلت تخبط الكره فيها
لكن كابتن نانسي قالت الكرة على النادي الاهلي. اوتسايد لسبورتنج 9 ثواني على انتهاء زمن الهجمة ودقيقتين 48 ثانية على انتهاء زمن احداث الكوارتر الثالث. 51 الاهلي 68 سبورتنج. اوتسايد لسبورتنج. جينا حازم سلمت لمونيك ريد تحت الباسكت، واحد على واحد كيك اوت لاسرار ماجد اللي شاطت، لكن اير بول على طول تلم نور علي طلعت، تطلع هي بالفاست بريك وتبدا الهجمه نور، وهنا خطا شخصي تعترضها جينا حازم بخطا شخصي ورميتين حرتين. ده خطا شخصي على هاله مصطفى اوتسايد، لا رميتين حرتين صح كده، خمس اخطاء شخصيه على نادي سبورتنج وثلاث اخطاء شخصيه على النادي الاهلي. رميتين ليه نور علي طلعت اللي نجحت في تنفيذ ونجاح الرميه الحره الاولى. دقيقتين 35 ثانيه والرميه الحره الثانيه نجحت ايضا في التسجيل. روح الكره لاسرار ماجد، لازم الاهلي يضغط، لازم يسيطر على المباراه دفاعيا وهجوميا وعلى السلتين وعلى الريباوند حتى استطيع تضييق الفارق. جينا حازم من نادي سبورتنج، مونيك ريد اللي ماسكاها، شاطت مونيك لكن ما بتنجحش في التسجيل، ثم على طول لوكاس لازم هنا السرعه، السرعه والفاست بريك، لكن هنا لسه في البطء. وادي الهجمه على طول بثري بوينت من نادين ياسر او من نادين سلعوه ما بتجيش، وفاست بريك لنادي سبورتنج ما بتنجحش. منار ايهاب في التسجيل على طول تسلم لوكاس لنور علي طلعت، نور وصلت، نور نجحت، نور بمنتريشن حلو. لازم نرجع هنا بسرعه، الرجوع هنا يعني يا جماعه اتنين على واحده ازاي؟ نرجع للست بلاي او رجع للست بلاي نادي سبورتنج، خمسه على خمسه مونيك ريد، مونيك ماسكاها رنيم جداوي، طلبت السكرين، عدت مونيك، لسه مونيك معاها الكوره، وصلت بالانفتريشن اتقطعت منها الكوره. ايه اللي عملته لوكاس ده؟ هي اقتنعت، افتكرت ان خلاص الثواني الاخيره، هي حتى بتعتذر بترفع ايديها، يعني هي اعتقدت ان فاضل ثانيتين، يعني احنا عشان بنذيع من الملعب فشايفين القصه كويس، هي افتكرت ان فاضل ثانيتين او ثانيه فعشان كده شاطت الكره دي، لكن تتعوض. 55 68 لصالح نادي سبورت. لسه ضغط النادي الاهلي، اسرار ماجد لمنار ايهاب، منار لا الطريق فاضي، طلعت الكيك اوت لمونيك، مونيك لجينا حازم لاسرار اللي شاطت على الثري بوينت تنجح في تسجيل ثلاث نقاط لصالح نادي سبورت. ثلاث نقاط لنادي سبورتنج. فريده وائل، لكن كده يعني الكوره تخبط في ايد رنيم جداوي وبتطلع اوت سايد لصالح نادي سبورتنج. دقيقه وثانيتين على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. 55 71 مان تو مان، بيطلب الكابتن علي من لاعباته وتحذير من كابتن نانسي لرنيم جداوي بعدم الاعتراض. مونيك ريد من سبورتنج لسه الكره معاها، مونيك لهلا مصطفى اللي لقت نفسها فاضيه بتهوش تحاول توصل تخطف الكره كده على طول لوكاس، فاست بريك 4 على 2 هنخلصها ازاي بالشوطه وتنجح في تسجيل نقطتين. مونيك ريد ضغط هنا النادي الاهلي خاصه على اسرار ماجد، واحده من اهم مفاتيح اللعب، تخبط الكره جينا حازم قبل الخمس ثواني في فريده وائل وبتطلع اوت سايد لسبورتنج. ضغط النادي الاهلي، فاضل 35 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثالث، وتغيير في صفوف نادي سبورتنج هيخرج جينا حلمي وينزل ريم موسى، طبعا تغيير منطقي جدا لنادي سبورتنج. تراجع الاهلي عن الضغط وهيبدا من نص الملعب. ريم موسى اخر 25 ثانيه، ريم لسه معاه الكوره، لسه ريم تاخد السكرين وبتسلم لمونيك ريد، مونيك اللي قررت تخترق ووصلت، لكن هنا في ايه؟ في هنا اوفنسيف فاول على هاله مصطفى اللي اعترضت رنيم جداوي
بخطا شخصي واوتسايد لصالح النادي الاهلي. 18 ثانيه، 57، 71 لصالح نادي سبورت. لوكاس ايطالي، لوكاس لسه معاه الكره. لوكاس هتخلص الهجمه ازاي؟ لوكاس خد السكرين من رنيم جداوي، هتخلصها على ثلاثه ولا بنتريشن، سلمت لنور علي طلعت اللي شاط 3 بوينت لكن ما بترجعش في التسجيل. لمت فريده وائل اعترضتها هلا مصطفى بخطا شخصي ورميتين حرتين وخطا فني على الكابتن حرس، تكنيكال فاول برميه وحيازه كده، ثلاث رميات حره وخطا شخصي على هلا مصطفى اللي اصبح عندها ثلاث اخطاء شخصيه في احداث هذه المباراه. ثلاث رميات حره للنادي الاهلي على التنفيذ نادين سلعوه. نادين ايربول اولى الكرات، يعني هارد لك يا نادين، هارد لك يا نادين. وادي رميتين الحرتين، لنادين ما بتنجحش في تسجيل الرميه الحره الثانيه. الاخطاء يعني الفاول شوتين اسهل مهاره في المباراه، ثانيتين وجزئين من الثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. هلا مصطفى تلم وخلاص هتاتي معاها صافره انتهاء احداث الكوارتر الثالث بتقدم نادي سبورتنج 71 على النادي الاهلي 57. دقيقتين هي زمن راحه المكرره ونرجع لحضراتكم بعد الراحه. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين في نهايه الكوارتر الرابع واحداثه الاخيره والفصل الاخير في كاس السوبر سيدات الثاني في تاريخ كره السله النسائيه، في كلاسيكو كره السله النسائيه ايضا ما بين الاهلي وسبورتنج. 71 سبورت 57 الاهلي والحيازه اهلاويه. ايتالي لوكاس، رنيم جداوي، نادين سلعوه، نور علي طلعت، فريده وائل، ده خماسي النادي الاهلي. لوكاس وافتتاح اولى النقاط ما بتنجحش في التسجيل وتوصل على طول على السكند شوت عشان تقص شريط افتتاح الكورت الرابع. فريده وائل بنقطتين. مونيك ريد وصل لوحدها خالص معهاش حد وتنجح على طول في معادله النتيجه، توسع الفارق الى 12 14 نقطه. فريده وائل تاخد سكرين لنور علي طلعت، يتلي لوكاس، لوكاس والبنتريشن لوكاس من البيز لاين، تاخد الفاول من منار ايهاب ورميتين حرتين ياتوا معاه. لوكاس 20 نقطة في أحداث الكوارتر، في أحداث المباراة، أوتسايد لصالح النادي الأهلي، عفوا أنا قلت تو شوتس لكن هي أوتسايد. إيطالي لوكاس طلعت الكورة، نور علي طلعت اللي شاط 3 بوينت، لسه بدري على الكلام ده، لازم نخلص الإنسايد الأول. وادي قطعت وعدلت على طول وسلمت على الفاص بريك لنادي رنيم جداوي ونقطتين كمان لصالح النادي الأهلي. مونيك ريد لازم حد يضغط عليها من نص الملعب. سلمت لريم موسى. ريم 61 73 12 نقطة فارق لصالح نادي سبورتنج. هل هيحصل الكامباك؟ إن شاء الله يحصل الكامباك لصالح النادي الأهلي. مونيك ريد لمنار إيهاب. مونيك نضغط عليها، لازم نضغط عليها يا نور. آخر أربع ثواني في الـ 24 ثانية. شاطت مونيك إيربول. هنا الريباوند وصل للنادي الأهلي. نادين سلعوة بالباص يا نادين تتخطفت منها. وبتروح لمنار ايهاب وبتنجح في تسجيل نقطتين. نقطتين لسبورتنج. يعني كان افضل انها من غير الدريبل تسلم على طول بالباص. لوكاس وميديام لوكاس شاطت ما نجحتش في التسجيل، لسه الكره عند النادي سبورتنج لبصتها بصه حلوه قوي اسرار ماجد وطلعت الفص بريك لمنار ايهاب وبتنجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح نادي سبورتنج. فريدة وائل قررت تخترق، طلعت للوكاس اللي هوشت وحاول تخترق مرة تانية، هتسلم لفريدة لكن باص كده أي حاجة من ورا الظهر ما بتلحقهاش فريدة وائل وأوت سايد لصالح نادي سبورت. ريم موسى كرة مع نادي سبورتنج.
لاسرار ما لا لسه مع الكره معاه ريم اللي وقفت وشاطت ما نجحتش في التسجيل. رنيم جداوي على طول بتلم وبتطلع بالفاست بريك نجرق نقول بالباص احسن بلاش دريبل كتير. سلعوة لنور علي طلعت هوشت وصلت سلمت لرنيم جداوي حلوه قوي وتنجح في تسجيل نقطتين لصالح النادي الاهلي. ريم موسى ماسك الملعب معها ايتالي لوكاس لمنار ايهاب. منار قررت تخترق وصلت فعلا نجحت في تسجيل يعني باسكت سهل قوي. لازم الاهلي يضغط اقوى من كده لازم دفاعاته تبقى اشرس من كده. سلعوه قررت تخترق وترد سريعا وتنجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي. ريم موسى وادي فريده وائل بتحاول تقطع لكن توصل لمونيك ريد راحت مونيك ريد لكن ما بترجعش في التسجيل تلم تاني. فين الريباوند يا جماعه؟ فين الريباوند يا جماعه؟ فين الناس اللي بترجع؟ تغيير في صفوف نادي سبورتنج خرجت مونيك ريد ونزلت نادين ياسر. مونيك ريد فاولين وارتكبت فاولين حتى هذه اللحظات و10 نقاط نجحت في تسجيلهم. ايتالي لوكاس بصة كده اي حاجه لكن تلحق فريده وائل. فريده والارتكازات طلع الكيك اوت ليه؟ فريده تاني لكن تخطف في السكه على طول وتجري في فاست بريك منار ايهاب وتنجح في تسجيل نقطتين. تايم اوت على طول يطلبه كابتن علي هاشم لتعديل صفوفه 65 الاهلي 83 سبورتنج. تايم اوت نسمع التعليمات ونرجع لحضراتكم. كابتن علي هاشم خماسي الاهلي ايتالي لوكاس نادين سلعوه فريده وائل رنيم جداوي نور علي طلعت. اما خماسي نادي سبورتنج نادين ياسر هاجر عامر اسرار ماجد منار ايهاب وريم موسى. كره اهلاويه في حيازه النادي الاهلي. لوكاس تمسك الملعب 6 دقائق 30 ثانيه على انتهاء احداث الكوره الرابع والمباراه. لوكاس لفريده وائل لسه معاه الكره. فريده سلمت رنيم الجداوي الناحيه الثانيه على طول لسلعوي للوكاس الشوت 3 بوينت تنجح في تسجيل 3 نقاط 68 83 لصالح نادي السبورت. ريم موسى عدي بملعبها لهاجر عامر ضغط عليها رنيم الجداوي تسلم لريم موسى مره ثانيه تاخد السكرين منها والبيك اند رول لكن قررت تخترق تسلم لنادين ياسر اللي بتحاول تباصي لكن تسيطر على كرتها في الثواني الاخيره وتنجح في تسجيل 3 نقاط واستعمال اللوحه وتسجل 3 نقاط لصالح نادي سبورتنج. نادين سلعوه 68 86 لصالح سبورتنج. فريده وائل اللي وصلت لكن ما بتنجحش في التسجيل تحاول معاها رنيم جداوي لكن كرة تقع منها وتطلع اوتسايد لصالح نادي سبورت. اوتسايد سكندري ريم موسى 5 دقائق 25 ثانية على انتهاء احداث الكرة الرابعة والمباراة. هاجر عامر اللي لقت نفسها شاطية فاضية لكن بتشوط 3 بوينت وما بتنجحش في التسجيل. نادين سلعوة تلم وتقف وتشوط لكن بعيدة قوي تنجح هاجر عامر في الديفنسيف ريباوند وتسلم لريم موسى. ريم بتحاول تعدي عدت فعلا سلمت لمنار ايهاب اللي بتجري على الفاست بريك وبتوصل لكن ما بتنجحش في التسجيل تلم على طول كده وتخبط في ايديها فريده وائل وبتطلع اوتسايد لصالح نادي سبورتنج.
هاجر عامر من سبورتنج استلمت الكوره سلمت لمنار ايهاب. منار لسه منار اختراقات منار بصت لنادين ياسر لكن نادين ياسر ما فهمتش الكره وبتطلع اوتسايد تاتش بول على نادين ياسر. اوتسايد اهلاوي ضغط نادي سبورتنج. ايتالي لوكاس تطلع بالملعب لوكاس معاها ريم موسى. لوكاس لسه الكرة محتفظة بيها سلمت ليه فريدة وائل على 3 بوينت تنجح في تسجيل 3 نقاط. فريدة وائل فريدة اللي نجحت في تسجيل 3 نقاط 15 نقطة فارق لصالح سبورتنج. 4 دقائق لسه في وقت. هاجر عامر ليه نادين ياسر لمنار ايهاب لا الطريق فاضي وصلت راحت يعني بمنتهى السهولة جدا محدش مقابل تنجح في تسجيل نقطتين. وادي باصة لكن تسيطر عليها نور علي طلعت اللي اخترقت لكن بترتكب معاها خطأ شخصي اللاعبة رقم 4 منار ايهاب ورميتين حرتين لنور علي طلعت. نور على تنفيذ الرمية الحرة الأولى ما نجحتش في التسجيل. منار ايهاب تاني الأخطاء الشخصية. وادي نور علي تنجح في تسجيل الرمية الحرة الثانية. ريم موسى تجرب ملعبها على طول. هاجر عامر لكن ارتكب معها خطأ شخصي من قبل فريدة وائل رقم 14. فريدة تاني خطأ شخصي عليها عندها خطأين شخصيين. واوتسايد لنادي سبورتنج هتطلع أسرار أسرار لريم موسى. ريم بتاخد السكرين وبتسلم لكن تقطع في السكة فريدة وائل وتجري على الفاست بريك. فريدة واحد على واحد وصلت لكن نجحت في إنها تاخد خطأ شخصي كان نفسي في الكاونت والأند وان. الكاونت والأند وان لكن خطأ شخصي على ريم موسى. خطأ الشخصي الثالث على ريم. فريدة وائل 8 نقاط أحرزتهم في أحداث هذه المباراة. 3 دقائق 57 ثانية 88-72 فريدة وائل على تنفيذ الرمية الحرة الأولى لم تنجح في تسجيل الرمية الحرة الأولى. فريدة وائل أيضا على تنفيذ الرمية الحرة الثانية نجحت في التسجيل. ريم موسى من سبورتنج 3 دقائق 55 ثانية أعزائي المشاهدين على انتهاء أحداث الكوارتر الرابع والمباراة. ريم موسى لسه الكرة معاها. ريم بيسلمت نادين ياسر اوبن شوت على 3 بوينت ما بتنجحش في التسجيل. رنيم جداوي على طول بتلم الريباوند وبتطلع بالفص بريك لنور علي طلعت وبتوصل وبتنجح في تسجيل نقطتين لصالح النادي الاهلي. اسرار ماجد من نادي سبورتنج 74-88 اسرار معاها فريده وائل سلم لريم علي ريم موسى تحت الباسكت هاجر عامر لفت راحت ايربول لمت على طول فريده وائل بالباص يا فريده فعلا طلعت بالباص جرت على طول نور علي طلع نور للوكاس. لوكاس هوشت على 3 بوينت. لوكاس لوكاس اون فاير بتسجل 3 نقاط ايتا للوكاس لكن كابتن عمرو زاهد بيقول انها اتحسبت باثنين فقط لانها لمسه اللاين. تايم اوت اللي تطلبه كابتن حورس المدير الفني لنادي سبورتنج. نسمع تعليمات التايم اوت ونرجع لحضراتكم مرة تانية. اسم رنيم نورة لوكاس خلاص فريدة وائل السرعاوي خلاص مش هشرب دلوقتي هروح الناحية دي عايز استجر سكرين هنا لوكاس لعبت انا قابلت باص السايد ده الراجل ده ينزل في الكورنر الراجل ده هيلعب 1 و 1 خلاص بتو مان جيم مع الديفوت اللي جوه مع الديفوت اللي جوه فريده وائل انت عارف الكوره السنه هتلعب 1 و 1 اوكي لوكاس ستاجر هنا تمام الكره دي هي كره الجيم لو قطعنا الكره دي مش هروح اعتبر
انتهى التايم اوت اللي طلبه الكابتن حورس، ونرجع للمباراه مره ثانيه والحيازه لنادي سبورتنج. كأس السوبر المصري ما بين سبورتنج والاهلي او الاهلي وسبورتنج. ضغط النادي الاهلي ليس امامه سوى الضغط. اوت سايد، كابتن نانسي قالت سبورتنج ثم رجعت قالت الاهلي. كابتن عمرو زاهد حسم الموضوع وقال خلاص سبورتنج. ضغط النادي الاهلي، ريم موسى من سبورتنج لسه معاه الكوره، ضغط عليها نادين سلعوه. ريم سلمت لاجر عامر، خدت سكرينات لنادين ياسر، نادين من سبورتنج لاسرار ماجد. اسرار لسه معاه الكوره، اسرار عدت معها رنيم جداوه، قطعت لها نادين ياسر سهله قوي لكن الكره ما جاتش. حاول تلحق لوكاس لكن اوت سايد على النادي الاهلي. جدد زمن الهجمه 14 ثانيه، تغيير في صفوف السبورتنج. هلا مصطفى هتنزل، تخرج نادين ياسر من سبورتنج. اوت سايد لسبورتنج، دقيقتين 41 ثانيه على انتهاء احداث الكوارت الرابعه والمباراه. هلا مصطفى في اول استلام ليها بعد النزول لاسرار ماجد، لكن هنا خطا شخصي على فريده وائل من النادي الاهلي، خطا شخصي على فريده وائل. اوت سايد لصالح النادي الاهلي، عفوا لصالح نادي سبورتنج. استلمت ريم موسى، خد السكرين، حاول تعدي على مصطفى لكن تقطع في السكه. نور علي طلعت و يعني هو في اعتراض كده يعني كابتن نانسي ايمن تدي الكره الاهلي وبعدين ترجع للسبورتنج والعكس، لكن خلاص هي حسمت قرارها بان الكره للسبورتنج. اخر خمس ثواني في ال 24 ثانيه، منار ايهاب الشوط على الثري بوينت لكن اير بول على طول، تروح الكره لصالح النادي الاهلي. ايطالي لوكاس هتستلم، تبدا الهجمه لوكاس في دقيقتين و20 ثانيه على انتهاء زمن احداث الكوارتر الرابع والمباراه. فريده وائل عدت، فريده مستنيه لوكاس، لوكاس استلمت فعلا معاها ووصلت وشاطت لكن بتعمل لها بلوك، تلم على طول هاجر عامر، فص بريك على طول لمنار ايهاب 3 على 2، وصلت منار بشمالها منار، اوت سايد على منار، اوت سايد على نادي سبورتنج. فريده وائل لازم هنا السرعه شويه، 77 88 لصالح نادي سبورتنج. فريده وائل عدت، فريده بنتريشن، فريده وصلت طلعت الكيك اوت، تعرف السكه منار وتعمل ستيل وفص بريك من نادي سبورتنج 2 على 1. منار ايهاب بشمالها تنجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي سبورتنج. سلعوه تستلم، تطلع هي بالملعب، نادي سلعوه للوكاس لكن هنا كابتن عمرو زاهد قال ايه؟ قال مخالفة المشي بالكرة على لوكاس. ووكينج او ترافلينج على لوكاس، تغيير في صفوف نادي سبورتنج. خرجت هاجر عامر ونزلت مونيك ريد. ريم موسى عدت وسلمت لمونيك ريد ليه؟ لكن تعمل ستيل وهنا ان سبورتسمان لايك فاول على هلا مصطفى اللي اعترضت رنيم جداوي بخطا شخصي وان سبورتسمان لايك فاول، ورميتين وحيازه لصالح النادي الاهلي. رنيم جداوي على التنفيذ، رميتين الحرتين في اخر دقيقه 21 ثانيه على انتهاء زمن احداث الفتره الرابعه والكورت الرابع والمباراه. رنيم جداوي تنجح في تنفيذ الرميه الحره الاولى. ونجحت ايضا رنيم في تنفيذ تسجيل الرميه الحره الثانيه والحيازه اهلاويه. 79 90 دقيقه و20 21 ثانيه على انتهاء احداث الكوره الرابعه والمباراه. رنيم جداوي استلمت، دور على لوكاس، سلمت لوكاس، لوكاس اللي عايزه تشوط او ثري بوينت لسه الكوره معاها لنور علي طلعت، نادين سلعوه لوحدها لنور، نور على اوبن شوت ثري بوينت ما بتنجحش في التسجيل، تلم على طول فريده وائل على السكند شوت وتحاول لكن ما تجيش. رنيم جداوي تنجح في السكند شوت انها تجيب، لا ما تجيبش لكن ارتكب معها خطا شخصي ورميتين حرتين لصالح نادي الاهلي. خطا شخصي على اسرار ماجد، خطا الشخص الثالث على اسرار، ورنيم جداوي على التنفيذ
رنيم 16 نقطة استطعت تسجيلهم في أحداث هذه المباراة، ودي النقطة 17. رنيم جداوي سجلت الرمية الحرة الأولى ونجحت في تسجيل الرمية الحرة الثانية. دقيقة الفرق إلى 8 نقاط. ممكن نشوف الريمونتادا، ممكن نشوف الريمونتادا، ليه لا؟ كل شيء في عالم كرة السلة جاهز. لكن ريم موسى سلمت لعلى مصطفى اللي فاضية، سلمت لمونيك ريد. مونيك 50 ثانية، قطع شخصي على نور علي طلعت بأوت سايد على النادي الأهلي. أوتسايد لسبورتنج. ريم موسى استلمت، خدت السكرين، لسه الأهلي معاه دفاعاتها قوية. على مصطفى اللي وصلت ونجحت في تسجيل نقطتين. 40 ثانية على انتهاء أحداث الكوارتر الرابع والمباراة. إيطالي لوكاس. لوكاس لسه الكرة مع لوكاس، خدت السكرين، عدت لوكاس. سلم رنيم جداوي تحت الباسكت ومعاه مونيك ريد، السيمي هوك من رنيم على السكند شوت المره الثانيه تنجح في تسجيل نقطتين. مونيك ريد هتطلع الاوت 25 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه. 9 نقاط فارق وخطا شخصي على رنيم جداوي، او عفوا على نادين سلعوه. خطا شخصي على نادين سلعوه. 22 ثانيه على انتهاء زمن المباراه. 83 الاهلي، 92 سبورتنج. رميتين حرتين لريم موسى. روح روح روح. ريم موسى على تنفيذ الرمية الحرة الأولى ما بتنجحش في التسجيل. تظل النتيجة كما هي 22 ثانية. 9 نقاط فارق لصالح سبورتنج. وادي الرمية الحرة الثانية، ريم موسى تنجح في التسجيل، توسع الفرق إلى 10 نقاط. استلم رنيم جداوي، عدت رنيم لنادين سلعوة. عوة واختراقاتها وصلت، ضيقت الفرق إلى 8 نقاط، 14 ثانية على زمن الهجمة، على زمن المباراة. هنا الأوتسايد مين؟ هنا الأوتسايد أهلاوي بعد ما طلعت هالة مصطفى. 8 نقاط فارق، 13 ثانية على انتهاء زمن أحداث الكوارتر الرابع والمباراة. سيطرت على طول رنيم جداوي اللي ادت للوكاس شاطة 3 بوينت. لمت على طول فريدة اللي ما حظها وحش، ما بتنجحش في تسجيل نقطتين. لوكاس اللي وقفت شاطة ما نجحتش في التسجيل، وتأتي معها انتهاء أحداث الفترة الرابعة والكوارتر الرابع والمباراة بفوز نادي سبورتنج 93-85. مبروك نادي سبورتنج، هارد لك لبناتنا بنات النادي الأهلي. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة والمشاهدة. كنت معكم معلقكم الرياضي أحمد مناع، وإلى الاستوديو والزميل العزيز هيثم السعيد وضيوف الكرام، إليكم الميكروفون. شكرا معلقنا الكابتن احمد مناع. اذا انتهت مباراة كأس السوبر سيدات كرة سلة بفوز نادي سبورتنج على النادي الأهلي 93-85. هارد لك النادي الأهلي، مبروك نادي سبورتنج، ان شاء الله القادم افضل باذن الله. ارجع لضيوفي، يعني كابتن سلعوي اكيد هارد لك، وكنا نتمنى النهارده فوز النادي الاهلي، ولكن مبروك نادي سبورتنج، عمل مباراه جيده. النادي الاهلي كان مش متوفق في بعض الفترات، ولكن هي دي الرياضه، هي دي الرياضه، وهو ده الرياضه، مكسب وخساره، وكل فريق معرض للمكسب وخساره. فبنقول يعني هارد لك لفرقتنا، ومبروك لنادي سبورتنج، تستاهلوا يعني. لكن ان شاء الله القادم افضل باذن الله، بتصليح بعض الاخطاء اللي عندنا في يعني خاصه في الدفاع. يمكن مفيش جماعيه في الدفاع، يعني في اعتقد ان الجهاز الفني قادر على لم هذه المشاكل اللي كانت، لان برضو يعني احنا 93 نقطه دخلوا فينا برضو يعني يعتبر كتير طبعا، وخاصه في البنات يعني. فاعتقد ان الجهاز الفني قادر على انه يلم هذه الاخطاء. اعتقد كمان ان عندنا مشكله شويه في الناحيه البدنيه شويه. صحيح. طب كابتن سيد، يمكن النهارده كان واضح الدفاع شويه ما كناش متوفقين فيه، حاولوا البنات يعملوا كامباك في الكوارتر الرابع، يمكن طلعنا الرابع فايزين، بس يمكن الثالث هو كان الازمه الحقيقيه في الكوارتر الثالث. يمكن حضرتك قلت كده
بين الشوطين. انا لسه كنت اقول لك، انا قبل ما في الهاف تايم قلت لك اهم كوارتر بالنسبه لنا كوارتر الثالث. الكوارتر الثالث اداء كان سيء جدا، وجريوا علينا حوالي كل اللعب بتاعهم فاست بريك علينا، مفيش رجوع. حتى انا وكابتن سرعاوي وكابتن داليا وكابتن ريم كنا قاعدين بنتفرج، مش ممكن كميه الفاست بريك اللي اتجالت علينا. سبورتنج فرقه كبيره، احنا قلنا في الاول ان دول مدرستين السله النسائيه وهم بيكسبونا جيم واحنا بنكسبهم جيم، بس المهم دلوقتي احنا في بدايه موسم. ويمكن يا كابتن البنات هم يعني اتلموا بعد المباراه وقروا الفاتحه وتعهدوا بالزبط. اكيد تعهدوا ان شاء الله انه على القادم يكون في تركيز اكتر، يعني فريق البنات مش محتاجين يعني ما شاء الله يتكلم عليهم، هم كلامهم وانجازاتهم بتتكلم، فاكيد مباراه زي دي في بدايه الموسم بالاخطاء دي اكيد هيبقى في اصلاح والجهاز الفني قادر على معالجه الاخطاء اللي حصلت النهارده. انا اسف يا كابتن، اتفضل. لا لا ابدا، هو احنا هندور في نفس الكلام اللي انت بتتكلمه، يعني الفايده من الجيم دوت لبقيه الموسم ان احنا نكتشف اخطاء. الكابتن علي هاشم لازم يقعد بهدوء يبص على الجيم مره واثنين وثلاثه، يشوف الاخطاء اللي موجوده وبسهوله جدا نصلحها. احنا كويس قوي ان اكتشفنا الحاجات دي بدري علشان احنا رايحين للاهم. صحيح. رايحين للمرتبط ورايحين للسوبر ورايحين للكاس، حاجات كتير لازم يبص عليها، لازم نحاول نصلحها زي ما اتكلمنا كلنا. الجماعيه في الاداء لازم نلعب عليها شويه، الجماعيه الدفاع لازم عليه شويه، العنصر البدني مع الاسف يعني 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 كميه الجري اللي اتجرى علينا واضح ان في نقص شويه في العنصر البدني، يمكن عشان اول الموسم. اكيد اكيد الكلام دوت لازم كله كابتن علي يركز معاه علشان التجربه اكيد في بدايه الموسم. يمكن ده طبعا اعضاء الاتحاد المصري لكره السله الدكتور مجدي فريخه ومهندس محمد عبد الطالب وباقي. قبل ما تروح للعنصر النسائي عشان هم اكثر عاطفيه مننا طبعا او هيكونوا متعرفين، لكن انا بايد الكلام الكابتن سيد، بس كنت عايز اقول ان لازم يبقى في يعني جمعيه في الدفاع وجمعيه في الهجوم. صحيح. عشان ان شاء الله نحقق، احنا قدامنا كاس مهم، قدامنا دوري يعني لسه الموسم، ودي بدايه موسم يعني، دي تعتبر بدايه موسم، ف اديتنا مؤشرات مهمه ان شاء الله. كابتن داليا معلش يعني عايزين نسمع راي حضرتك، اكيد كنا نتمنى الفوز ولكن هي دي الرياضه. اكيد طبعا، الف مبروك لسبورتنج وهارد لك لفرقتنا. مش عارفه اقول ايه، بس هي فرقه كبيره، السيطره بره كانت سرعه الملعب كانت مرعبه، احنا مش مجاريينهم في اتاك او هجوم في السرعه، فبتصور زي ما قلتوا جميعا يعني ان شاء الله نتلاشى ده في المرحله الجايه، وخاصه ان احنا عندنا عناصر ممتازه وما نقدرش نقول على نفسنا فرقه. لا بدليل ان احنا عملنا كومباك ونزل وعلى فكره الكامباك جه لما السرعه برضو زادت، لما الفاست بريك زاد، لما السيطره تحت الباسكت نور بقت بتطلع، رنين كانت بتطلع، في سرعه رجوع. احنا مش بعيد، الدنيا قريبه بس نظبط بعض ان شاء الله أخطأ. يعني يظبطوا نفسهم باذن الله، والف مبروك لسبورتنج والاهلي ان شاء الله الفتره اللي جايه يظبط. كابتن ريم يعني راي حضرتك برضو في الـ في الـ في الكوارتر الثالث والرابع، يمكن اكيد كنا نتمنى الفوز ولكن اخطاء، ومباراه في بدايه الموسم نعالج الاخطاء. اكيد اخذت احسن لعيبه شكلها كده. لا بس هارد لك طبعا للنادي الاهلي. معلش انا قاطعك يا كابتن، بس اسرار ماجد، كابتن اسرار ماجد احسن لعيبه في المباراه، احسن لعيبه في المباراه اسرار ماجد. زي ما قال حطت 4 3 بوينت في التوقيت، هو اللي فرق وبيسلم طبعا. كابتن رحاب طبعا كاس احسن لعيبه، كابتن رحاب الغنام كابتن النادي الاهلي وعضو اتحاد السله، فطبعا دي حاجه يعني نقول مبروك طبعا لاسرار، وتستحق النهارده عملت مباراه جيده في فترات مهمة جدا من المباراة. أنا آسف يا كابتن ريم قطعت حضرتك، اتفضل يا كابتن. هو ده برضو تقريبا نفس نفس الكلام يا كابتن هايز. سبورتنج اتفضل اتفضل. هارد لك للنادي الأهلي ومبروك لنادي سبورتنج، ونفس الكلام احنا محتاجين سرعة، محتاجين لعب جماعي، نصلح حاجات في الديفنس، وزي ما قلنا كويس ان هو أول ماتش في الموسم، فإن شاء الله الأخطاء حلها يكون سريع وبسرعة ويبان في الماتشات الجاية إن شاء الله. طب خلينا نروح لأرض الملعب ومعلقنا الكابتن أحمد مناع عشان يعلق على مراسم التتويج، اتفضل يا كابتن أحمد. Thank you.
رجعنا تاني اعزائي المشاهدين واحداث التتويج. مبروك طبعا لفريق نادي سبورتن بحصوله على لقب كاس السوبر الثاني واللقب الاول ليه، ويمكن اللي ما كانش معانا ومش متابع، رنيم جداوي من النادي الاهلي حصلت على افضل هدافه في احداث كاس السوبر، اما اسرار ماجد لاعبه نادي سبورتن حصلت على افضل لاعبه في نادي في هذه المباراه. تاني رنيم جداوي تحصل على افضل هدافه او التوب سكورر في نادي الاهلي في احداث مباراه السوبر، واسرار ماجد لاعبه نادي سبورتن افضل لاعبه. توج الان النادي الاهلي باللقب او عفوا بالمركز الثاني لاعبات النادي الاهلي، والان حانت لحظات تتويج نادي سبورتن اللي بنقول له مبروك فريق نادي سبورتن اللي قدم مباراه كويسه النهارده واستطاع التغلب على النادي الاهلي وفاز باللقب الثاني لبطوله كاس السوبر. يصعد الان على المنصه لاعبات نادي سبورتن، ومتواجد على المنصه في التتويج كابتن رحاب الغنام، السيد مجدي ابو فريخه، الدكتور مجدي ابو فريخه رئيس الاتحاد، والكابتن محمد عبد المطلب واعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله. والان بيصعد لاعبات او بيصعدنا لاعبات نادي سبورتن، هاله مصطفى، جينا حازم، منار ايهاب، نادين ياسر، ومونيك راد، ورفايده، وساره، وهاجر عامر في الاخير، والكوتش كابتن حورس. ولحظات التتويج نتابعها على شاشه قناه الاهلي. مبروك مره ثانيه وثالثه لنادي سبورتن، هارد لك للنادي الاهلي، اللقب الثاني لكأس السوبر المصري في السيدات. وعلى التسليم هاجر عامر اخر الصفوف، لانها كابتن الفريق هي اللي هترفع الكأس. كأس البطولة كما زي ما احنا سامعين، كأس البطولة يسلمه الدكتور مجدي ابو فريخة الى هاجر عامر كابيتانو نادي سبورت. هاجر عامر ولحظات التتويج مع كأس السوبر المصري لكرة السلة سيدات موسم 2021-2022. مبروك لنادي سبورتن وهاجر عامر، ترفع الكأس عليا وسط فرحة من لاعبات وزميلاتها لاعبات نادي سبورتن. وزي ما احنا شايفين يعني بصراحة تنظيم روعة الروعة وإخراج للتتويج الكأس يعني بدرجة احترافية عالية جدا. مبروك لنادي سبورتن وهارد لك للنادي الأهلي. نشاهد لحظات التتويج. لسه مع لحظات التتويج والصور التذكارية. واللحظات تتويج فريق نادي سبورتن زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه. اعزائي المشاهدين شكرا لكم مره ثانيه وثالثه، وهارد لك للنادي الاهلي، مبروك لنادي سبورتن. كنت معكم معلقكم الرياضي احمد مناع، شكرا لكم على حسن المتابعه المشاهده. والان الى الزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد وضيوف الكرام، اليكم الميكروفون. شكرا معلقنا الكابتن احمد مناع، واحنا كنا حريصين على نقل مراسم التتويج بشكل كامل، لان طبعا هذه في الاول والاخر رياضه. بنقول مبروك يعني للفائز وهارد لك للمهزوم، كنا نتمنى طبعا تبقى البطوله اهلاويه، ولكن هذه هي الرياضه. يمكن كابتن سيد يعني احب اعرف من راي حضرتك يعني على مستقبل الفريق، يمكن برضو واضح ان سوريا برضو مش هتكون معانا الفتره على الاقل 6 شهور، يمكن مش هنلحق في الموسم، خاصه ان النهارده عملت العمليه. بس خلينا نسمع رد حضرتك، ولكن بعد الفاصل اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا عن مباراه السوبر النهارده، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد كابتن سيد. يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم عن اللي جاي، يعني خلاص من النهارده صفحه واتقفلت سواء كسبان او خسران، وحتى كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي دايما في كل خطاباته بيقول هذا الكلام، كسبان خسران بتقفل الصفحه بتبص على اللي جاي. احنا الموسم بالنسبه للسيدات عندنا
اصابه ثريا، الحمد لله النهارده عملت العمليه، بس حضرتك عارف طبعا ان الصليبي 6-7 شهور، فكده يعني نظريا الموسم ممكن ما تلحقوش لان الاصابه جت في وقت حساس بدايه الموسم بالظبط. شايف حضرتك اللي جاي ازاي؟ هل نقدر نعوض غياب ثريا وتهدفها العالي في المباريات ولا لا؟ اولا يا رب يشفيها ويقومها بالسلامه. ثريا لعيبه جيده جدا وعنصر اساسي في المنتخب وليها شهره كبيره في افريقيا وفي مستوى العالم، لكن يعني هو باد لك، بس في جزء من حسن الحظ ان الاصابه جت بدري في اول الموسم بالنسبه للفريق، مش الاصابه مش الاصابه يعني بالنسبه، بس بالنسبه للفريق ان النادي الاهلي فيه عناصر جيده كتير جدا، فانا اقدر اغير كل تكتيكاتي واقدر اغير كل حاجه ممكن اعملها كانت بتتبني على ثريا. العمليه التدريبيه كابتن هيثم عمليه مرنه. يعني ايه عمليه مرنه؟ انك بصوره لازم تغيرها. فانت دلوقتي كان عندك موقف بتحط عليه شغلك، دلوقتي الموقف اتغير، في شغل كتير يتعمل على المواقف على الحاجه اللي عندك بدون الموقف الاولاني. ف لا الدنيا لسه بدري، واحنا عندنا عناصر كتير جدا 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 تقدر تعمل لنا شغل. خلينا نقول للساده المشاهدين برضو يعني يا كابتن سلاوي حضرتك ايه اللي جاي؟ يعني عندنا ايه اللي جاي بالنسبه لفريق السيدات؟ احنا لعبنا بطوله القاهره وتوقفت. وكسبنا بطوله القاهره. انا قصدي خلصت. خلصت ودخلنا وتمام. احنا دلوقتي بالنسبه لنا في اللي جاي اللي هو السوبر المرتبط هنلعبه بعد كده السوبر. المرتبط بدانا ما بداناش، يعني قول لي ساده مشاهدين الوضع ايه؟ يوم 6 هيبداوا. يوم 6/11. 6/11 اول مباراه، هيبقى طبعا دي دوره مجمعه ولا لا. لسه عندنا، احنا عندنا الدور ال 16 هيتلعب الاول. هنلعب جزيره الورد. جزيره الورد دور ال 16. دور 16 ماتش عندنا وماتش عندهم، وبعد كده دوت هنلعب الكسبان من الزمالك وفرقه ثانيه غالبا هيبقى الزمالك والغابه. في دور الثمانيه، وبعد كده في دور الاربعه هيبقى سموحه ان شاء الله. سكتنا سموحه وبعد كده سبورتنج. عندك وقت، بس الكلام ده كله هيبقى في خلال حوالي 20 يوم. هو ملموم. يعني في خلال 20 يوم، يعني قبل يوم 30 نوفمبر هيكون خلصان الكلام ده. يبدو يعني اجيلك برضو يا كابتن، يبدو ان اتحاد السله تعلم من الوضع اللي احنا اتحطينا فيه السنه اللي فاتت، اللي هو كان ضيق الوقت وكان في بطولات كتيره، ويمكن مشاركه نادي الزمالك في البال كمان يعني اثرت شويه. فالنادي فالاتحاد مركز فالاتحاد مركز انه يضغط الموسم من بدايته، ما ينتظرش حتى النهايه وبعد كده يبتدي يضغط. فيمكن ده برضه هيبقى عبء على الجهاز وعبء على اي نادي انه يحاول بسرعه يوصل بفرقته التوب فورم قبل نصف الموسم ممكن. والله انا مش يعني، هو طبعا بتبقى في مشاكل يعني في ان انا اخلص اللي المفروض مطلوب مني في وقت صغير، بس انا شايفه مع التطوير في العمليات التدريبيه والافكار الكتير اللي بقت موجوده دلوقتي ما بقتش بالصعوبه اللي احنا كنا بنشوفها زمان. يعني الموضوع بقى اسهل، ان انا في وقت قد كذا بطور حاله لعيب من كذا لكذا، بطور حاله فرقه اطلع بيها من حته لحته، مستويات اللعيبه اللي عندي بدني ومهاري بعرف اشتغل عليهم على حسب، لان الانظمه التدريبيه بقت كبيره جدا. يعني مش كبيره ومرنه زي ما كابتن سيد قال، مش هي العائق اللي ممكن تخليني اقف ما اعرفش اعمل اللي مطلوب مني في وقت صغير. يعني نعم. طب يعني بحكم حضرتك اكاديميه طبعا وربطه يمكن الرياضه بالدراسات في كليه التربيه الرياضيه، هل مثلا يعني الاجهاد اللي تعرض ليه اللاعبات الفتره اللي فاتت، سواء الموسم اللي فات وبعد كده دخلوا على المنتخب، راح لعب بطوله افريقيا تصفيات المنتخب الخامسه وبعد كده راح لعب بطوله افريقيا في الكاميرون، هل ده ممكن يكون سبب من اسباب اصابه ثريا؟ الاجهاد الشديد، غياب النهارده مجموعه من اللاعبات الدوليات عن مستواهم، هل الاجهاد ليه دور؟ طبعا. يعني هو المفروض انا بيبقى خطه السنويه بتاعه اللعيبه، لو اللعيبه دول مشتركين في اكتر من حته، بيشتركوا مع النادي بتاعهم في بطولات سواء بره او هنا او بيشتركوا مع المنتخب، فانا المفروض عامل سكادجول للعيب اللي عمال يتحرك معايا في كل حته ده. فالمفروض ان انا بقى بستلمه وانا عارف خطته معايا شكلها عامل ازاي. الاجهاد طبعا انا ممكن اوصل باللعيب ان انا ابقى حرقه خالص. يعني ان انا اوصل ان انا ابقى حارق اللعيب بدنيا ومش قادر يتحرك ومش قادر يروح ومش قادر يجري ومش قادر بوصل لده. طب رايح حضرتك يعني اكاديميا اللاعب محتاج راحه قد ايه ما بين كل موسم وموسم؟ يعني انا عارف الموضوع نسبي يختلف من واحد للتاني على حسب طبيعته الجسمانيه، ولكن شايفه اقل وقت ممكن يعني يحتاجه اللاعب انه ياخد فاصل ما بين المواسم عشان على الاقل يعمل ريكفري لنفسه. راحه سلبيه يعني. راحه سلبيه، لازم يكون في راحه سلبيه، شايفاها فتره كافيه قد ايه؟ بص انا هقول لك على حاجه، الراحه السلبيه اللي احنا بنتكلم فيها
لمده مثلا بنتكلم من اسبوعين لثلاث اسابيع هي مش بتاثر على المستوى البدني فعلا. في ناس يعني لغايه اسبوعين، لا لغايه اسبوعين ما فيش تاثير على المستوى البدني بالشكل اللي يخليني ابانيك ان انا لما ارجع ان انا لما ارجع احط الحمل التدريبي بتاعي تاني الاقي اللعيبه رجعت لورا خطوه. ما خافش. لا 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 لغايه اسبوعين لغايه اسبوعين انا في السيف سايد جدا، ما عنديش اي مشكله. انا بمجرد ما احط خطة التدريبية بتاعتي أو أسود الحمل البدني بتاعي بلاقي اللعيب بيرجع معايا بهدوء خالص. اللي أكد كلام حضرتك أن مستر أجوستي فريق الرجال لما رجع إيهاب أمين وعمر طارق وعمر الجندي من المنتخب وعزب كمان إداهم 10 أيام راحة. وإيهاب أمين إدى 10 أيام راحة للعيبة، وكنا بنلعب بطولة القاهرة هما مريحين راحة سلبية، ولما رجعوا ما حسيناش أن في فارق. هو بمجرد ما هيدخل اللود التدريبي خلاص العضلات مش هتضعف، مش هتنزل بكرفها. اصل هو ده الاصل يعني. كنا بناخد راحه سلبيه ثلاث ايام المدربين زمان طبعا عشان ده كان العلم كان بيحسونا ان انت هترجع يعني ناسي نازل باسكت والدنيا كلها قلب عليك. لا لا يعني واخد بالك ازاي دلوقتي الكلام ده اتغير. لا اسبوعين انا في السيف سايد ما عنديش اي مشكله. انا بشوف برضو ان الراحه السلبيه ممكن يعني يبقى جنبها حاجات ظريفه زي ما كنا يعني كابتن سيد زمان كان بيعمل لنا كده. نلعب فولي نعمل كرة. ننزل بسين نلعب فولي نعمل حاجات ظريفه ممكن تحافظ على يعني مش سلبيه سلبية وايجابيه في لياقه الجهاز الدوري التنفسي. انا شايف كريم عملها بتهز راسها مبسوطه قوي بالكلام، واضح ان انت كنت بتستني الراحه السلبيه دي يا كابتن. بصراحه التمرين مع كابتن سيد كان ممتع جدا جدا، كان يعني مدرب هايل، واحنا كنا الجيل ده كان جيل رائع. انا فاكر، وعلى فكره يا كابتن سيد انا اتمرنت مع حضرتك وكابتن سيد على فكره برضو من المدربين اللي يعني ما بيحطش عبء خالص على اللاعب، يعني مكسب انت اللي كسبتني خساره انا يا سيدي شايل، فكان عاملينها ريلاكس. بس هو كان بيحب نوعيه اللعيبه الرجاله يعني عايز لعيب راجل اي مدرب يعني يأدي اللي عليه وانا مالكش دعوه، اعمل عليك وانا يا سيدي شايل كل حاجه. يعني كلامنا ده يعني كلام ده صح يا كابتن؟ بص هو علشان تنجح في حاجه لازم تعترف بخطأك الاول، ما تلبس خطأك لحد تاني. المدرب انا مش بتكلم على الجيم، انا بتكلم عموما على يعني على الرياضه. المدرب هو المسؤول عن الفرقه من الالف للياء، هو المسؤول عن اعدادها، هو المسؤول عن تخطيطها، هو المسؤول عن 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 تحفيزها، هو المسؤول عن تكتيكها. فاي حاجه بتحصل فشل في الفرقه لازم المدرب يكتشف الفشل دوت علشان يطور من نفسه. لكن لو انا كمدرب لقيت ما اكتشفش اخطائي وقلت ان الكابتن هيثم هو اللي مقصر وداليا ما لعبتش كويس وريما، مش كتير بيتكلموا زي حضرتك يا كابتن سيد بامانه. بص انا عايز اسال سؤال، انا عايز اسال سؤال. بس هل كابتن سيد بيقول دلوقتي ان لما كان الوضع زمان دلوقتي هل اللي هو التقسيمه اللي احنا قريناها دي سبب من الاسباب ده بره خارج المباراه؟ احنا بنتكلم بصفه عامه، هل ان بقى في دلوقتي ثلاث مدربين وفي واحد مخطط احمال واحد محلل، بس ده لا يتعارض مع اللي قاله كابتن سيد. لا يتعارض، عارف ليه؟ إيه؟ لا 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 إن, إن, ان اي جهاز ليه هد. لا ايوه انا فاهم، بس انا ما بتعارضش، انا بقول ايه، هل لما دلوقتي بقت في التقسيمه دي اختلف عن الكلام اللي لا مختلف؟ بالعكس ده بيساعد. يعني انا ما كنت لا هو لا بس انا كابتن سيد هو اللي كان بيمرنا بدني. لا هقول لك الحاجه، يعني انت كان عندك كل ده التقنيه ان يبقى عندي محلل اداء فاهمني، فانا كنت بكتشف اخطائي من لعبي بالزبط. لكن النهارده عندي محلل اخطاء محلل فني بيقطع لي وبيجيب لي، ده بسهوله جدا لازم اكتشف اخطائي. لكن العمليه الرياضيه دلوقتي اختلفت، تطورت تماما. العمليه اختلفت بس الكونسبت لازم يتواجد بالزبط. ان هو ان انت تعترف ان اخطات عشان تصلح، لانك انت لو ما اكتشفتش خطاك مش هتصلحه. القياده طيب. القياده يعني هو نفس فكره ان احنا بنقول ان في لعب جماعي للعيبه، في لعب جماعي للجهاز الفني. وهو مش منطقي خالص برضو ان انا يبقى عندي محمل الاداء وعندي مخطط احمال والهيد كوتش مثلا مش لامم كل ده في ايده ومسيطر عليه وبيقود بقى. انت قصدك حضرتك ان برضو انا لازم ابقى في تيم وورك في الناس الكتير اللي كابتن سلعاوي قال عليهم. هو بس انت هذا كابتن لما رحت لوس انجلوس، لما رحت لوس انجلوس زمان كان هو مدير فني واحد مساعد مساعد كمان ساعات بيجيب له مساعد. مساعد ما كانش معاكم، كانوا ساعات بيبقى اللعيب القديم هو اللي بيبقى المساعد صح يا كابتن؟ انا بقول لك التطور اللي حصل يا كابتن. دلوقتي بتخش على النت بتاخد اللي انت عايزه، خطط بتاخد كل حاجه. فدلوقتي الانديه كلها معظمها وفرت ستاف
كامل. فاذا هي زي ما بتقول كابتن دلع هي القياده، لازم يكون هو المايسترو بتاع الناس دي كلها، هو اللي بيتحكم. مش معنى كده ان انا ما تابعش مخطط الاعمال بيعمل ايه، مش معنى كده انا بتابعش. احنا برضو احنا بنتكلم في العمليه الرياضيه في العموم، مش بنتكلم في الجيم. احنا قفلنا صفحته وروحنا على دوري المرتبط. طب خلينا اتكلم معاك برضو في حاجه يا كابتن، نتنقل على موضوع تاني وهو مستقبل النادي الاهلي في قطاع الناشئين والناشئات. يعني ما ينفعش ما اتكلمش كده، يعني قصدي اقول ايه، احنا ما شاء الله. انا اكلمك واشيل الحرج من انا اقول لحضرتك، احنا الثلاث اربع سنين جايين احنا عندنا تخمه من اللاعبين، ولاد وبنات ده حقيقي. انا بتكلم بعد الثلاث اربع سنين او الخمس سنين اللي هم دلوقتي عندهم ايه 11 سنه 10 سنين السن ده، حضرتك يمكن يعني مع كابتن سيد انت في لجنه انتقال بواب يا كابتن، واكيد شايف القماشه اللي عندنا، الدنيا ماشيه ازاي؟ القماشه كويسه جدا، والدنيا ماشيه، والاختيارات كلها ما فيهاش اي نوع من المجاملات. الاختيارات كلها بناء على اي اطوال معينه قبل عن مثلا مهاريا، فكلهم. وبعدين الميزه ان الاولاد طالعين مع بعض، فده بيخلق منهم روح الترابط الاسري. يعني معظم الاسر بتبقى موجوده بيلعبوا 7-8 سنين مع بعض، ايوه، فبيبقى في تواجد، اولياء الامور كلها متعارفه على بعضيها، القاعده مليانه. يعني نطمن يا كابتن على الفتره، ولاد وبنات. وانا قلت لك انا اشيل الحرج عنه، لان هو طبعا ممكن يتكلم في الحته دي لان هو المسؤول فيتكلم. لا احنا عندنا، ودليل انك انت هو في كل ماتش في 3-4، وفي الولاد في 3-4، وكله اصابات وعندك وكله يعني العمليه عمليه متصل، واللي كويس بيتصعد والدنيا ماشيه. طب يمكن برضو نربط اللينك مع كابتن داليا، يمكن القياسات. يمكن شفنا بقى لنا سنتين ثلاثة يا كابتن سيد في القطاع الناشئين والناشئات بيبتدوا الموسم بقياسات للكل، لكل الصغيرين والكبار، والوينج سبام للعيبة، والطول والأطراف، وبيراقبوا تطور البدني للاعب. هل ده مهم دلوقتي ولا أنت ما أنتش عارف بكرة في إيه؟ يعني ممكن لاعب فجأة يطول وفي لاعب يثبت. القياسات مهمة؟ هو طبعا مهم. اولا هي بتثبت نظريه كابتن سلعوه ان هي مفيش مجاملات او مفيش حاجه غلط بتتعمل، ده هو كله بالورقه والقلم وكله بالارقام. انا عندي مقاييس لاي لاعب في الدنيا او مقاييس للعيب كره السله، اللي هي المقاييس الانثروميتريه اللي هي ليها علاقه بطولي، بوزني، بجسمي، بعرضي، بكل حاجه، بحجم عضلاتي، بالفاتس بتاعتي قد ايه، والان بادي دلوقتي بقى زراعين. كل حاجة. ففي قياسات للعيب كرة السلة، ودي بتتعمل في الاختبارات في النادي. يعني كابتن سيد طبعا هو يتكلم فيها أفضل. صراحة قياسات المهارية بتتعمل بشكل واضح جدا، برضو أنا لاحظته في النادي، قياسات مهارية طبيعية جدا، سواء في سلالم، في مهارات فردية أو في مهارات جماعية. إذن القياسات مهمة. وفي أعتقد أن كابتن سيد السنة دي كان مدخل في بعض الاختبارات يعني جزء قياس تصرف خططي، تصرف فكري، هو برضو أقدر أنه يتكلم فيه. بس أنا لاحظته يعني هو إحنا ممكن نيجي في وقت معين 11 سنة أو 12 سنة نتساوى في المهارات الفردية، كله بيخش سلالم، كله بيشوت فاول شوتينج، كله ستايله اتظبط. طبعا في الاخر انا هفرق ما بين اللعيبه ازاي؟ اختار ازاي؟ تصرف دماغ، فبحط له بقى مواقف بلعبه وانا وان كابتن سيد. طب انا برضو يعني كابتن ريم ماسكه دي سن صغيره. كابتن ريم يعني انت شايفه ان كنا زمان نقول يقول لك الجيل ده هيطلع منه، انت شايفه ان احنا عندنا في النادي الاهلي في الجيل ده في الحته دي ماشيين كويس الحمد لله؟ عندنا كمان 3-4-5 سنين ان شاء الله في امكانيات كويسه، وفي لعيبه طوال، وميزة النادي الاهلي ان في 3 فروع، فكل سنه لو فعلا صحيح مستوى عالي في النوادي الثانيه بنروح نتفرج ونشوف اللي بنختبر في كل نادي، فده برده ميزه كويسه ان اي لعيب بيتحسن من النوادي الثانيه بنجمع على السيزون الجديد نشوف المستوى عالي ولا مستواه. حضرتك رحت نقطه حلوه جدا، احنا في 3 فروع ودي تعتبر قاعده زادت بالظبط، فلما بتروحوا وبتشوفوا لقيتوا حد بتختاروه، يعني ده هو دورنا يا كابتن هيثم ناسس كويس اللعيبه الصغيره دي، يتبنوا على اساسيات صحيحه، نتابعهم كل سنه، نحاول فعلا المدرب هو اللي يصنع اللعيبه ويعملهم، ما نعتمدش ان احنا نجيب لعيبه، لان احنا عندنا امكانيات كتيره جدا ولعيبه كتيره جدا بتيجي للنادي الاهلي. طب كابتن سيد احنا برضو حضرنا الاختبارات كلجنه انتقال مواهب، كان الكابتن سيد طلب ان اللجنه هي اللي تختار. اهم حاجه في الاولاد الصغيرين اللي لاحظناها ان مفيش ارتباط ببوزيشن او بمركز. طب لا كويس اللي... ده طبعا كويس جدا، يتعلم مهارات الكل، يتعلم لازم الولد يتعلم، مفيش تخصص،
يعني هو حاطط التخصص في مرحله سنيه معينه، لكن بالنسبه كله يتعلم حاجه، كله يتكلم لغه فنيه واحده، وبعد كده ابتدي بقى ايه اخصص. ومن خلال الاختبارات حط لهم حاجات للابداع الشخصي اللي تظهر موهبه الولد او البنت في المواقف الشخصيه، فكانت دي برضو عامل مهمة طبعاً. زي بخلاف القياسات اللي كانت معموله طول ووزن زي ما الدكتور قال. ولعب دلوقتي يا كابتن هيثم، انت زمان كان البيفوتات ما يعني الناحيه دي، قطرات الناحيه دي، دلوقتي انت بتعلم كل الدريبل كل الشوط ادي فرصه. يا كابتن سيد كان في يعني تعليمات بان التعامل معاهم هم اطفال في الاخر، فالحاله النفسيه بتاعتهم ان احنا نديهم فرصتهم ان كله يبقى موجود في الملعب، ما يبقاش فيه تركيز الحته دي صراحه. أنا عايز مشكور. طب انا عايز اشير التركيز عليها لان هي دي بصراحه قاتله للاعب. طيب هو صغير. فرصه لحضراتكم معايا. انا عايز اشير قضيه معلش. لا انا عايز اشير لا خالص، بالعكس ده اولياء الامور يمكن بيبقوا شايلين عبء، بس انا عايز اشير قضيه يا كابتن وفرصه ان احنا نتناقش عليها. اولا دلوقتي بقى اللي الباسكت الحديث يعني او اللي احنا شايفينه على مستوى العالم انه بيتحط سيستم للفرقه سواء دفاع او هجومي، ولكن سيستم مش عنيف. يعني ايه مش عنيف؟ بتسيب مساحه وهي الاكبر في المباراه لابتكار اللاعب. انت قضيتك كمدير فني ان انت تختار لعيبه عندهم من المهارات ومن الكرياتيفيتي ان هم يقدروا يبدعوا في الملعب. هل النظام سيستم يا كابتن وما تكسرش البليز وتلعب ولو خرجت من هنا او ما شوت لا وانا اسف في مدربين بيقول لك شوت الكوره باذن، انا اسف يعني انت هتشوط لازم تشوط لما الكره تجي لك في الوقت اللي انا عايزه، وفي مدرب تاني يقول لك لا ابدا، يعني انت حضرتك في المدرسه ابدا ما عنديش مشكله. انهي مدرسه دلوقتي اللي احنا محتاجينها بالذات في قطاع الناشئين والناشئات؟ طيب بص، هي كل مدرسه بتتطلب، ما فيش حاجه صح في المطلق في الباسكت اكيد تمام، بس كل مدرسه بتتطلب تاسيس مختلف. المدرسه بتاعت الكرييشن بتاع اللعيبه لما يوصل لمستوى عالي قوي دوت لازم اللعيب يتعلم ده من صغره، وبيبقى فيه سيستم معمول، سيستم جديد بقى له 10 12 سنه بيتلعب دلوقتي انت عارفه اكيد، اللي هو الريد اند رياكت. تمام. الريد اند رياكت دوت كله بيعتمد على تصرف اللاعب واساسياته ازاي يتصرف في المواقف المختلفه. صحيح. في ناس بتطبقها في مصر من فتره طويله فابتدت فرقهم بتبقى اوتوماتيكلي ماشي عليها كويس. وفي ناس ما بتعرفش تطبقها فبتشتغل على حتى السيستم اللي هو لازم يتعمل دوت، هو بيتقسم لسيتويشنز، اثنين بيلعبوا مع بعض وثلاثه بيلعبوا مع بعض، داخل فيها برضو حاجات فيها كرييشن فيها ابداع. فانت لما تاسس فرقك كل مدرب مسؤول عن فلسفته بالرجوع ليا طبعا ويقدر ينجح في ايه وانا بقول له، فهياسس كده لازم ياسسها على فترات طويله اللي هو بتاع ان كل لعيب بيبدع، هيقاس على على اساس ان هو لا هنلعب بتاكتكس والتاكس دي رولز، والرولز ديت بتخلق من جواه برضو كرييشن او ابداع للاعبين، هتقاس على كده. كل حاجه بتتعمل، المهم الجاده، المهم الاجاده. طيب بس حضرتك ما بصيتش لحاجه ثانيه برضو يعني عايز برضو يعني ضيوفنا يشاركونا معانا. ما بصش لحاجه، انا مثلا لو حطيت للعيبه انا يعني هقول لحضرتك نظام قضبان ماشي عليها، انا مش هنمي، مش عايز اقول لفظ تاني، مش هقول مش هنمي عند اللاعب الابداع، ما هو اللاعب هيفضل واقف في الكورنر. انا مختلفه معاك بس في انا واقف في الكورنر مستني الكره تجي لي عشان اشوط. الصغير السن الصغير محتاج يدرب عقله. ايوه هو ده اللي انا قصدي. تدريب عقل على فكره مش مختلفه معايا، انت معايا بس في نقطه بقى التدريب بتاع دماغه في التصرف الخططي اللي بيحصل له بيبقى حاجه من اتنين، يا اما انا عندي في مخزون ذاكرتي كم من المهارات كبير قوي وعامله له ريبيتيشن كتير قوي وبأتقنه كويس قوي فعارف اوظفه فاسيبه يلعب الى الحته بتاعه الابداع، يا اما انا غير قادر على تدريب عقلي فبحتاج ان انا احفظ اللعيب السيتويشنز اللي بيتعرض لها كتير فيبقى عنده نوع من انواع الريبيتيشن للمواقف. عشان كده المدرستين صح. بس انا معلش انت فاهمني لا انا قاطعك انت فاهمني انا قاطعك. حتى السيستم اللي انت بتتكلم فيه ان هو احنا بنسيب فرصه للابداع بتاع اللاعب جوه رولز. ايوه صح يعني انا النهارده بعمل ابداع شروره الناحيه دي بس مش فوضى. لا اكمل كلامي. انا بعمل ابداع ان انا هخش من الناحيه دي الاقي ده ليا في وشي، ما كده كسرت الرول وبوظت ابداعي، فانا لازم احط ما فيش حاجه بدون رولز. صحيح. الرولز اللي هي قواعد للاداء صح. فحتى اللعب اللي فيه كرييشن فيه رولز.
لا انا احب انا لا انا احب انا احب السيستم والابداع من خلال السيستم عشان لا عشان تبقى عشان يبقى في اطار بس يا كابتن وانا ببدع من جوه الاطار. انا من وجهه نظري يا كابتن انه حته ان انا ابقى بنفس السيستم مدير فني او اي مدرب في اي نفس السيستم بطبقه على الفرقه دي هو اللي بطبقه على الفرقه دي. انا بضحك انا بقول لك العمليات التدريبيه ده كمان كل لعيبه لا ما تقدرش تطبقه لانه ماشيه بتختلف من كل مرحله بالظبط كده. بس خليني اقول لك برضو ان الناشئ لو طلع انا سايباه براحته ولم يوفق الدنيا تقف. لا ما هو انا يعني أنا يعني كل لعيبه انا برضو مهم ان انا احط له سيستم. ما هو انت النهارده احنا بنتكلم في موقف زي اللي حصل النهارده حد عمل كرييشن او عمل ابداع وداخل على الباسكت وناس قابلته تدافع عليه هيتصرف ازاي؟ هيتصرف ازاي؟ لازم تعرفه في زمايله فين عشان يطلع الباصه كده ولا يطلع الباصه كده ولا يطلع الباصه كده. هو تحرك اللعيبه الثانيه هتبقى ما هو ده الرولز انا بتكلم فيه. انت بتخلق كرييشن او ابداع مواقف ابداعيه للعيبه المتميزه عندك بس جوه رولز للفرقه علشان يعرف لو الموقف ده فشل منه يعرف يتصرف يعمل ايه. طب اقول لحضرتك اتكلم معاكم بصراحه يعني انا مبسوط بالحوار ده والنقاش ده بس هتكلم بصراحه. في مدربين عندنا في مصر هم ملوك السيستم وهم اللي دخلوا الباسكت الحديث وقت ما كان السيستم هو ده الباسكت الحديث. وفي مدربين بيعتمدوا انه لا زي ما قال كابتن سيد هي رولز بسيطه ان انا داخل من بيز لاين يبقى اللعيبه تتحرك ازاي انا داخل من الـ من الـ من الانسايد يبقى اللعيبه تتحرك ازاي. هي رول بس رول بدء على اللاعب هو اختار هيروح فين ولا فين. انا ما قلت فهي دلوقتي في صدام بين المدرستين يا كابتن. انا بتكلم بامانه وده شفناه جليا في الفريق الاول لكره السله الرجال طالعين من سيستم. مع كل الاحترام للمدربين طبعا انا قصدي ان ده صح وده صح طالعين من سيستم دقيق وتمام ليه مستر اجوستي طبعا كنتش اشرف ان مستر اجوستي بيدي سيستم ولكن في ابداع جزء من الابداع. ففي انا شايف في مصر دلوقتي في كره السله في طيارين ضد بعض. مش ضد بعض يعني مش ضد بعض خالص. طب ما لا هو مدرستين انت بص بس عكس بعض. هقول لك الحاجه لا مش عكس بعض يا كابتن عيسى. هديك نموذج نموذج اثنين من اشهر مدربين العالم تمام. ريك باتيني ده من اشهر المدربين اللي كان ماسك جامعات في امريكا وكسب كتير قوي. وفي دايما بنسى اسمه مدرب اللي كان ماسك ماجور دوردن في بطوله لوس انجلوس. اول ما اتعلمنا التدريب كان ده بيتكلم وده بيتكلم. الراجل ده بيلعب بمدرسه ريك باتينيو بيلعب مدرسه بيلعب حاجات كتير جدا جدا مختلفه في الدفاع وفي الهجوم. والراجل الثاني اللي هو كان مدرب منتخب لا مش مفيش ده اربعه بكلمك 84 85. والراجل الثاني بيتكلم ان هو بيلعب وان سيستم بطريقه واحده طول الوقت. فبيسالوه انت ليه بتلعب بطريقه واحده طول الوقت. قال لهم انا ليه امسك مدرسين في حين ان انا ممكن اضرب بمسدس واحد يعمل نفس النتيجه. افكار فهو كل واحد. بس انا قلت لك في الاول ايه مفيش حاجه صح مطلقه في الباسكت ومفيش حاجه غلط مطلقه في التدريب وفي الباسكت في التاكتكس وفي الحاجات دي. انت لازم تؤمن بحاجه بفلسفه تلعب بيها تشتغل بيها توجدها تعرف توصلها للعيبة وتنجح بيها. ما عرفتش توصلها للعيبة ونجحت بيها لازم تغيرها. طب انا هسالكم هي توصلها للعيبة دي بالظبط كده. بس عايز اتكلم على كلام كابتن سيد في نقطه. هو النهارده حصل موقف مثلا يعني انا فاهم قصه الرولز دي كويس قوي ببساطتها يعني مش مقصود بالرولز ان انا بحط خطه وبكتف لا 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 هو مقصود ببساطه البيزكس بتاعه الرولز. حصل موقف النهارده في الماتش انا مش متذكره مين اللي عمله. هي رول بدائيه بتعلم للصغيرين. هلا مصطفى كانت في النص طالعه على فاست بريك انا طالعه على الباسكت هلا طلعت عليا عشان اودي الكوره للسايد الثاني عملتها اوفر هيد باس في حين ان القاعده تقول او الرولز تقول ان انا لو قدامي لعيب طويل انزلها باوس باس. صحيح هدي قاعده انا عشان اوصل اللعيب انه يعمل يفكر بآليه انه يحط باوس باس من تحت لعيب طويل لازم اكون عملت السيتويشن ده في التمرين الريبيتيشن بتاعته 100 مره عشان عقلي يعرف يجيبه بآليه في الماتش. طب رايك ايه يا كابتن؟ ما انت كلام حضرتك صح. طب رايك ايه في المدرب اللي بيحط خطه مثلا وبيكتف بيها الاولاد؟ يعني انا بتكلم على مستوى الدرجه الاولى وطبعا بالطبع الناشئين يعني بس بتلاقي في بعض ممكن يبقى بعض الدرجه الاولى بيحط مثلا سيستم معين لدرجه انه ممكن يغير لاعب عشان كسر السيستم. لا انا مش مع الفكره ده خالص. انا مع فكره تحركات الثنائيه الثلاثيه لكن مش خطه كتف بيها الخمسه ابدا. طب كابتن ريمي انت مع يعني فكرة. تحركات يعني
هو يا كابتن هيثم كل لعيب موهبته بيبقى تحت سيستم، بس استغل موهبه كل لعيب. وطبعا اللعب الفردي ليه اوقات واللعب الجماعي ليه اوقات، فطبعا يعني ما قيدش كله بسيستم واحده، ان ساعات فيه ممكن لعيب يروح داخل واحده على واحد صحيح، او يطلع كيك اوت او يسقط او الكلام ده كله، فيبقى كده وكده واشوف بقى سيستم على امكانيات كل لاعب عندي، وهو ده اللي انا اشتغل عليه. يعني انا فاهم من كلام حضرتك ان انت لو عندك لعيب بيلعب ون كويس هعمل له تكتيك بالزبط. نبقى عارفين لما نعمله ان ده هيلعب ون. عندي بيفوتين بيشغلوا بعض كويس هاي ولو، عندي بلي ميكر في الفاست بريك العب على كده، يبقى سيستم. طب انت لو على عندك لاعب في الفريق التقييد بصفه عامه، يعني التقييد بصفه عامه غير امر غير محبوب بالنسبه لجميع اللعيبه صحيح. يعني اي لعيب مهما يكن قدراته او مهما يكن مستواه، عمليه انه يتقيديه او لو ما عملش اللي انت طلبتي منه يغيره، ده في حد ذاتها بتبقى نفسيا بالنسبه للفرقه بتأثر عليه بالسلب. هو بيستخدم في مواقف خاصه جدا في الماتش، انت هتطلع انت تعمل انت هتشوط في الاخر. لو انا دي التعليمات ما اتنفذتش دي سيتويشن سيتويشن في وقت معين، انت عايز تعمل حاجه معينه وناقص ثواني بسيطه، عايز يعني دي حاجات بتبقى متفق عليها. لكن التقييد في كل حاجه، التقييد لان التقييد ضد الابداع، انت هتبدا صح. ازاي صحيح. انا عايز ابدع، انا بقول مظبوط جدا يعني ضد التقييد ضد الابداع ما لو قيدتك انت عمرك ما تبقى لعيب مبدع. وهقول لحضرتك هتختار ازاي انت مش هتعرف تفرق ما بين اللعيبه وبعض برضه زي العروس المارونيت كده. دكتوره هتختاري ازاي ان الولد ده احسن من ده؟ دماغه نقطه نظام. لو احنا تركنا كل لعيب عايز يبدع لوحده في الفريق هتبقى فوضى طبعا. ده صحيح طبعا. فانت لازم مش هقيدك بس جوه قيود صح. أيوة. جوه سيستم كبير فاهمني. انا برضه هرجع للي انت بتتكلم عن مستر اوجستي يعني انت عارف كابتن اشرف عزيز عليا قد ايه يعني احنا كل انا هديك المثل ده، احنا بنتكلم على فكره، هديك المثل، تكلمش على مدرب، هديك المثل. اشرف من احسن المدربين اللي هم يعني اشرف يعني صديق عمري بتاع طبعاً. بس الفرقه وصلت لمرحله ان كان مفيش في كنترول عليها، ان كل واحد عايز يبدع لوحده حلو، وده اللي اثر علينا في جيمات كتير. كابتن اشرف كان بيعمل تايمات اوت ويقول لي هنعمل كذا كذا، وفي لعيبه كانت بتنزل بتتذبش، ده غلط، فكان بتبوظ، ده غلط طبعا. اللعيبه دلوقتي من ساعه ما جه بالما حتى من ما جه بالما ودلوقتي اجوستي اللعيبه اندر كنترول، لسه ما خرجتش منه، لسه بتلعب اللي هو عايزه، مش كل واحد بيلعب زي ما عايز، بيلعب زي ما عايز جوه سيستمه، واللي ما بينفذش اوت. يعني ده اللي حامل الفرق معانا لغايه دلوقتي. انا فهمتك عايز تقول يا كابتن، انت بتقول انه استجابه اللاعب بتفرق كتير جدا في تطبيق السيستم. يعني لو لاعب التزم تكتيكيا باللي بيقول المدرب وهو راضي، وهو راضي بالتبعيه هنعكس على اداء الفرقه طبعا. انما لما انا بحب اعمل حاجه من دماغي شاطط، اكيد مهما كنت احسن مدرب مش هتقدر تسيطر. هقابلها مره منك لو انت نجحت، لكن انت مش هنجح منها كل مره. طب هسالك سؤال يا كابتن برضو اخو، يعني انا بحب اطلع النقاشات دي حلوه وبطلع برضو يا كابتن هيثم. اعتقد ان معامله المدرب وحب اللعيبه للمدرب، لا دي موضوع طبعا مفروغ منه، بيخليك تنفذ سيستمه وبتخليك تنفذ كل حاجه، بتكسب بالروح اكتر من اللعب، وبتخلي الروح عاليه يعني عاليه جدا جدا عند الولاد، وبيبقى الولد واقف متقبل عايز يسمع بيقول ايه المدرب بتاعه، لا وثقته، عايز يشوف، لا عايز يبقى عايز كبير جدا. انا واثقه في ان انا لو نفذت الدماغ الستة اللي معايا في مع الخمسة اللي تحت دول أنا هطلع بحاجة. فأنا بلايندلي اللي بيتقال لي بعمله، لأن عندي ثقة في إن اللي بيتقال هيظبط الدنيا جوه الملعب. أنت عارفة كابتن بلاقي كلمة حلوة جدا، عمر عزب لما كان معايا هنا في البرنامج من حوالي 3-4 حلقات قال لي وإحنا رايحين بطولة عربية، بقول له أنتوا كنتوا متوقعين تكسبوا ولا لأ؟ قال لي لما رحنا احنا كنا متاكدين ان شاء الله هنكسب وبتاع، وكنا حاسين ان احنا مش ممكن نخسر، ومستر اوجستي على الخط واخد باله من كل حاجه. شفت يعني هو انا بقى هي دي الرابطه، ايوه بقى عنده ثقه انه يعني صعب ان اللعيب يدي دماغه للمدرب. خلي بالك يا كابتن دي صعبه جدا طبعا. انت عشان اللاعب يسلم دماغه بعد ما يبقى لعيب منتخب ولعيب ليه وزنه وتقله، ان انا اجي في الاخر ادي راسي دي ودماغي دي للمدير الفني وامشي بدماغه، الموضوع ده صعب وعايز اداره فرقه كويسه جدا، يعني عايز كاداره. طب بس خلينا نروح لنقطه ثانيه بقى كده، نقطه بيعاني منها اللاعبين بشده، وهسمع راي حضراتكم. لو لعيب غلط غلطه كبيره في الملعب اثناء المباراه تغيره على طول؟ شوف كابتن ضحك ده، تغيره على طول ولا تنتظر دقيقه او اتنين يعمل حاجه كويسه؟ بس خد بالك ده ريسك جامد جدا.
انهي سن إن بقى ايه كمل السؤال انا كمل السؤال سن؟ لا انا هتكلم لا انا عايز بقى السؤال الاثنين قطاع الناشئين والدرجه الاولى اتحطم خلاص اتفضل يا كابتن اتفضل يا كابتن لا انا اعتقد ان تختلف زي ما الدكتوره بتقول في بالنسبه للاعمار السنيه في السن الصغير اعتقد ان بتؤدي الى خسائر نفسيه بالنسبه للولد السن الكبير بيبقى عنده ادراك وفاهم ان هو خطا ممكن انا حسب حسب انا كسبان قد ايه هي دي برضو الحاجات دي بتفرق انا غلطت اتسحبت ما انا مش عايز ابص للسكور لا انا رايي الراي الثاني ان هو ان انا اصبر سنه تصبر سنه كبير عشان اقدر بعد كده الاقيه لكن انا لو لكن في السن الصغير بتبقى محطمه نفسيا كابتن انا شايفك عمال تفكر لا لا لا, لا بالعكس اصل هم عارفيني كويس انا في الحته النفسيه ديت كمدرب صحيح اولا مفيش حد ما بيغلطش تمام فالنهارده لو لعيب غلط غلطه اول غلطه يعملها اروح اشده على طول بره الجيم ده اسلوب غير سوي نفسيا لان اللعيب ده قبل ما هيبكت انا هبكته او انا هلومه هو بيلوم نفسه لكن لو تكرر الخطا مره واثنين وثلاثه لازم تسحب صح عشان تحافظ عليه بالظبط كده هو مش من خطا بس الحاجه الثانيه بقى ايه لو كرر الخطا مره واثنين وثلاثه طريقه سحبي ليه عامله ازاي وهو خارج هتعامله ازاي ما خلصت عليه انا ممكن انت مش عارف ايه واروح نميه بره ما اخش تاني وممكن اقول له انت غلطت في كذا وكذا اقعد هتنزل بعد اربع دقايق واروح مطلعه ومنزله تاني وممكن اسلم عليه واسيبه واكلمه بعد شويه فاهم قصدي فهي مش من اول خطا لازم اللعيب يتغير خصوصا في لعبتنا لان كبار وصغيرين كبار وصغيرين لا اصل اللعيب ده بني ادم يعني هو انا النهارده باخد داخل سلم واضيعه انا قصدي اضيعه لا طبعا فاهمني انا ممكن أبك او ازعق فيه في غلطه في الدفاع لان الدفاع بيبقى كسر صحيح لكن الهجوم بيبقى توفيق وتصرف فممكن مش موافق لكن ان هو ما دافعش كويس مره واثنين وثلاثه دي ما لهاش مبرر فهو لازم نصبر على اللعيب ممكن لو غلط بعديها اللعبه اللي بعديها يبقى كويس قوي عادي خالص لكن غلط مره اثنين ثلاثه انا بحميه ولازم اطلعه هو فعلا الحته دي مهمه لان انا اتذكر يعني في الحته النفسيه دي مراعاه القصه النفسيه في السحب انا كان بيجي لي اوقات كتير قوي كابتن طه ربنا يمسيه بالخير ومع كابتن سيد كنت ما ببقاش فايقه من اول ماتش يعني ممكن كان بيحصل حاله حمه البدايه ما ببقاش فايقه وكنت بتسحب وكنت بفهم انا ليه اتسحبت ومطلوب مني ايه وانا نازله تاني انا كان بيفرق معايا طيب؟ جدا بتبقى افضل واتذكر كويس جدا انه كان ليه مردود نفسي عليا عالي قوي لان هو كان بيخليني ما تهزش في ثقتي على قد ما هو بيحملني مسؤوليه ان الناس دي لسه عندها امل ثقه فيكي فتنزلي بقى وتخليكي جدعه يعني هو ضد المدرسه دي ضدها خالص ان اللاعب رب شخصيه البني ادم وبنى شخصيه اللاعب طب تقولي ايه لو مدرب لعيب غلط غلطه او اثنين نقول غلطه واثنين مش ثلاثه واربعه زي ما الكابتن سيد بيقول غلطه واثنين وهو طالع اللاعب راح المدرب سحبه مشوح له اللاعب اللي مشوح له المدرب لا اللاعب مشوح له دي مرفوضه تمام انا قصدي انا لا لا ده مرفوضه دي ما فيش اللاعب لاعب والمدير الفني مدير فني لا ممكن المدرب هو خارج يشاور اللاعب كده يعني يطلع بقى انت ايه ضيعتنا مثلا او انت عملت اولا تصرف زي ده اللاعب بيفقد الثقه تماما في المدرب والعكس صحيح المدرب بيفقد الثقه في اللاعب بعد كده شايفه ده نعالجه ازاي عشان يختفي من ملاعبنا مش بس كره السله ان المدرب يبقى حاسس باللعيب وهو خارج زي ما قال كابتن سيد اللعيب نفسه بيلوم نفسه لا هو مش محتاج المدرب يبقى حاسس على قد ما هو عنده كنترول على غضبه هو مش مقبول خالص طبعا ان هو عايز يبقى مدرب بسمات شخصيه بقى واقف بالظبط ده من واحد من واحد ان هو واقف في الملعب متحمل مسؤوليه 12 بني ادم بنفسيتهم ومسؤوليه نادي ومسؤول وفي الاخر انت تفقد تحكمك في غضبك مهما كنت متضايق يعني عمليه ان انت ما يبقاش عندك كنترول كقياده برضو ما هو من سمات القياده برضو ان انا لسه كنا بنتكلم فيها وكابتن سلاوي وهو الليدر المدير الفني هو القياده لا 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 التحكم في الغضب دي حاجه مش لازم امسك نفسي وانا بتصور برضو ان يبقى الاعداد النفسي ساعتها مدرب او المسؤول عن الاعداد النفسي بيخش يخلص المشاكل دي لو المدرب ما عندوش الحكمه دي او مش مؤهل او انا بعتبر ان المدرب ده مسؤول عن الجزء الفني فقط لو في معد نفسي معايا بيخلص لي كل الكلكعه دي بقى طب ليه ما نفكرش يا كابتن ونحلم كده ان يكون في قطاع الناشئين حتى كابتن ريم تشاركنا في الحوار يكون في قطاع الناشئين والناشئات معد نفسي ليه لا يعني ما الدرجه الاولى دلوقتي بيطلبوه هيبقى معاهم ان شاء الله طب ليه ما نفكرش انا ما بتكلمش على النادي الاهلي بفكر على فكر في الرياضه عامه النادي الاهلي هو سباق دايما
ودايما بيروح للحته اللي ابعد مما يروح يعني الاخرين بيروحوا ليها. ليه ما بقاش معانا معد او اتنين نفسيا بيقعدوا مع اللعيبه، خاصه ان السن الصغير ده في قطاع الناشئين والناشئات بيكون عندهم ما بالك الكبار، الكبار بيتعبوا، ما بالك الصغيرين يا كابتن؟ رايك ايه؟ رايك ايه يا كابتن؟ ممكن من سن من فوق ال 13 الصغننين قوي من 9 و10 وكده، ده بيبقى اللعب بالنسبه لهم فور فن، مش مسؤوليه ونكسب والكلام ده كله. فممكن من بعد سن ال 14 سنه ده ياثر ايجابيا. هي برضو صح زي ما انت بتتكلمي، ليه؟ لان هي بتتحول من لعيب، لا بتحول لبطوله من 14 سنه بالظبط. يعني الاول بيلعب بانظمه مختلفه، بيتعلم لسه بيتعلم وبيلعب بانظمه مختلفه ومسابقات مختلفه، لكن 14 اول مسابقه رسميه. دكتوره متفقه مع كلام متفقه جدا وشايفه ان اساسا برضو بس في ساعات يقول لك المدير الفني هو الدكتور النفسي، ساعات يقول لك كده. لا ما اقدرش احمله برضو مسؤوليه والله، لو هيدخل بشكل دراسه اكاديميه كويسه ويعد هو يعد على الجزء ده ما فيش مشكله. بس انا بشوف ان هو بيبقى بيتحمل مسؤوليه حاجات كتير قوي، ضغوط عليه اعلى، ضغوط عليه جزء اعلى جزء من جزء كتير. جزء من اجزاء الاعداد للمدرب لازم يبقى عنده اعداد نفسي تمام. انا وانا كنت لعيب كنت عصبي جدا، وما ابتديت انا ابتديت مع فريق تريم ابتديت كنت عصبي وبهدى بس طلع كان عندي خبراتي كلاعب يعني فبقدر اتصرف. مش عصبي دلوقتي خالص يا جدع. ما هو انا اقول لك حاجه، انا يعني طلعت بعثه في لايبزيج 6 شهور في المانيا تمام. من اهم الحاجات اللي اتعلمتها في البعثه ديت علم النفس الرياضي. انا كل اللي بكلمك فيه دلوقتي سنة كم؟ انا طلعت من سنه 98 تقريبا 97 كنت انا وليده بصريه في البعثه ديت. كل اللي بكلمك عليه دوت وازاي نتعامل مع الولد وازاي نتعامل مع نعمل موتيفيشن للعيبه كل دوت استفدته من حاجه علميه ورحت استفدت بيها. المفروض ان كل مدرب بياخد دوره تاهيليه عشان يبقى مدرب، جزء منها جزء علم النفس، لكن محدش بيهتم بيها. صحيح محدش بيهتم بيها. احنا بنحاول مع الولاد الصغيرين المدربين الصغيرين نقول لهم لا لازم تتعامل مع الولد بالطريقه يعني انا لسه داري على حاجه، انا عندي في القطاع من تحت 13 لغايه تحت 9 سنين مدربين بتلعبنا، المفروض ان انت بتروح ب 18 لعيب. انا بقول اللعيبه تروح للمدربين تروح ب 20 وال 20 يلعب، وانا مش عايز اكسب، احنا ما عندناش مكسب وخساره في النهارده، لكن اهل ولادي افرح الولاد، الولاد جايين صاحيين الساعه 7 الصبح عشان يروحوا يفرحوا افرحهم. في ناس ثانيه بتيجي تلعبهم بثمان لعيبه وبتسع لعيبه وبيكسبوا فرحين انه بيكسبوا ماتش نهائي فاهمني. طيب مين اللي استفاد؟ مين اللي خلى فيه لعيب سوي وفي لعيبه مش سويه ان في سن 10 سنين بالظبط كده؟ فانا بقول لك المدرب لازم يؤهل حتى في الحته علم تدريب وعلم نفس. لو ما عندوش ما تاهلش من الحته دي ومن الحته دي مش هينجح. طب يعني برضو يعني فرصه معانا الدكتوره، يعني انتوا طب انتوا اكاديميين وانتوا بتحطوا السيستم وانتوا بتحطوا الفرق الاساسيه المدربين والكلام ده كله، ليه ما نقدرش نحط دي ماده اساسيه الحته اللي هي النفس الرياضي او العلم النفسي الرياضي؟ موجوده بس معلش ما فيش الاهتمام زي ما كابتن سيد قال. لا موجوده في لا هي موجوده كماده عندنا في الكليه بتدرس وبيتم اعدادها وفي دراسات المدربين بتتعلم المدربين انه المدربين بتروح تحضر موجودة. علشان العملي بس عشان تحضر والنظري دوت بيخلي زمايلهم يمضلهم وبيمشي. يعني قصدي اقول لك ازاي نديها الاهميه ان الناس تؤمن ان النفس الرياضي او الطب النفس الرياضي اصبح مهم زي البدني. والله يا كابتن هيثم هو يعني زي ما كابتن سيد قال، انا بقعد مع نفسي وبشوف اخطائي ايه وبشوف قدراتي ايه. انا عندي بظبط حاجات فنيه لبوزيشنز معينه، بحط بتابع احمال تدريبيه، بحط خطط وبظبط التفكير الخططي بتاع اللعيبه. انا راجل محمل بحاجات قد كده، مطلوب مني اماونت صغنن من الحته النفسيه. صحيح. ولما يبقى عندي كلكعه ادي العيش لخبازه. اصل هي انا دلوقتي لما ابوظ نفسيه لاعب يعني في الحل ايه؟ اتفضل اقول لك الحل. دراسات التدريب اللي بتعمل المدربين الجدد، علم النفس الرياضي وعلم التدريب الرياضي، لازم الامتحان يبقى بنفس شفويه تمام عشان اقدر اعرف. انا طبعا مستمتع جدا بالحوار ده، بس هو طبعا يعني انا ببقى سعيد لما نقعد الوقت عدى. وطبعا بشكر حضراتكم كابتن حمد السلعاوي، بشكرك شكرا جزيلا نورتني وشرفتني. الله يخليك. شكرا كابتن سيد نورتني وشرفتني، استمتعت بحواركم النهارده الحمد لله. وهارد لك للنادي الاهلي يا رب ان شاء الله، والجاي احسن. كابتن ريم بشكرك ونورتني وشرفتني. دكتوره داليا طبعا نورتني وشرفتني، وكنت سعيد جدا النهارده بيكي في الاستوديو. اعزائي المشاهدين ده كان يومنا النهارده، بنقول طبعا النادي الاهلي تاني هارد لك ان شاء الله القادم افضل باذن الله
الفرقه تشتغل على اخطائها، ودي الرياضه. ومباراه في الاول بتبقى تقف على اخطائك بتبقى مفيده جدا سواء للجهاز الفني او اللاعبين. بشكر حضرتك حضراتكم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، وللقاء اخر مع مباراه جديده واستوديو الابطال.